الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. أهلا وسهلا بيكم في يوم جديد من البيت الكبير. بنرحب بيكم وإن شاء الله تكون حلقة مميزة دايما زي ما تعودتوا هنا في البيت الكبير. مساء الخير يا سهل. مساء الخير يا كابتن هاني. مساء الخير على كل جمهور وعشاق النادي الأهلي. مساء الخير على كل جمهورنا في مصر وفي الوطن العربي وفي العالم اللي بيتابعونا في البيت الكبير. البيت ده اللي بيجمعنا كل يوم من الحد للخميس من 10 لوحدة. النهاردة بنفكركم ان احنا بغير الاخبار معانا ضيوف كل الاهلاويه بيحبوهم. افتكروا النهارده اتنين من النجوم الكبار سواء في الملعب او بره الملعب، واسيب كابتن هاني يقول لكم مينهم. طبعا زي ما متعودين في البيت الكبير دايما البيت الكبير بيلم اولا العيله، عيله النادي الاهلي، والنهارده معانا اتنين من عيله النادي الاهلي. واحد طبعا في الفقره الاولى ان شاء الله هيكون معانا كان لعيب وسط ملعب مميز جدا كابتن معتز اينو، من اللعيبه المميزه وعمل بصمه في وسط نادي الاهلي في وقت من الاوقات، كان من افضل لاعبي خط الوسط. الفقره الثانيه او الفقره الاخيره ان شاء الله مع لاعب مدافع على مستوى عالي جدا شارك مع النادي الاهلي في بطولات كتيره، هو الكابتن احمد السيد. هنتكلم معاهم على كواليس وهنتكلم معاهم على حواديت كتيره جدا ان شاء الله نستمتع باللقاء معاهم مع نجمين كبير معتز اينو واحمد السيد. كابتن احمد السيد بالزبط. احنا طبعا كالعاده دايما بنبدا اخبارنا من النادي الاهلي، وتحديدا النهارده هنبدا مع رامي ربيعه مدافع فريق الكره بالنادي الاهلي اللي بيعود لقياده دفاع فريقه خلاص في مواجهه الانتاج الحربي المقرر اقامتها يوم الجمعه اللي جايه ان شاء الله بعد طبعا فتره ايقافه، ده علشان يعوض غياب ايمن اشرف مدافع الفريق اللي تعرض للايقاف بعد ما حصل على الانذار الثالث في مواجهه انبي اللي كانت يوم الاحد اللي فات. طبعا ربيعه بيشارك بجوار محمود متولي في ظل استمرار غياب ياسر إبراهيم، معروف أنه ياسر مصاب في الكاحل، بس رامي طبعا يعني عنده روح وعنده حماس شديد، والواحد فعلا بيحس كابتن أنه لما رامي بيكون في الملعب بيكون مطمن. صحيح. يمكن رامي من اللعيبة المميزة وكان موجود معنا في البيت الكبير. رامي من اللعيبة المميزة جدا، لكن طبعا اتكلمنا معاه هنا في البيت الكبير على مشاكل الإصابة، لكن هو أكد وده طبعا. إن شاء الله من خلال اللقاء اللي جاي إن شاء الله إن وجود رامي ربيعة بدل طبعا أيمن أشرف اللي خد الإنذار الثالث واتوقف. وعايزين نقول يعني إحنا مش محتاجين إنذارات، يعني نخلي الأمور ماشية بشكل طبيعي. وان طبعا الغيابات بتاثر بشكل او باخر، رغم ان النادي الاهلي عنده قائمه واسعه من اللعيبه المميزه وكلهم ان شاء الله يكونوا جاهزين، لكن عايزين نحافظ على نفسنا، عايزين نحافظ كمان على مكاننا في الملعب. ايمن اشرف طبعا من اللعيبه المميزه، بيلعب بوزيشن سيرد باك، بيلعب باك شمال، فمحتاجين ان شاء الله كل لاعب باذن الله، لان المشوار طويل اذا كان على المستوى المحلي او المستوى الافريقي. وياسر يرجع برضه بالسلامه يا رب، واي حد مصاب في اي حته ربنا يقومه بالسلامه. لسه مكملين مع اخبارنا دينا النادي الاهلي، والنهارده النجم النيجيري جونيور اجايه كان بيؤدي تدريبات منفرده على هامش ميران الفريق اللي اقيم مساء اليوم على ملعب التتش. اجايه كان بيقوم بتنفيذ بعض الفقرات الاستشفائيه علشان يتخلص من حاله الاجهاد العضلي اللي كان فيها. سيد عبد الحفيظ كمان مدير الكرة في النادي كان حريص على الحديث مع أجاييه علشان يطمن على حالته. كمان النهاردة لعبة النادي الأهلي كانوا بيخوضوا تدريبات قوية للغاية. هذه التدريبات اشتملت على جزء كبير جدا، كان في جزء منها بدني قبل ما التدريبات ما تبدأ اللي ركز فيها الجهاز الفني على كمان الجانب الخططي، كل ده في إطار الاستعداد لمواجهة الإنتاج الحربي زي ما قلنا يوم الجمعة اللي جاي في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز يا كابتن. صحيح. إن شاء الله تبقى مباراة موفقة وإن شاء الله الفوز للنادي الأهلي. كمان فايلر زي ما بنقول، فايلر النهاردة بيعمل تنوع في الخطط، ويمكن شفنا الكلام دوت في مباراة النادي الأهلي أمام إنبي، وإن الظاهرين محمد هاني وعلي معلول هم اللي بيحرزوا هدفي المباراة. وميزة فايلر إنه هو كمان عنده تشكيلة واسعة، عنده طرق لعب مختلفة، الهجوم عن طريق الأطراف، عن طريق وسط الملعب، عن طريق العمق، كل ده الرؤية الفنية لفايلر. عشان كده النهاردة في التدريبات ركز الجهاز الفني على الجانب الخططي اللي بيتميز به فايلر في المران للنهاردة، طبعا استعدادا لمواجهة الانتاج الحربي المباراة اللي ان شاء الله هتقام يوم الجمعة المقبل طبعا ضمن منافسات الدوري الممتاز. وقام الجهاز الفني كمان بعمل تقسيم اللاعبين، قسمهم مجموعتين، مجموعة بتضم المدافعين ومجموعة أخرى بتضم خط
الوسط وخط الهجوم. طبعا كل دوت علشان يركز بشكل او باخر على كل خطوط الفريق. الجانب الدفاعي كان موجود في فايلر ومساعده، الجانب الخططي كمان الهجومي كان ليه تدريبات خاصة، وده ضمن زي ما بنتكلم ان التنوع الخططي اللي بيقوم بيه فايلر على مستوى الجبهات وخاصة على المستوى الهجومي. شفنا الهجوم من الأطراف، شفنا الظاهرين زي ما قلت بيحرزوا أهداف، كمان التركيز من العمق عن طريق عمرو السولية في تقدم عمرو السولية ومجدي قفشة. فعايز أقول إن كمان الجانب التكتيكي اللي احنا يعني شفناه بشكل جيد جدا جدا النهارده فايلر من خلال تدريبات النادي الاهلي بياكد عليه بشكل كبير. النهارده كمان يا كابتن هاني واستاذ المشاهدين، لما كان في النهارده تدريب طبعا الفريق المسائي بقياده ريني فايلر، كان حريص على عقد جلسه منفرده مع مدافعي الفريق تحديدا قبل ما يبدا حصته التدريبيه المنفرده في الميران. فايلر اتكلم مع المدافعين في بعض الجوانب أو الأمور الفنية، بعد كده خاضوا المران المنفرد، اشتمل على جانب خططي وفني زي ما قلنا. كان أيضا حريص على أنه يوجه ذا فايلر، أنه يوجه بعض التعليمات أثناء التدريب. فايلر كمان يمكن قاد المدافعين، كان معاه ديفيد سيزا المدرب العام، وكل ده زي ما بنقول وبنستعد ليه مواجهة خلاص يعني يوم الجمعة الجاي مع الإنتاج الحربي بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. وزي ما دايما بنأكد ان كمان زي يعني ما قلنا ان تقسيمة مع خطط مع كمان على المستوى الدفاعي بيقوم بيه فايلر النهارده مع مساعده، علشان بالرغم ان احنا كان النادي الاهلي يمكن في الحاله الدفاعيه في مباراه انبي كان على اعلى مستوى، ما كانش فيه خطوره عليه، لكن طبعا احنا بنستعد بشكل جدي جدا 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 لمباراه الربع النهائي في نصف النهائي اسف في البطوله الافريقيه. لسه طبعا مع اخبارنا مع النادي الاهلي، كانت مباراه قويه من النهارده ما في المباريات الوديه العالميه، يعني احنا من الاسبوع اللي فات كان عندنا احتفاليه كبيره جدا جدا بنادي القرن، وكان موجود نادي عالمي بيحتفل ايضا بنادي القرن الاوروبي كان ريال مدريد النهارده، والاهلي متعود يلعب مع الانديه الكبيره. زي النهارده كان الاهلي بيفوز على روما الايطالي 2-1 على استاد القاهره، الكلام دوت من 18 سنه من 2002. طبعا تشكيل روما كان بيضم نجوم كبيره جدا جدا، باتيستوتا ومونتيلا وجارديولا ودالاس وكافو، وكان طبعا المدرب الكبير فابيو كابيلو هو اللي كان بيقود هذا الفريق، واحنا زي ما شايفين على الشاشه دي اهداف النادي الاهلي في نادي روما. وزي ما بقول لحضراتكم دايما النادي الاهلي يمكن على المستوى العالمي كان بيقابل فرق كبيره جدا جدا، وكمان مش بيقابلها بس، ده كان بيقابلها وبيعمل نتائج وبيعمل شكل كبير جدا جدا. وطبعا زي ما اتكلمنا ان اللي احرز الهدف طبعا للانجولي ايفيلينو اختفى تماما بعد الموسم دوت، رجع لانجولا، والنهارده والاول مره اعتقد لاول مره بيظهر تاني على شاشه النادي الاهلي عشان بيقول رساله لجماهير النادي الاهلي، وبيفكرنا بالفوز الكبير على روما 2-1. نشوف قال ايه ونرجع مع حضراتكم. انتيغو براتيكانتي دو ال اهلي دو ايجيبتو بروبريمنتو فالاندو دو جوغو ايس روما ال اهلي دو ايجيبتو ايس روما دا ايطاليا فوي ان ديا انسكيسيبل. Foi o dia que dei a vitória ao Al Ahly, não só ao clube e aos adeptos, prontos e marcando um golo muito importante, foi gratificante. E até este momento nunca me esquecerei dessa data, que é o dia 12 de agosto de 2002. Quando chega o momento desta data, sinto-me muito, muito, muito honrado. E só tenho a agradecer ao Al Ahly por me dar essa oportunidade de jogar ou de ser contratado pelo clube, num dos melhores clubes, não só de África, mas eu digo até do mundo. Eu só tenho a agradecer. O meu muito obrigado. Shukran. Afwan. طبعا مدرب الاهلي في المباراه دي فاكر طبعا كان مين؟ جوبن فرير كان هو المدرب اللي جه الاهلي بعد ما عمل امجاد كبيره جدا مع منتخب نيجيريا، وقدر في الفتره دي انه يفوز مع نسور نيجيريا بالميداليه الذهبيه لاولمبياد اتلانتا 96. هنشوف بون فرير كان بيقول ايه عن المباراه دي ونرجع تاني.
or Joe Bonfrey. On this day, 11 August 2002, it was an amazing night for me and for all Al Ahly fans. We played a big friendly game against AS Roma from Italy. Some players played in this game on their top level. We won 2-1. I still remember that night. It was a great football night to win from AS Roma. I trusted all Al Ahly spirit and all my players. I wish all the best to all players who was in my squad in Al Ahly. All the best steps in my long football career. Stay safe for the virus. Thank you, Egypt. Allah bless you. Thank you. دي ذكريات جميلة الحقيقة بنعيشها مع النادي الأهلي، ومش بس احنا، لا كل منتمي لمنظومة الأهلي. وزي ما شفنا النهاردة في ذكرى فوز الأهلي على ريال مدريد رسالة من ساندي، النهاردة بنشوف رسالة بكل الحب من الأنجولي إيفيلينو برغم من مرور 18 سنة على وجوده في النادي الأهلي. هو ده النادي الأهلي زي ما بنقول طبعا، يعني هو ده النادي الأهلي. وزي ما قلت لك يا سهام ان النادي الأهلي دايما على مصاف الأندية العالمية الكبيرة، وان شاء الله باذن الله كمان نشوف دوت في السنوات اللي جايه. ان شاء الله الجماهير ترجع والحاله ان شاء الله تبقى احسن كتير، ونشوف النادي الاهلي بيلعب برشلونه تاني وريال مدريد وبايرن ميونخ. بس حلو ان البيت الكبير بيفكرنا بالاسماء الكبيره دي، مش بس احنا طبعا فاكرينهم اكيد في كل وقت، بس علشان كمان مهم جدا، وده قلته امبارح، ان الاجيال الجديده تعرف الشكل وتعرف قد ايه كان ليهم تجارب وكان ليهم خبرات مع الاهلي مشوار طويل. مهم جدا ان العيال الصغيره تعرف يا كابتن. لا طبعا مهم جدا الاجيال اللي جايه كمان تعرف ان النادي الاهلي كيان كبير جدا طبعا. النادي الاهلي مش حديث الولاده، النادي الاهلي تاريخ كبير جدا، وكمان على المستوى كبيرة العالمي جداً. على المستوى العالمي النادي الاهلي بقى في مصاف الانديه العالميه، وان شاء الله دايما التوفيق للنادي الاهلي، ونفوز دايما ببطولات، ونكون دايما ان شاء الله نادي القرن الافريقي. زي ما احنا متعودين في كل حاجه في حياتنا بقى في اجراءات المفروض احترازيه، بقينا في اجراءات وقائيه بناخد بالنا منها اكتر. النهارده طبعا على مستوى الكوره وعلى مستوى مباراه الاهلي والانتاج الحربي تحديدا، ففي اجراءات احترازيه شديده جدا. الخبر اللي معانا بيقول انه اللجنه الخماسيه لاداره اتحاد كرة القدم اختارت كل من الأهلي والإنتاج الحربي بالخضوع لمسحة جديدة بكرة هتكون إن شاء الله للكشف عن كورونا ما بين اللعيبة قبل ما المباراة تبدأ يوم الجمعة بإذن الله في إطار منافسات الأسبوع 19 في الدوري. زي ما احنا عارفين كان قرر اتحاد الكورة أنه يؤجل مباراة الإنتاج الحربي مع فريق مصر بسبب الإصابات الكبيرة ما بين لعيبة الإنتاج الحربي تحديدا بفيروس كورونا قبل تماثل الفريق للشفاء. يعني كل ان شاء الله كثير. التوفيق للانتاج الحربي وكل الانديه المصريه طبعا من فيروس كورونا، وان شاء الله كل اللعيبه نكون في صحه جيده. طبعا امبارح جماهير الاتحاد السكندري كانت طبعا سعيده جدا 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 وبتحتفل بتعادل فريقها مع نادي الزمالك، وكانت في نوع من انواع الرضا الكامل على اداء نادي الاتحاد، خاصه ان كمان نادي الاتحاد احرز الهدف في الدقائق الاخيره. وبالتالي طبعا قرر محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري صرف مكافاه اجاده للاعيب الفريق بعد التعادل الغالي جدا اللي حققه الفريق امبارح مع نادي الزمالك في اللحظات الاخيره من المباراه اللي قامت على استاد برج العرب ضمن طبعا منافسات الاسبوع ال 18 من مسابقه الدوري العام. طبعا محمد مصلحي رئيس النادي اشاد جدا جدا بمجهود اللي اللعيبه قامت بيه طول ال 90 دقيقه، واكد لهم من خلال اجتماعه بيهم ان كان ادوا بمباراه بكل تفاني، وان دايما الفوز في اللحظات الاخيره خاصه مع الانديه الكبيره ده بيدل ان في روح كبيره جدا جدا في الفريق، بالرغم كمان من غياب 9 لعيبه من القوام الاساسي للفريق، الا ان بقيه الفريق طبعا نجحوا بشكل كبير جدا في اثبات وجودهم وتحقيق نقطه غاليه جدا في مشوار نادي الاتحاد السكندري. انت عندك ما بين يعني غيابات او ايقافات واصابات،
كان الموضوع افتكر صعب، يعني لما كنت تسال اي حد في اسكندريه احنا هنعمل نتيجه كويسه كان شويه التوقعات ما بتكونش يعني في صالح ان حتى يكون في تعادل، ما كانش في تفاؤل. هو طبعا اللي بيفرق زي ما بقول لك يا سهام ان كان كمان جه التعادل في الدقائق الاخيره. صحيح. الدقائق الاخيره كمان بتدي يعني بيقولوا بلغه الكوره كده التعادل بطعم الفوز، لكن يعني الفريق فعلا فاز بالمباراه وبيلعب طبعا امام فريق كبير زي نادي الزمالك، وبالتالي كانت نقطه غاليه جدا جدا لنادي الاتحاد اللي هو عينه على المربع الذهبي وطبعا بقياده الكابتن طلعت يوسف. لا وموضوع ان انت تكتشف ان في حاله كورونا قبلها بساعات ده برضو اكيد عمل قلق، يعني اكيد اثر بشكل ما او باخر على الجانب النفسي. لكن زي ما قلت لك يمكن قبل كده انت كنت سالتي عدد كبير من اللعيبه عندها اصابه ازاي بتجهز، فانا يعني ساعتها كمان رديت ان القائمه 30 لعيب والكابتن طلعت يوسف بيهتم طبعا بكل اللاعبين وعمل مجهود بالحقيقه، عنده بدائل كتيره جدا جدا، والكابتن طلعت يوسف من المدربين كلهم. انت كان عندك في الانتاج الحربي 19 حاله. صحيح. يعني الدنيا الحمد لله. يعني كابتن طلعت يوسف زي ما قلنا المدير الفني للاتحاد السكندري كان أكتر واحد مبسوط وسعيد بالتعادل مع الزمالك، وقال أنه بيشعر بالسعادة بعد ما اتعادل واعتبره بطعم الفوز زي ما كابتن هاني قال في ظل الظروف اللي أحاطت بالمباراة. كابتن طلعت يوسف كمان وصف نقطة التعادل بالثمينة واللي جت في توقيت صعب قدام فريق بحجم الزمالك، وقال أنه تعامل بواقعية واعتمد على التأمين الدفاعي في الشوط الأول، وبعد الهدف عاد حساباته من خلال إجراءات تغييرات عشان ينشط النواحي الهجومية، وفي الآخر كانت مجهودات طبعا اللعيبة يعني انتهت بالتعادل. نروح من اسكندرية نطلع على المقاولين العرب. النهاردة الدور خضع لعيبة فريق الكرة بنادي المقاولين العرب والجهاز الفني بقيادة كابتن عماد النحاس لإجراء المسحة الطبية للكشف عن كورونا، استعدادا طبعا لخوض اول مباراه رسميه بعد عوده الدوري مع سموحه يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله، ده ضمن طبعا منافسات الاسبوع 19 من مسابقه الدوري. ده طبعا قبل السفر كمان لاسكندريه، وطبعا قبل الدخول في المعسكر، معسكر مغلق قبل المباراه بيوم، بيقوم طبعا الكابتن عماد النحاس بالكشف والمسحه النهائيه ان شاء الله، كل الناس تطلع بالف سلامه باذن الله. طيب من تاني يا كابتن هاني، النادي المصري بيطلب من المسؤولين في اتحاد الكورة تأجيل المباراة اللي جاية للفريق مع الإسماعيلي في مسابقة الدوري، كان متحدد ليها أو محدد ليها يوم الجمعة اللي جاي، وده بعد ما تم تأجيل مباراة الفريق امبارح مع حرس الحدود بعد ما ظهر 21 حالة إيجابية بفيروس كورونا قبل المباراة مباشرة. المسؤولين النادي المصري أكدوا إن في اتصالات بأعضاء اللجنة الخماسية في اتحاد الكورة، وإن المساحات الإضافية أظهرت ارتفاع الحالات الإيجابية ل 21، فبالتالي مش هينفع إنه يلعب الفريق مباراة الإسماعيلي علشان مش يعني هيلحق في كل الأحوال أو كل العدد اللي عنده ده إنه لعبته تخف بسرعة في خلال 4 أيام قبل المباراة. صعب جداً ان اللعيبه يكون تم شفائها بشكل كامل، وده بحسب طبعا ما قالوا كمان المسؤولين في المصري لاتحاد الكره. طبعا الموضوع بيزداد صعوبه شويه على النادي المصري، كان في 16 او 18 حاله اصابه، النهارده ارتفع العدد ل 21، والنادي المصري بيطلب تاجيل مباراته امام الاسماعيلي، ونشوف اللجنه الخماسيه هتقول ايه. ده طبعا يعني اللجنة الخماسية باتحاد الكورة اختارت النادي المصري بإجراء كمان مسحة جديدة للكشف عن فيروس كورونا بكرة، يعني بكرة كمان في مسحة استعدادا لمباراة المصري. احنا زي ما احنا قلنا يمكن النادي المصري طلب التأجيل، لكن اتحاد الكورة او اللجنة الخماسية قالت لا لازم يكون في مسحة بكرة. المسحة دي طبعا 48 ساعة قبل المباراة اللي هتكون ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي مع الاسماعيلي، ان شاء الله يعني تكون الامور طيبة وان شاء الله المباراة تقام في ميعادها، لان التأجيلات الكتيرة هتضر طبعا بمواعيد الدوري وانتهاء الدوري وبداية الموسم الجديد. فنتمنى ان شاء الله اولا السلامة للاعبين، ونتمنى طبعا استمرار وتنظيم الدوري بدون طبعا توقفات في الفترة اللي جاية ولا إصابات. دي أهم حاجة. هنروح لاتحاد الكورة ومعانا خبر بيقول أنه محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكورة أكد أنه فكرة إنشاء جائزة نادي المية دي بداية لتكريم نجومنا العظام اللي سطروا أكيد تاريخ الكورة المصرية. من هو على قيد الحياة، من هو توفاهم الله، ترك ذكرى، تاريخ طويل، كل دول من ضمن نادي المية. فضل قال أنه ليس
من ليس له تاريخ وماضي ليس له حاضر ومستقبل، واحنا بنحترم رموزنا كويس وبنقدرهم. وقال انه اللجنه الخماسيه صرحت قبل كده انه جميع اساطيرنا هيتم تكريمهم في حدث يليق بيهم قريب جدا. فضل كمان قال شكرا لاساطيرنا العظام، شكرا لكل من ساهم في صنع تاريخ للرياضه المصريه وخاصه كره القدم. يعني شيء جميل جدا، يعني اللجنة الخماسية بصراحة في الفترة الأخيرة بتقوم بدور جيد جدا، بداية من زي ما احنا قلنا هنا في البيت الكبير الكرة الموحدة للدوري المصري، الزي الموحد للحكام، دلوقتي كمان وصل الكوميونيكيشن السماعات اللي واصلة على أعلى مستوى بالنسبة للحكام، دخول الفار، كل دوت أعتقد كل ده في صالح طبعا الكرة المصرية. وانت عارفة طبعا يسهام ان كمان الاحتفال بالنادي المئوي دي حاجة تشرف وحاجة كمان تحفز اللعيبة، أسماء كبيرة جدا 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 يعني في على سبيل المثال يعني هقول لكم طبعا بداية من الكابتن حسن الشاذلي أحرز 173 هدف، كابتن حسام حسن 168 هدف، الكابتن السيد الدزوي 127 هدف، كابتن مصطفى رياض 122 هدف، كابتن محمود الخطيب 109 هدف، كابتن أحمد الكاس 107 هدف، وأخيرا ويمكن ده في خلال المباراة اللي فاتت والهاتريك اللي عمله عبد الله السعيد وصل ل 107 هدف، كابتن محمد أبو تريكة ب 106 هدف، والكابتن جمال عبد الحميد ب 101 هدف. كل دوت يعني في إطار إن كمان تحفيز للعيبة، وإن إحنا نادي المئة بيبقى على المستوى التهديفي وكمان على المستوى الدولي، اللعيبة اللي عدت حاجز المئة مع منتخباتها لازم يكون كمان ليها تكريم عشان طبعا تحفيز الأجيال الصغيرة إن اللي بيعمل مجهود وبيقدم خدمة لبلده وإن هو بيتعب عشان بلده أكيد بلده هتقف جنبه وهتكرمه. في خبر تاني من الجبلاية بيقول إن قرر المسؤولين في اللجنة الخماسية باتحاد الكرة وضع بند في اللائحة الجديدة اللي بيتم إعدادها إن شاء الله حاليا بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، يمنح المرشحين للانتخابات اللي جاية إن شاء الله لمدة 70 يوم. 70 يوم دي مدة حد أقصى لعمل الدعاية والانتخابية والقيام بالجولات الزيارة للأندية وشرح البرنامج الانتخابي قبل دخول مرحلة الصمت الانتخابي. ده طبعا لمنع التأثير على الأعضاء قبل التصويت في الانتخابات. أكد كمان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن في تنسيق قوي جدا بين الوزارة والاتحاد الدولي اللي هو الفيفا، ومعاهم طبعا اللجنة الخماسية بشأن انتخابات اتحاد الكرة اللي جاية بإذن الله. نتمنى إن شاء الله أن الأمور تكون هادية، نتمنى الفترة اللي جاية كمان للجنة الخماسية تمدي لها 3 شهور، أعتقد دي فترة جيدة جدا لالتقاط الأنفاس وعودة كمان النظام في المسابقة الدوري، ونشوف إن شاء الله الانتخابات القادمة تنتهي على خير إن شاء الله وكله صالح الكرة المصرية. نتمنى إن شاء الله الاتحاد القادم بإذن الله يعمل للكرة المصرية وصالح الكرة المصرية. في ملفات كتيرة جدا جدا منتظرة لاتحاد الكرة الفترة اللي جاية، يعني حاجات كتيرة جدا جدا على رأسها طبعا المنتخب مصر ومنتخبات كابتن شوقي غريب والمنتخب الأولمبي، كابتن ربيع ياسين والمنتخب الشباب المنتخب الأول وكابتن حسام البدري، كلها هتكون انتخابات قوية جدا طبيعي، وهتترشح أسماء أفتكر رنانة جدا وليها شعبية داخل يعني أعضاء الجمعية العمومية، وعلى فكرة مش هممنا هنا مين اللي يكسب مين اللي يخسر مين اللي يجي مين اللي يمشي، أهمنا حاجة أنه حال الكرة المصرية يكون في وضع أحسن وتحسن لصالح الجميع يعني. ده إن شاء الله، وإحنا كمان دايما بنتكلم أن البلد كمان البلد بتتطور، إحنا شايفين تطور على جميع المستويات. النهاردة كان في انتخابات مجلس الشيوخ، التطور على مستوى المشاريع، التطور على مستوى النادي الأهلي بيطور بشكل كبير. إن شاء الله بإذن الله انتخابات القادمة تسفر عن مجلس إدارة محترم إن شاء الله يطور كمان من الكرة المصرية يا رب إن شاء الله. إن شاء الله. إحنا قبل ما نروح للأخبار العالمية هنروح نشوف تقرير مهم جدا جدا هو ما يعرفش عنه حاجة، هنروح نشوفه ونرجع نكمل كلام. يحمل شهر أغسطس حدثا كبيرا في تاريخ المحترفين المصريين بالدوريات الأوروبية الكبرى على مر التاريخ، حيث شهد تحقيق هاني رمزي
نجم مصر والنادي الأهلي للقب السوبر الألماني في أول ظهور له مع فريقه فيردر بريمن بالفوز على بايرن ميونخ عملاق الكرة الألمانية بنتيجة 3-1 يوم 7 أغسطس عام 1994، وهي البطولة الأولى للاعب مصري محترف بأحد فرق الدوريات الخمس الكبرى. تألق هاني رمزي أمام القوة الضاربة لبايرن ميونخ والتي اعتمد فيها المدرب الإيطالي الشهير جيوفاني تراباتوني على الثلاثي لوثر ماتيوس وجان بيير بابان وألان سوتر، ولكن المدافع المصري الأهلوي استطاع تقديم نفسه للكرة الألمانية في أفضل صورة وبتحقيق أول بطولة. وهذه كرة هاني رمزي، يا هاني يا عيني عليك يا هاني، هاني رمزي يفعلها، وأيضا البسمة يهديها لجماهير كايزر سلاوترن. قدم عربية مصرية خالصة 100%، هاني رمزي، الله الله عليك يا هاني يا رمزي. هاني رمزي الذي سجل اسمه في تاريخ الكرة الأوروبية كأول لاعب مصري يشارك في الأدوار المتقدمة لبطولة دوري أبطال أوروبا مع كايزر سلاوترن عام 1998، يظل عميد اللاعبين المصريين المحترفين ب15 عاما من العطاء المتواصل. بدأت في سويسرا مع نيوشاتل زاماكس عام 1990 واستمرت حتى العام 2005 في البوندسليغا. طبعا هو فعلا ما يعرفش حاجة عن التقرير ده، فعلا والله العظيم، وده يعني احنا حبينا ان احنا نعمل التقرير ده لانه زي اليومين دول في اغسطس، مش هقول من كام سنة، كان كابتن هاني بيلعب مباراة مهمة جدا، وكان اول محترف مصري يتوج ببطولة مع احد اندية دوريات توب 5، ويعني عمل مباراة يعني كبيرة جدا في اول ظهور لي بقميصه في فيردر بريمن. طبعا انا بشكر طبعا يمكن عمر البنوبي وحاتم الشربيني، بشكرهم هم اللي عملوا المفاجاه ديت. هم قابلوا لي قبل الهوا بيقولوا لي محضرين لك حاجه كويسه. طبعا انا سمعت بيقول لك كده، وكنت شاورت له بس ما شافنيش. ما كنتش اعرف، لكن طبعا بشكرهم، تقرير رائع، وزي ما شفنا ده ذكريات جميله. و يعني إيه في اول لا طبعا بالنسبه لي كان مباراه مهمه جدا، لان دي كان اول مباراه ليا مع فيردا بريمين. كنت انتقلت من نيوشاتل السويسري بعد رحله 4 سنين من 90 ل 94. سنه 94 كان نادي فيردا بريمين كان واخد بطوله الكاس، ونادي بايرن ميونخ كان البطل، بطل الدوري. دي مباراه السوبر اللي بتتلعب قبل بدايه البوندسليغا باسبوع، وكان طبعا اول مباراه رسميه بالنسبه لي، وكان الموضوع بنلعب على استاد الاولمبيك ستاديوم امام بايرن، معظم النجوم الكبار لوتا ماتيوس وكل النجوم واوليفا كان وبابان، وانا كان بالنسبه لي اول مباراه، فكنت كمان عايز اثبت وجودي، والحمد لله عملت مباراه كبيره جدا جدا وفزنا بالمباراه 3-1، وكانت اول بطوله فعلا ليا في المانيا، ومنها يعني خدت الثقه، وكمان الجماهير والمدربين والمدرب واللعيب كمان عرفوا ان انا ان شاء الله باذن الله هبقى على قد المسؤوليه. فانا تاني بشكر طبعا عمر البنوبي وحاتم الشربين على التقرير الرائع ده، ميرسي، شكرا لك. لا حاجه يعني، شكرا. في حقك يعني يا كابتن هاني والله. شكرا. هنروح للاخبار العالميه، واول خبر معانا في الاخبار العالميه بيقول انه الارجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونه بعث برساله ايجابيه لجماهير البارسا قبل مواجهه البايرن يوم الجمعه اللي جاي في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا. ميسي كان زي ما احنا عارفين تعرض لضربه في رجله الشمال، كنا قلنا الخبر ده خلال مباراة نابولي في ثمن النهائي السبت اللي فات، وده حرمه من انه يشارك في التدريبات الجماعية في الايام اللي فاتت وفقا لاحدى الصحف الاسبانية. فالنهاردة ميسي شارك في المران الجماعي وظهر بشكل رائع الحقيقة، ويطمن قبل ما يقابل البايرن. صحيفة كمان قالت انه ميسي وضع ضمادة يعني على كاحله خلال مشاركته في التدريبات النهاردة كإجراء احترازي، وقالت الصحيفة أنه سامويل أومتيني واصل الغياب من التدريبات، ومن ثم تم استبعاد تواجده أمام البايرن إن شاء الله.
تمام. الخبر يمكن الناس كمان يمكن سعيده بيه، طبعا عشاق البارسا طبعا انا واحد منهم، عندنا مباراه كبيره جدا امام البايرن، مباراه كبيره جدا جدا جدا. كان طبعا عثمان ديمبلي من اللعيبه المميزه، ولكن كان عنده فتره اصابه طويله جدا، يمكن بدا من اسبوعين او ثلاثه يتعافى مره ثانيه، وديمبلي بدا في الظهور في التدريبات. يعني عثمان ديمبلي من اللعيبه المميزه جدا بدا الدخول في المران الجماعي. قالت صحيفه الاسبانيه ان كل شيء حتى الان يدل على سفر ديمبلي مع برشلونه لمدينه لشبونه، وقالت كمان ان قائمه برشلونه المغادره ان شاء الله الى البرتغال هيتم الاعلان عنها بعد مران الفريق بكره ان شاء الله باذن الله. باذن الله. طيب احنا عندنا خبر من فرنسا، وفرنسا علشان طبعا الايام اللي جايه ديت في استعدادات لفريق باريس سان جيرمان قبل ما يواجه اتلانتا الايطالي بكره ان شاء الله في دور الثمانيه لدوري ابطال اوروبا. الخبر بيقول انه صحيفه لوكيب الفرنسيه قالت انه توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان ممكن يضطر انه يغير خطته المعتاده من 4-3-3 ل 4-4-2 علشان يعوض الغيابات الهجوميه في صفوف فريقه. صحيفه لوكيب كمان قالت ان توخيل هيوظف نيمار في مركز صانع الالعاب، وبكده هيكون امبابي ضمن مكان او ضمن مكان ليه على دكه البدلاء. لوكيب كمان قالت انه في ظل قله الخيارات النهارده الهجوميه لغياب انخيل دي ماريا ده بسبب طبعا الإيقاف، ممكن يكون في تعاون من نيمار هجوميا طبعا في مباراة بكرة إن شاء الله، مباراة هامة جدا. طبعا يعني في مباراة كبيرة جدا. يمكن قالت الصحيفة لو باريزيا أن فريق الباريسي باريس سان جيرمان ممكن يلعب بطريقة 4-3-1-2. هي 4-3-1-2 هي 4-3-3 لكن بشكل آخر، هو بيعتمد على يمكن العمق أكتر شوية. لو 4-3-3 بيكون زي ليفربول ما بيلعب، بيعتمد في الجزء الهجومي على الجناحين بشكل آخر، لكن طبعا يعني كلها أمور تكتيكية بيروح بيها باريس سان جيرمان لمباراة مهمة جدا جدا. ويبقى الشغل الشاغل لتوخيل طبعا المدرب الألماني للبي اس جي، تحديد الأنسب لتعويض غياب لاعب الوسط الإيطالي طبعا ماركو فيراتي. ماركو فيراتي بيغيب، أوضح المدرب الألماني اللي بيميل أكتر إلى يعني أندري هيريرا ده لاعب وسط ملعب من الأرجنتين، يعني بيميل أنه هو إن شاء الله ممكن يشارك في وسط الملعب في المباراة القادمة. والصحفتين في فرنسا أعلنوا أن التشكيل بتاع باريس سان جيرمان امام اتلانتا مش هيخرج عن طبعا نافاز، تيليو كيير، تياجو سيلفا، كيمبيبي، واخوان بيرنات، وهيريرا، بارديس، وماركينيز، وجايي، ونيمار، وكمان ساربيا واكاردي. ده اعتقد التشكيل اللي بيخش بيه الفريق الباريسي باريس سان جيرمان في مباراه قويه جدا جدا في دور الثمانيه في الشامبيونز ليج بكره ان شاء الله. كمان صحيفه ذا سان البريطانيه النهارده اعلنت عن تطور جديد بشان الميركاتو الصيفي لميلان. الصحيفه وفقا لها انه تشيلسي وافق على تخفيض سعر لاعبه الفرنسي تيموي باكايوكو ل 20 مليون استرليني. الصحيفه كمان اشارت الى انه تشيلسي دفع 40 مليون استرليني علشان يضم باكايوكو في، لكنه بيسعى للتخلص منه في الصيف ده، والموافقه على انتقاله لميلان. فعلا باكايوكو لعيب فرنسي، لعيب بيلعب دلوقتي في الميلان، لعيب طويل بيلعب في وسط الملعب تقريبا 190 سنتي، لعيب كويس جدا. ده كان بدايته في رين الفرنسي، وراح من رين الفرنسي لعب في موناكو، ومن موناكو انتقل الى تشيلسي ب 7 مليون يورو. طبعا تشيلسي يعني اعارته للميلان، والميلان كان وتشيلسي كان طالب مبلغ كبير جدا جدا، اعارته للميلان قعد سنه بنيه البيع، وكانت عارضه حوالي 32 مليون يورو للبيع النهائي. لكن ميلان قالت بعد انتهاء الإعارة عرضت على تشيلسي ان هم ممكن جدا يتواصل لسنة كمان بنية البيع بمبلغ 13.5 مليون يورو، او يوصل ل 13 مليون باوند انجلش باوند، وده طبعا رقم
اقل كتير من اللي انتقل بيه من موناكو الى تشيلسي. تشيلسي دفعت 40 مليون باوند لانتقاله من موناكو، لكن دلوقتي اعتقد السعر، واللاعب كمان وافق، يعني اللاعب كمان قال انه ممكن جدا جدا ان ينزل من عقده علشان يستمر مع الميلان في الموسم القادم. طيب نروح بقى للفقره المعتاده كابتن هاني، والجمهور خلاص يعني يمكن اتعودنا على انه كل حلقه في البيت الكبير لازم يكون معانا اسطوره. النهارده هنتكلم عن اسطوره جديده، هو نجم مميز الحقيقه جدا، سواء وهو لاعب سواء وهو رئيس للقلعه الحمراء، هو وزير الدفاع الكابتن حسن حمدي. كابتن حسن حمدي أسطورة رائعة من أساطير الأهلي، ارتبط حسن حمدي بالنادي الأهلي في علاقة قوية ووثيقة على مدار 50 سنة تقريبا، من ساعة ما بدأ لاعب في صفوف الفريق إلى أن أصبح رئيسا للنادي. حقق يمكن المارد الأحمر في عصره أكبر وأهم الإنجازات عبر تاريخه على كافة الأصعدة محليا وقاريا وأيضا دوليا. هنشوف التقرير ده وبعد الفاصل نستقبل معتز إينو. تفضل. ياردة اللاعب يقدر يلعب فيهم الكورنر، طالع حسن حمدي بيطلع من ايده، الرابعه قدام، انما مش تايبه حسن حمدي. الباك الشمال ترجع تاني لحسن حمدي ويمشي حسن ويرجع ورا، قيادي مهاري متمرس ومخضرم، مدافع صلد، لاعب وإداري لا يشق له غبار، رفع القلعة الحمراء في عهده لعنان السماء كأحد أكثر أندية العالم حصاداً للألقاب والبطولات، رئيس النادي الأهلي السابق وأحد أساطيره على مر التاريخ حسن حمدي. والرابعة قدام، انما مش تايبه حسن حمدي، حسن حمدي بيلعبها حلوه ويديها لشريف مدكور. ولد حسن حمدي في 2 أغسطس 1949 وانضم لفريق الناشئين بالنادي الاهلي تحت 14 عاما عام 1962، ثم تدرج حتى التحق بصفوف الفريق الاول. وفي موسم عام 1971-1972 لعب مباراته الأولى بقميص الفريق الأول، وكانت أمام دمياط، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 5-2. وخلال 6 مواسم في صفوف الفريق الأول خاض حسن حمدي 107 مباراة مع النادي الأهلي، وتألق بشكل لافت تحت قيادة المدير الفني المجري هيدي كوتي، ونال لقب وزير الدفاع حيث كان لاعبا أساسيا في تشكيلة الأهلي وسط جيل من النجوم ضم لاعبين من العيار الثقيل مثل فتحي مبروك وإكرامي ومحمود الخطيب ومصطفى عبده وشطة وغيرهم. وفي ظل هذا التألق بات حسن حمدي لاعبا أساسيا في منتخب مصر الأول خلال الفترة من عام 1969 وحتى عام 1978، وشارك معه في كأس الأمم الإفريقية عام 1976، لكن الإصابة أجبرته على الاعتزال مبكرا في سن 28. 12 ياردة اللاعب يقدر يلعب فيهم الكورنر، طالع حسن حمدي بيطلع من إيده ويدي إبراهيم عبد الصمد، وإبراهيم عبد الصمد بيحل عليه، الباك الشمال ترجع تاني لحسن حمدي ويمشي حسن ويرجع ورا الى عصام. بعد الاعتزال اتجه حسن حمدي للعمل الاداري الذي استهواه اكثر من التدريب، فتولى منصب مدير الكره بالاهلي خلال الفتره من 1979 وحتى عام 1984، ثم واصل الرحله الاداريه ودخل مجلس اداره النادي، وكان نائبا للرئيس الأسطوري الراحل صالح سليم خلال الفترة من 2000 وحتى 2002، إلى أن تولى رئاسة القلعة الحمراء لمدة 12 عاما من عام 2002 وحتى عام 2014. وعلى مقعد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، حيث كان ترتيب حسن حمدي 13
في قائمة الأساطير من رؤساء القلعة الحمراء حقق الأهلي 29 بطولة من خلال الفوز بالدوري الممتاز 9 مرات وكأس مصر 3 مرات والسوبر المصري 7 مرات ودوري أبطال إفريقيا 5 مرات وكأس السوبر الإفريقي 5 مرات. كما شارك الأهلي في عهده بكأس العالم للأندية أكثر من مرة وتوج بالميدالية البرونزية عام 2006. عشر ياردة اللاعب يقدر يلعب فيهم الكورنر. طالع حسن حمدي بيطلع من إيده. الرابعة قدام. إنما مش دايبه حسن حمدي. الباك الشمال ترجع تاني لحسن حمدي. ويمشي حسن ويرجع ورا. في أول فقراتنا الحوارية النهاردة هتكون مع واحد من اللعيبة أصحاب الدم الخفيف، فبالرغم من أنه ما احترفش في أوروبا بس ليه لقب كده ما بين يعني بعض لعيبة الأهلي بالذات كانوا مسمينه له يعني، فكانوا بيطلقوا عليه ميسي، مش كده كابتن؟ كانوا بيقولوا عليك ميسي صح؟ ده ولا ده كان بهزار علشان بس نفهم؟ اصل اكيد مش هبقى زي ميسي في الكوره. اهلا بيك يا معتز. اهلا بيك، شرفنا النهارده في البيت الكبير. وزي ما قلنا في المقدمه من اللعيبه المميزه جدا على مستوى الاداء الرجولي على مستوى البطولات. احنا طبعا عندنا كلام كتير ودايما في البيت الكبير احنا يعني بنبدا بداياتنا، لكن خلينا نتكلم كمان على كواليس. اعتقد عندك كواليس كبيرة جدا جدا هنتكلم معاك فيها بشكل كبير، لكن برضو عشان نعرف الناس والسادة المشاهدين معتز دقين وبدأ ازاي كرة القدم. طبعا قبل اي حاجة انا شرف ليا انا موجود معاكم طبعا، وانت عارف حضرتك انا بعز حضرتك ازاي، وشرف ليا طبعا اللي احنا موجودين في قناتنا الكبيرة قناة النادي الاهلي، ده بيتنا الكبير. البداية طبعا الناس كلها يمكن انا قلت اكتر من مرة في اكتر من مكان، انا من حلوان ومواليد جنب حسام ابراهيم. ايوه احنا بلد واحد، كابتن حسام وكابتن ابراهيم وكابتن محمود ابو الدهب كله بقى، كابتن ايهاب الخطيب ما تنساش كله كابتن ايهاب. فزي اي حد طبعا بدات في البدايه لعب الشارع والانديه الصغيره وكده لغايه ما لعبت في نادي حلوان العام اول سنه ليا خالص، وبعدين بعدها رحت الزمالك اختبارات. كان عندك كم سنه في الزمالك؟ كان عندي 16 سنه اول ما رحت الاختبارات في نادي الزمالك، واختاروني ساعتها كابتن بدر حداد الله يرحمه وكابتن هشام يكن، وربنا كرم بقى لعبت سنتين في الناشئين وبعدين لغايه ما طلعت الفريق الاول ما شاء الله، وبعد كده من الزمالك بقى رحت الاهلي. اكيد كابتن اينو الكبير رحمه الله عليه كان ليه اثر بقى في حبك او عشقك للكوره وتحديدا للنادي الاهلي. اكيد طبعا. كان عمل معاك ايه في الفتره دي، في الفتره اللي قبل حتى ما تدخل فيها اختبارات نادي الزمالك؟ بصي هو يمكن بابا الله يرحمه كان الناس كلها بتتنبأ من صغري يعني اللي انا هبقى لعيب كويس فعلا، فكان انت عارف حضرتك بقى يعني انت بينك وبين نفسك كنت يعني كنت مطلع. بتفكر انا كنت دايما بشوف اللعيبه الكبار والناس مثلا بتصور معاهم في الشارع، كان نفسي ان انا ابقى لعيب مشهور زي الناس دي. كان كابتن حسام طبعا وحسام ابراهيم كانوا لسه موجودين قاعدين، كانوا موجودين فانا كنت بشوفهم بقى بشوف بقى الناس بقى بتتعامل ازاي معاهم في الشارع وكده، فانا كنت يعني على امل ان انا ربنا يكرمني في يوم من الايام يعني، فانا كنت بسعى لدي، فلما ربنا كرم ووصلت لها فاكيد ده بتبقى طبعا حاجه كويسه يعني اللي انا كنت بتمناه حصل يعني كنت شايف حلمك قدامك مش زي ناس كتير ما كانش الموضوع في دماغهم او رحت اختبارات وربنا كرمك، انت عشان كنت بتشوف نجوم كبار اتاثرت كمان مش بس طبعًا. والدك لا 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 مش بس بابا لا بس انا من اللي انا كنت بشوفه مع الناس، وهنا في مصر الكره يعني هي اللعبه الاولى او دي اللي الناس كلها بتركز معاها، اللعبه الشعبيه الاولى في مصر. فمع احترامي طبعا لكل الالعاب لكن الكره هي اللي يعني بتعمل لك زي قيمه كده او حاجه في وسط الناس، فلما انا خدت القرار ومشيت في الموضوع. بس التفكير في فترتك يا كابتن معتز كان دايما الفكر رايح فكر اولياء الامور ان انت تخلص مدرسه وتخلص دراسه وكره ايه يا ابني ركز في الدراسه يا ابني. لا بس مش بس لا زمان بس انت كنت انت قبليك بشويه قبليك بشويه كان ماشي. ساعتها الكوره لا ولازم الدراسه لكن دلوقتي كل اولياء الامور تتمنى. لا يعني انت العيله نفسها يعني طبعا والدك هو طبعا عشان بابا طبعا طبعا فاحنا من لا بتكلم يعني على يعني العيله بقيه العيله كانوا
كانوا بيشجعوك انك تلعب كره ولا كله كان خلاص مشجع انك هي بتبقى كمان لما بيكون حد كبير يعني طبعا في البيت وكده فبتبقى خلاص بيبقى عايزين ايه المسيره تفضل ايه تتوالى. والمدرسه كنت شقي شكلك كنت شقي كنت شقي كنت شاطر انا لا ما كنتش شاطر صح لا ما كنت ابقى كداب لو قلت شاطر بجد والله والله ما كنتش شاطر كفايه انه شاطر في الكوره ابقى شاطر في الكوره وفي الدراسه يبقى صح الاثنين في واحد ما ينفعش لا انا كنت مركز في الكوره قوي لكن كنت عادي بخش امتحاناتي عادي انا بكالوريوس تجاره ما شاء الله فلكن خدت شهاده كمل لنا رحله برضو بعد يعني نادي الزمالك وبعدين رحت النادي رحت النادي الاهلي دخولك النادي الاهلي مش ازاي ما فيش يمكن اول ما المفاوضات بدات مع الكابتن عادل القيعي ولما كلم بابا طبعا النادي الاهلي كان الفتره دي متسيد طبعا البطولات وكان ماشي كويس واي حد يتمنى يلعب في النادي الاهلي فلما جاني الفرصه لا ما فكرتش طبعا شرف ليا ان انا العب في النادي الاهلي وانا كمان كنت مطلوب كان مستر مانو جوزيه هو اللي طالبني كنت انا لسه صغير كان جات لك ازاي بقى فتره النادي الاهلي هو هو اللي طلبني بالاسم بالاسم مانويل جوزيه قال انا عايز معتزل فانا كنت ساعتها كمان ماشي في الزمالك السنه اللي قبل ما امشي فيها على طول كنت ماشي كويس ورحت منتخب مصر 2006 بطوله كاس مع كابتن حسن كنت موجود ما شاركتش بس كنت موجود في القائمه معاهم والسنه دي كنت بجيب جوان كتيره جدا وكنت ماشي كويس وكان سني صغير وبشوف من بعيد فكان الحمد لله كان ربنا كرمني الفتره دي فلما مستر مانويل بص قال لا ده يخدمني يعني قدام يعني تعرف دايما النادي الاهلي كابتن بيفكر بيبص لقدام بيبص طبعا لما العيب يبقى سنه صغير وماشي بشكل كويس كان عندك كام سنه اينو ساعتها انا رحت النادي الاهلي 2007 مش متذكر بقى كان عندي سنه طويله انا دلوقتي 35 فمش عارف بس طب نحسبها ونقول لك فرحت طب ما نشوف التقرير بالظبط نعرف سنك هو اللي يقول لنا نعرف سنك من التقرير اتفضل عبر تسديداته القوية على المرمى وأدائه الرجولي في وسط الملعب وانتمائه للكيان منذ اليوم الأول زرع حبه في قلوب جماهير القلعة الحمراء واكتسب ثقتهم في المباريات الكبيرة إنه نجم النادي الأهلي السابق المعتز بالله إينو لم يكن المعتز غريباً على كرة القدم فهو ابن نجم الكرة المصرية السابق إينو الكبير أحد أبرز نجوم النادي المصري في عصره الذهبي ومنه عشق المعتز كرة القدم وتعلم مبادئها ولد المعتز بالله إينو في 8 أغسطس عام 1984 ولعب خلال مشواره لعدد من الأندية لكنه كتب السطر الأهم من مسيرته داخل النادي الأهلي تألق المعتز بالله إينو في مركز لاعب الوسط المدافع وامتاز خلال مشواره الكروي بتسديداته القوية التي كانت تعرف الشباك جيداً ورغم الأندية الكثيرة التي لعب لها إلا أنه أكد مراراً وتكراراً أنه أهلاوي حتى النخاع وأنه لم يعرف طريق الانتصارات والألقاب إلا بين جدران القلعة الحمراء منذ انتقاله لصفوف النادي الأهلي في عام 2007 وعلى مدار 5 مواسم كان المعتز بالله إينو عنصراً مهماً دائماً في مباريات المارد الأحمر وفاز مع الفريق 14 بطولة منها لقب الدوري الممتاز في المواسم 5 كلها ولذا دائما ما يردد اللاعب أن فترة تواجده في القلعة الحمراء كانت الأهم في مشواره مع كرة القدم عقب اعتزاله اتجه إينو للعمل في مجال التدريب وبدأ مشواره من بيته الكبير حيث يعمل حاليا بقطاع الناشئين بالنادي الأهلي من أجل اكتساب الخبرات اللازمة لتحقيق حلمه في أن يصبح مدربا كبيرا اهلا بحضراتكم مره تانية ومعانا الكابتن معتز إينو معتز انت قلت ان الاختيار الاول لمانويل جوزيه كان عليك واحنا عارفين طبعا من خلال اللعيبه من خلال مشوار جوزيه في النادي الاهلي انه كان شخصيه خاصه جدا وكاركتر خاص جدا عايز اعرف الحوار انت اول ما اتنقلت للنادي الاهلي عايز اعرف الحوار اللي دار بينك وبين مانويل جوزيه هو كابتن اي لعيب جديد لازم هو بياخده أول تمرين أول ما أنت بتخش النادي الأهلي أول تدريب لازم هو بيجتمع بيك فأول ما أنا رحت كنت ساعتها لسه مخلص البطولة الأفريقية وكان معايا ساعتها أنا ما كنتش غريب عليهم يعني كان معايا شوقي وحسن مصطفى واللعيبة كلها ومتعب فما كنتش غريب عليهم يعني فلما دخلت أول يوم قالوا لي تعالى قبل التمرين مستر مانويل عايزك فدخلت لقيت الجهاز كله كابتن حسام بدري وكابتن علاء ميهوب وكل الناس قاعدة وكابتن أحمد ناجي
فالراجل قال لي انا طلبتك بالاسم وانت لعيب كويس واحنا متابعينك، يعني بيديني الثقه. اوكي. وان شاء الله هتبقى اضافه لينا وهتبقى عند حسن ظننا. فانا برضو قلت له، كان المترجم قاعد، قلت له اتمنى طبعا ان انا اكون عند حسن الظن، وده شرف ليا اللي انت تختارني، وشرف ليا اللي انا العب في النادي الاهلي. فدي كانت البدايه. فرحب بيا بقى، نزلنا التمرين رحب بيا في وسط اللعيبه كلها. واول ما دخلت، دخلت في التشكيل الاساسي، كان اول مباراه كنا داخلين على السوبر مع الاسماعيلي قبل الدوري، فالسوبر ده قبل الدوري باسبوع تقريبا. دي كانت اول مباراه راح ملعبني انا. كنت جاي جاهز عشان كنت لسه مخلص، كنت مخلص المنتخب. فكنت جاي راح مديني على طول اول مباراه مع الاسماعيلي، كسبنا ساعتها السوبر مع الاسماعيلي. مين كان بيلعب جنبك ساعتها؟ كنت انت في وسط الملعب؟ انا وحسام عاشور. انت وحسام. انا كنت دايما الخمس سنين انا قعدتهم، انا قعدت خمس سنين في النادي الاهلي واخد 14 بطوله ما شاء الله الحمد لله. فالخمس سنين كنت اكتريت وقت، يعني لعبت جنب شوقي شويه ولعبت جنب انيس بوجلبان شويه وعاشور. انيس برده كان لعيب كويس. طبعا. كان لعيب. وحسام غالي لما رجع من الصفا. بعد ما رجع. بعد ما رجع لعبت جنبه شويه، بس الاكتريه كنت بلعب جنب عاشور. يعني انت وعاشور يعتبر دويت، كنا في اوضه. طب كمان كويس. خمس سنين اوضه. طب انت اول مباراه ليك مع الزمالك وانت بقى في النادي الاهلي، اول مباراه ليك كمان جبت جون صح؟ وبيقولوا عليه هدف صاروخي يعني. افتكر صح؟ كانت كواليس ولي. الكواليس انت مش عارفها ولا كواليس عارفة ولا. لا شفته قبل ما ادخل طبعا. ما لازم ما شفتوش ساعتها نذاكر الضيوف كويس. ما شفتوش ساعتها؟ مش عارفه كنت فين ساعتها. طيب يعني مش عارف بجد. طيب مش فاكره. انت الهدف ده كمان اكيد ليه ذكرى عند المعتز بالله. بصي انا كمان الهدف ده بالنسبه لي كنت اي لعيب بيجي من الزمالك الاهلي او من الاهلي الزمالك بتبقى الموضوع فيه حساسيه شويه يا كابتن، عشان ده طبعا النادي المنافس ليه اكيد. فانا اول ما نزلت الملعب تعرضت شويه لهجوم شويه من الجماهير. من الجماهير. وده طبيعي. بس ده طبيعي. وكان طبيعي. مستر مانويل ساعتها يعني اتكلم معايا في الموضوع. قال لك بقى يعني قبل الماتش بيقول لك ما تردش هتنزل هتلاقي كذا وكذا خالص. وكذا قال لي حط قطن في ودانك كده بالظبط في المحاضره. قال لي انت هتعمل حسابك، انت هيحصل معاك كذا كذا كذا. فولا كنا جمهور النادي الاهلي بقى بعد ما جمهور الزمالك يعني خدت طريحه على كويس. فجمهور النادي الاهلي رد بقى بيرجع لي الثقه تاني. وانا كنت ساعتها الفتره دي كمان كنت مصاب، يعني اتصبت اول ما جيت. فلما رجعت ما بداتش المباراه دي، كان مستر مانويل معدني على الدكه. مباراه الزمالك. مباراه الزمالك دي بتاعه السوبر ده كمان. كنت السوبر. كنت راجع من اصابه فقعدت احتياطي. فقعدت احتياطي. فاداني في اخر حوالي 10 دقائق كسبنا ساعتها. كابتن احمد حسن جاب جون وانا جبت الجون الثاني اللي هو جون المكسب ده. وكان جون الحمد لله كان جون جميل يعني وشكله حلو. واي حد بيجيب جون في ماتشات القمه هو دي اللي بتفضل في الاذان عند الجمهور زي يعني صحيح. دلوقتي وانا ماشي الناس كلها فاكره اللي جون الزمالك بتاع اينو، الناس بتتذكره لحد دلوقتي. لا هي طبعا مباراه الاهلي والزمالك من زمان كان كمان كانت بتبقى فرصه لل يعني احنا كمان على مستوى الناشئين لما بنطلع ولد طالع عنده 18 سنه 19 سنه ويبدا يلعب مباراه الاهلي والزمالك دايما بتقول لك مولد نجم جديد. دايما التوقع ان مباراه الاهلي والزمالك بتصنع نجوم. الوضع مختلف بالنسبه لك شويه لان كان الوضع حساس انك جاي من نادي الزمالك ومباراه مهمه جدا طبعا طبيعي ان الجماهير انت كان عندك شعور انك في شعورين يعني انا لو مكانك احس ان انا طبيعي جدا ان انا هقابل التحدي دوت من الجماهير نادي الزمالك ان انا حاسس بوجودي اكتر. في جزء تاني ممكن يبقى اللعيب عنده عدم ثقه شويه وعنده خوف شويه فيأثر على ادائه يعني. قول لي احساسك كنت نازل ملعب واحساسك بعد ما جبت الجول. هي حته الثقه والخوف دي الحمد لله ما كانتش عندي عشان انا يعني وانا في الزمالك برضو بدايه وانا صغير اول ما اتصعدت اول مباراه ليا كانت ضد النادي الاهلي فانا بدات كبير يعني انا بدات دخلت ايه يعني خدت الخط فانا خلاص من زمان وانا متعود على ماتشات القمه يعني انا مثلا ما كنتش احب العب مثلا اي مباراه تانية لا انا احب العب ماتشات الزمالك والعب ماتشات الاهلي سواء هنا او هنا فالماتشات الكبيره دي زي ما حضرتك بتقول بتصنع النجوم وبيبقى فيها طبعا اقبال جماهيري كتير وغير في مصر بس يعني الوطن العربي كله فحتى اي واحد بيجيب جون بيعمل حاجه هي دي اللي بتفضل في الاذهان فانا حته الثقه دي الحمد لله كانت عندي انا ما كنتش بس الجماهير كان في وقتها تخض ما تخض وانت طبعا نازل الملعب ومباراه ومواجهه قويه بس برضه بس انا واثق اللي كان جمهور الاهلي كان واقف في ظهري يعني عشان هو اللي كان دايما بيديني الثقه هو اللي بيشجعني انا تعرضت بس للضغوط يعني من ناحيه الزمالك من جمهور الزمالك عشان ده امر طبيعي اللي انا كنت لسه سايبهم وماشي فكان امر طبيعي زي ما الخواجه قال لي في المحاضره فانا كنت عامل حسابي اللي هو هيحصل كده بس دخلت قلوب الاهلاويه بسرعه بعد الماتش ده خاصه انت سجلت جول يعني الحمد لله.
بس هم كده كده بيحبوني. مش عشان الجول. لا بس انت برضو يعني انت لعبت مباراه قلنا مهمه وكانت قدام الزمالك وعملت فيها يعني عملت فيها شغل كويس, فده برضو يعني انا لما جبت الجول لو حضرتك شوفوا انا كنت بجري, انا مش عارف اروح, كنت طالع من الاستاد. جابوك من البيت. لو احمد السيد, احمد السيد هو اللي مسكني عشان كده هتجينا احمد السيد ان شاء الله بالفقره اللي جايه. احمد السيد هو اللي هو اول واحد انا نطيت عليه. لا بس اكيد ليه اثر ايجابي يعني, طبيعي ان جماهير النادي الاهلي كانت بتحبك, لعبت منتخب مصر, ساعدك كمان على فكره انك تخش, كان معاك شوقي ومتعب في المنتخب, فده كمان اعتقد ساعدك كمان انك تخش بسهوله الفريق. كانت ساعتها كمان في يعني الفتره اللي انا كنت ماشي فيها دي كانت المفاوضات كانت شغاله, فانا كنت ايه عارف هو كان عقدك انتهى اينو. لا انا كان فاضل لي لسه 6 شهور في الزمالك. اوكي. وبعدين انا مضيت خلصت في الاهلي. والزمالك كانوا ساعتها لما عرفوا قعدوا معايا كان من حقك يعني قبل عقدك بست شهور ممكن تمضي يعني. ساعتها بقى اتقال اينو مضى في وقت غير قانوني وكده, لكن انا كنت ماضي في وقت قانوني, وساعتها اتعرض عليا ان انا اقعد في الزمالك, واقول لحضرتك ان انا اتعرض عليا فلوس اكتر من اللي انا كنت هاخدها في الاهلي عشان لما عرف طبعا ان الزمالك انك رايح النادي الاهلي فعرض يعني أكتر. عرض بس انا خلاص كنت ماضي, وانا كنت حابب ان انا اروح النادي الاهلي يعني, انا بحب النادي الاهلي وانا كنت حابب ان انا اروح النادي الاهلي. فالحمد لله ربنا كرمني. عملت كم بطوله مع النادي الاهلي؟ حققت كم بطوله؟ 14, خدت 14 بطوله مع الاهلي من افريقيا بقى الدوري السوبر كله بقى. احنا قلنا محلي وقاري ودولي يعني, انت حققت ما شاء الله كتير. بس لله. اعز بطوله ليك تعتز بيها في بطوله 2008 اللي هي كانت ضد القطن الكاميروني, بطوله افريقيا, وبطولة السوبر اللي انا جبت عشان انا شاركت بقى وجبت فيها جون. فالجون ده كان ببطوله, فطبعا ده كان بطوله عزيز عليا. وبطوله 2008 اللي هي مع القطن الكاميروني دي ورحنا خدناها من هناك واحتفلنا هناك, دي كانت برضو بطوله صعبه. فيعني اعتقد ان البطولتين دول اغلى بطولتين يعني. والخمس سنين اللي انا قعدت فيهم في النادي خمسه دوري حققت فيهم بطوله الدوري. النادي الاهلي طبعا يعني يعني انا عايز اخرج شويه من الحته ديت. وانا يعني في الاعداد قالوا لي كوميدي جدا, دمك خفيف قوي, فعايزين نعرف يعني موقف كوميدي مريت بيه في كواليس غير الكولا. طب انا قلت لهم ايه الكولا دي, فقالوا لك الكولا. الكولا يعني ايه الكولا يعني, هي مكتوبه عندي الكولا. لا مش عارف ايه الكولا. طيب. لا هو المواقف كانت كتير. احكي لنا. احنا كمان يا كابتن كنا عارف حضرتك إيه كنا شله يعني. مين كان انا عارف الشله بتقعد ورا في الاتوبيس خالص. أيوة. انا عارف وفي المعسكرات لينا اوضتين كده بنقعد. بس هي كانت اوضتين جنب بعض لازم يعني كونكشن. بس الاوضه بتاعتي انا كان كله بيتجمع فيها, انا كنت بقعد انا وحسام عاشور. انت وحسام عاشور دي الاساسيه. مين بقى التانيين؟ كان احمد صديق. ايوه. احمد عادل عبد المنعم, محمد سمير اللي هو مدافع المقاولين, احمد عادل بكرايت, احمد السيد. كل ده اينو كنت بتقعدوا فين؟ كل ده بتتلموا تتلموا فين في الاوضه دي كلها؟ الاوضه كانت بتبقى مليانه, احنا كنا بنزق السريرين كده كابتن وكده. عشان تعمل ايه؟ عشان تعمل ايه بقى في الاوضه قدام كل دول يعني؟ كنت بتعمل ايه؟ لا كان فيها كل حاجه. ايه بقى؟ ايه كل حاجه دي؟ كل حاجه, كل ما تتخيليه كان بيبقى فيه, اللي هو زي ايه يعني؟ شرب ولعب وبلاي ستيشن وكوتشينه وكل حاجه. لدرجه اللعيبه الكبار مره الكابتن ابو تريكه دخل لنا بالليل, هو بينام بدري. ايوه. ما انتوا طبعا صوتكوا عالي. الصوت بقى احنا مره كسرنا فيه يعني بدون ذكر اسماء, كسرنا الاوضه, في حاجات في الاوضه الاباجوره والحاجات دي كسرناها من الهزار, واتخصم منها كابتن حسام بدري, اتصلوا بيه الريسبشن وقالوا له في الناس مش عايزه يعني الجست اللي في الفندق مش عارف ينام. فكنا بنعمل حاجات. قول لي ابو تريكه خبط ايه؟ كان طبعا بينام بدري. انا عارف ابو تريكه هو شم ريحه الاكل فجاه. كنا جايبين كبده وسجق فشم الريحه وجه قال له ايه؟ قعد بقى يقول لي انتوا ايه اللي انتوا عاملينه ده, احنا كنا عندنا ماتش يعني ماتش في افريقيا, ماتش مهم تاني يوم. فبس احنا كنا كان في ميزه بقى اللي احنا بنفصل يعني. كنت لسه هقول لك عشان الناس بس ما تفتكرش ان المعسكر بيبقى سايب. لا لكن لا لا. انا بتكلم كنا بنفصل يعني في وقت في وقت هزار. في وقت محدد ليكم انكم ممكن جدا يبقى في وقت تقعدوا مع بعض, وده على فكره كان بيحصل في اوروبا يعني عشان الناس برضو ما تفهمش الموضوع غلط. الكلام دوت الكلام ده مش في مصر يعني, احنا حتى في اوروبا المدرب بيقول لنا بعد العشاء اتجمعوا في اوض مع بعض اتكلموا مع بعض, ده بنوع من انواع انك ريلاكس يعني بيفك التنشنه بتاعه الماتش, لكن طبعا ما بنخرجش على النص. فهو دوت شيء ايجابي مش يعني عشان الناس ما تفهمش غلط. لا تجميعه اللعيبه بيلعبوا مع بعض بلاي ستيشن شويه, ممكن حد يطلب اكل شويه طبعا باذن من المدير الفني, فكل دوت حاجات بتقرب جدا اللعيبه من بعض زي ما انت عارف يا معتز, الحاجات ديت بتقربكم جدا من بعض كان في حب يا كابتن. بالظبط بالظبط يعني, وكان ربنا
دايما بيكرمنا وكنا بنعمل كل الحاجات دي وبننزل نكسب وبناخد بطولات وماتشات مهمه. فالحمد لله كان ربنا كرمنا. فبس احنا زي ما بقول لحضرتك احنا كنا بنفصل الكلام ده بره الملعب، لكن مجرد ما بننزل التدريب او المباراه لا الموضوع. بس انت برضو هربت من السؤال وما قلتش اي مواقف حصلت او انت لا لا كبده ولا كان... ما هو دي قاعد يقول ايه اللي انت عامله ده. قلت له ما تقعدش تدينا في مواعظ، هتاكل هاكل مش هتاكل. راح بص الاكل كده عجب، قال طب هاخد واحد كبده. لا انا قصدي المقالب كمان، يعني هو صاحب مقالب كبيره برضو مع زمايله. عملنا حاجات بقى ده في حاجات ما ينفعش تتقال على الهواء. لا بذكرى ابو تريكه على فكره عشان برضو الناس تعرف ابو تريكه دمه خفيف جدا، كان معايا في الاولمبياد والناس فاكره ان ابو تريكه يعني لا بالعكس هو لا خالص يعني اللعيبه كمان يا كابتن بتحبه جدا وهو شخصيه محترمه. كان في لعيبه كبيره وكان في لعيبه اللي هي الشباب المجموعه بتاعتنا، بس احنا ما كناش دايما بنحس اللي فيه يعني الفرق ده مش طبعا في احترام وفي كل حاجه، لكن هم كمان كانوا يعني مش موصلين لنا اللي انا بقى لا انا كبير وانت صغير والتعامل بقى من هنا لا ما كانش فيه كده. يعني كابتن بركات، كابتن شادي محمد، كابتن وائل جمعه، كابتن وائل كان بيجي يلعب معانا كوتشينه في الاوضه ويقعد، كابتن احمد بلال، كابتن احمد حسن، كل الناس الكبيره دي النجوم دي كانت بتقعد معانا. فالموضوع كان عادي بس في حب وفي احترام قبل اي حاجه، فكان كل واحد عارف دوره ايه. بس كنت متسرع في قرار الاعتزال؟ لا انا يعني انا ما كانش يعني نفسي اللي انا امشي طبعا من النادي الاهلي، لكن انا اللي طلبت اللي انا امشي من النادي الاهلي عشان ساعتها حسيت اللي انا يعني مش هيبقى ليا دور. كان تريزيجيه لسه طالع وكان الكابتن حسام بدري بيعتمد عليه، كنا في المانيا كان معسكر في تركيا. معسكر في تركيا اه ده اخر معسكر ليا، وحسيت من بدايه فتره اعداد حضرتك عارف يعني بيبان بقى من خلال المباريات الوديه وكده. فلقيت اللي انا بلعب 10 دقائق ربع ساعه، مع ان انا كنت يعني في عزي يعني وبلعب على طول ونهي الموسم كويس، بس دي كانت وجهه نظر وانا لازم طبعا احترمها. ففضلت اللي انا اتكلم معاه، كان ساعتها كابتن سيد عبد الحفيظ موجود مدير الكوره، وقعدت معاه بعد العشاء قلت له يا كابتن بعد اذنك انا عايز امشي. طب ليه وازاي انت من اللعيبه يعني كبار في الفرقه دلوقتي وكده؟ قلت له انا شايف اللي انا مش هيبقى ليا دور وانا مش بحب ابقى موجود في مكان. واصبرت ليه شويه اينو يعني ده انا عارف ده بدايه معسكر اعداد، احنا لعيبه عارفين انت بتحس المدير الفني رايح فين وتحس ان انا ادواري اللي جايه ايه، لكن ليه ما استنيتش شويه بعد بدايه الموسم؟ ندمت بقى بعد كده يعني انت يعني اللي بقوله صح يعني انت كان ممكن جدا ندمت بعد ما مشيت بقى من الاهلي. طبعا انا مشيت رحت حرس حدود نادي كبير ومنظومه عسكريه محترمه مع كابتن حلمي طولان، وبعدين رحت سنه طلائع الجيش مع كابتن انور سلامه وكابتن طلعت يوسف. فانا بتشرف طبعا لعبت في الانديه دي، لكن بعد كده بقى بعد كل الرحله دي لا برضو اللعب في النادي الاهلي لما قعدت مع نفسك بقى اللعب في النادي الاهلي مختلف تماما عن اي نادي يعني. بس هي دي سنه الحياه زي ما بيقولوا، كل شيء نصيب يعني. والحمد لله انا رجعت تاني بقى من خلال التدريب بقى انا موجود دلوقتي في النادي. طب برضو نعرف الناس طبعا مبروك طبعا ربنا يخليك دي سنه ثالثه يعني انت مدرب عام مع كابتن ياسر رضوان في 2001 شخصيه محترمه جدا وانا اتشرفت بيه طبعا ان انا اشتغل مع كابتن ياسر رضوان. انا بقى لي دي السنه الثالثه، كان كنت ماسك 2004 وبعدين 2005، والسنه دي الحمد لله تم تعييني مع كابتن ياسر رضوان 2001. كان عندكم اجتماع امبارح؟ كان عندنا امبارح اجتماع مع المدير الفني الاجنبي اللي تشيكي الجديد ده شفناه امبارح. كان في اي اتفاقات تحب تقولها لنا كده؟ اخبار خاصه احنا كانت قعده تعارف كانت قعده تعارف بس يعني يمكن كان موجود مع كابتن خالد بيبو طبعا رئيس القطاع بقول له يعني الف مبروك المهمه الجديده، مهمه صعبه طبعا وهو قدها ان شاء الله. وكانت قاعده تعارف مع المدير الفني الاجنبي، وهو راجل عنده فكر وراجل محترم جدا وبيتكلم معانا بكل احترام. فشفنا منه اللي هو ان شاء الله هيقدر يفيد النادي الاهلي يعني ان شاء الله. متفائلين طبعا، وكمان انت عارف ايه كنا لسه بنناقش موضوع الناشئين وخاصه قطاع الناشئين في النادي الاهلي. المجلس الاداره مهتم جدا بالقطاع دوت، وانت عارف انا اشتغلت برضو 3 شهور في القطاع. ف اللي شايفه من خلال حتى كلامي مع كابتن زكريا وكابتن محسن واعضاء مجلس اداره مهتمين جدا بالقطاع دوت وبيعملوا تخطيط جديد، وانا شايف ان المدير الفني على مستوى السي في مستوى عالي جدا. لكن زي ما بقول لك المستقبل طبعا ان شاء الله ما بيكونش بكره ولا بعد ولا بعده. انا كنت بتكلم معاك على عندك تقريبا في 2001 في 2 لعيبه موجودين في الفريق الاول دلوقتي موجودين فوق الفرقه دي كمان يا كابتن غير الفريق الاول حوالي 8 9 مع كابتن ربيع ياسين منتخب مصر عندهم كاس الامم 2001 يعني فرقه 2001 دايما معروفه اللي هي دي من احسن الفرق في النادي عندنا في القطاع. فالحمد لله لما انا طلع القرار اللي انا امسكه انا فرحت اللي انا هشتغل مع يعني انا كنت ماسك 15 سنه غير برضو لما بتمسك 19 سنه العقليه نفسها بتختلف،
بتتعامل مع لعيب يعتبر خلاص فريق اول. في اتنين دلوقتي موجودين فوق عربي بدر بس ال 15 سنه بتقدر برضه تشكله على مزاجك بتشكله يعني بس برضه هو لسه ما وصلش اسهل بكتير من اللعيب الجاهز. 19 سنه ده لعيب جاهز ده خلاص بقى ده المنتاليتي بتاعته اصلا خلاص. انت بتتكلم مع واحد لا هو يعني الاصعب فعلا الاصعب انك تشتغل مع السن الصغير لسه بتكونه السن الصغير عايز ده سهل انك تكونه بالعكس لا هو يعني الكبير بقى كابتن هاني عارف يعني الكبير ده خلاص هو بقى بيبقى اصلا خلاص متاسس واتمرن كتير وفهم الدنيا اكتر لكن التاني ده بيبقى محتاج دايما محتاج مجهود اكبر انك تفهميه مثلا بوزيشن ازاي تقف في المكان الفلاني والكره في الناحيه الفلانيه ازاي عمليه الكفرنج يعني كلها حاجات مصطلحات في الكوره ممكن الولاد الصغيرين وده كمان مهم ما يكونش فاهم قوي لسه مش فاهم 19 سنه طبعا 19 سنه مر بقى بكل الظروف دي وكل الحاجات دي فانت بتتعامل مع حد خلاص فريق اول ده شاب ده راجل طب طمنا طب ماشي كمل لا لا لا, لا انا كنت يقول له طمنا كمان الناس عايزه يعني بكل امانه الناس كانت بتشوف ده نادي الزمالك دلوقتي عنده 2 3 لعيبه كويسين في قطاع الناشئين وبتاع فاحنا كمان عايزين نقول لهم لا قطاع الناشئين في نادي الاهلي كمان في 3 او 4 5 لاعبين طمنا انت كمان انت موجود بقالك 3 سنين في القطاع طمن جماهير النادي الاهلي ان شاء الله الفتره اللي جايه هنشوف فيها ايه لا والله انا بتكلم بمنتهى الامانه مش عشان انا شغال في النادي بقول كده لكن فعلا القطاع وحضرتك كنت موجود معانا وشفت لا يعني القطاع فيه مواهب كويسه وفي حاجات يعني حاجات مبشره للفريق الاول عشان الجمهور بس يبقى يعني مطمن وان شاء الله الفتره اللي جايه هيلاقوا ناس كتير ودلوقتي في ناس بتتمرن فوق عربي بدر بيتمرن وشكري بيتمرن فوق فالناس دي كلها يعني لو مش لعيبه كويسه اكيد الخواجه فوق مستر فايلر يعني مش هيطلبهم مش هيضمهم للتدريبات لا في وفي عناصر ثانيه كويسه وفي 2000 واحد كمان زي ما بقول حضرتك حوالي 8 9 في منتخب مصر اساسيين مع كابتن ربيع ياسين عندهم هيشاركوا في كاس الامم فاذا يعني في قطاع ناشئين فيه عناصر كتيره كويسه وانا كنت ماسك كمان السنه اللي فاتت 2005 15 سنه فيهم عناصر كويسه فيهم لعيبه يعني ما شاء الله عندهم الفكره حتى بتاعهم تقول ان ده لعيب كبير او ده في يوم من الايام هيبقى ليه شأن فلا في عناصر كتيره كويسه في القطاع يعني ان شاء الله الاجتماع بتاع المدير الفني التشيكي ايه الخطوط العريضه اللي حطها قدامك وقال احنا البلان او الخطه اللي جايه عايزين نشتغل عليها على 1 2 3 عشان برضو نعرف ونتابع كمان واحنا على فكره نوعدكم ان شاء الله وهتكلم مع طبعا المعدين بتوعنا ان شاء الله باذن الله يكون معانا حلقه خاصه مع المدير الفني التشيكي لان مهم جدا جدا الملف ده كنا بنتكلم فيه قبل حتى قدوم المدرب ان احنا عايزين نتابع اولادنا عايزين نتابع الناشئين بتوعنا هم دول زي ما بيقولوا المنجم بتاعنا فان شاء الله نتابع مع المدير الفني يعني قريب جدا ان شاء الله هو الراجل احنا يعني لمسنا فيه اللي هو يعني فكره عالي عايز يطبق حاجات في دماغه طبعا قال لكم ايه يعني هعمل ايه قال لي هعمل ايه اول حاجه قال هي كانت تعارف ما اتكلمش في شغل قوي لكن احنا يعني حسينا منه اللي هو يعني عايز يعمل شغل كويس هيبقى موجود دايما متواجد في التمرين مش هيتاخر هيبقى في محاضرات دايما للمدربين والراجل رحب قال اي حد عنده مشكله اي حد عايز يستفسر عن حاجه هيبقى في يعني دايما قعدات وفي اجتماعات معاه كمدربين يعني فالراجل انا شايف اللي هو يعني حد محترم وسنه مش كبير فقريب من المدربين فدي برضو يعني ممكن حد يتحرج يروح له لا الراجل يعني شاب زينا يمكن في مثلا مدربين كمان ممكن تبقى اكبر منه فده برضو بيسهل العلاقه بيننا وبينه يعني امبارح كان في لقطه كده زعناها مع واحنا يعني هم بيصوروه كان بيتفرج على دولاب بطولات النادي الاهلي كان جنبه كابتن خالد بيبو وامير توفيق لما كان اللي هو هيشتغل انا عارفه لكن لما بقى وجها لوجه كده وهو بقى باصص على البطولات خض مكوس بكلم بجد والله كان تعليق كان بيقول لكم ايه يعني ايه الكلام اللي دار ما بينكم ما بينه لا هو طبعا الراجل اول ما قعد رحب يعني رحب بالنادي وقال اللي انا مبسوط اللي انا شغال في في في, في يعني في اكبر انديه طبعا. افريقيا النادي الاهلي فهو عارف قيمه النادي الاهلي طبعا. وعارف الانجازات اللي الاهلي محققها وقال انا كنت متابع وشكر في النادي الاهلي جدا وهو حابب قال انا حابب ومش هتاخر باي جهد عليكم للقطاع او للمدربين او اي حاجه فهو الراجل بتمنى له اللي هو يبقى يساعدنا ونقدر نعمل حاجه كويسه تخدم في الاول وفي الاخر الفريق الاول وهو قال كده كمان قال اي ناشئين في الدنيا رقم واحد كل ده بيعمل طبعا. عشان يعني الفريق الاول بنخدم الفريق الاول والمنتخبات الوطنيه طبعا فبتمنى له التوفيق طبعا. كان في عندنا برضو يعني ان شاء الله الفكر ده يتغير الفتره الجايه اينو من خلال قطاع الناشئين ان كان وانت عشت القصه ديت ان كان المدرب همه هو الحصول على بطوله
في حين ان الهدف الاساسي ان انت لازم تطلع او تطور. انت دورك انك بتعلم الولاد، فدورك انك تطلع لعيبه، مش لازم تكون بطوله. طبعا بطوله عشان تعلم ولادنا انك لازم تاخد بطوله، لكن الفكر ده برضو يعني اكيد هيتغير الفتره اللي جايه. ان مهمتك انت وكابتن ياسر رضوان مش يعني يا فرحتي اخد بطوله الجمهوريه تحت 18 سنه وما طلعش 3 4 لعيبه، لا انا عندي مهم جدا ان اطلع واطور اداء 4 5 لعيبه يفيدوني مع الفريق الاول، ومش مشكله حتى البطوله. أكيد. ايه رايك في الكلام ده؟ والكلام ده كان فعلا يعني ده فكر الفكر اللي جاي، والفكر اللي فات كان ايه؟ ده رقم واحد اكيد طبعا. ويمكن كابتن محمود الخطيب كنا مجتمعين معاه من 3 ايام وقال كده، قال ان احنا كلنا بنخدم طبعا الفريق الاول، وكلنا بنخدم النادي، واحنا كلنا تحت مظلة النادي الأهلي، فكل الناس اللي بتشتغل دي أكيد نفسها تخدم فوق. عشان يعني أنت عارف حضرتك دلوقتي إيه الأسعار بتاعت اللعيبة والشراء والحاجات دي. طب ما أنا عندي في الناشئين، وممكن لعيبة عندي في الناشئين يعني مش هياخد نفس المبالغ اللي أنا بجيب بيها حد من بره، واسمه ابن النادي هيخدمني أكتر حتى من اللي جاي. فده اللي احنا بنشتغل عليه، وعايزين عايز يعمل إنجاز وهو الولد أصلا كمان يعني بيبقى فرحان، وكل الولاد نفسها اللي هي تطلع الفريق الأول. بيخدم بيته، بيخدم ناديه اللي تربى فيه وأكل فيه وشرب فيه، فدي بتبقى حاجة كويسة غير لما أنا أروح أشتري من بره. فأنا عندي يعني فاحنا بنشتغل على دي اللي احنا نخدم الفريق الأول بس. وكمان بالنسبه يعني للبطولات، معروف اللي دايما النادي الاهلي ما شاء الله بياخد يعني بس في مش كل المراحل السنيه. انا عايز اتكلم ان ما يكونش الاساس او الهدف التارجت هو انك تاخد بطوله، لا انا دايما التارجت بالنسبه لقطاع الناشئين، التارجت بتاعي ان انا الاولويه مع البطوله الاولويه، لا ان انا لو طلعت 2 3 لعيبه لا ده بالنسبه لي افيد. احنا بنشتغل بقى على الاثنين، اللي انا رقم واحد بركز وبتمرن وبعمل شغل، انا برضو عايز برضو احقق بطوله، ولما الدنيا بتمشي وطالما بحقق بطوله يبقى عندي اكيد عناصر كويسه، هي دي من ساعتها بقى يعني بتتشاف العناصر دي، بتتشاف اكيد من البطوله. والراجل اكيد هيبقى يعني منه اللي احنا عرفناه اللي منه على طول لمستر فايلر، فعاملين زي خطوط مع بعض وقعدات مع بعض، فاكيد هيقول له انا عندي كذا وكذا وكذا، اكيد الراجل كمان فوق اكيد هياخد يعني من كلامه. طب بمناسبة البطولة، احنا عندنا بطولة مهمة جدا غير بطولة الدوري طبعا، بطولة افريقيا، وداخلين عليها ان شاء الله خلاص في وقت قريب جدا. شايف مستوى الاهلي ازاي خاصة بعد ما لعبنا مع انبي؟ شايف يعني دي كانت طبعا تمهيد، مباراة تمهيدية، بس بطولة افريقيا كمان مهمة وبطولة مهمة قوي للاهلي. شايف شايف يعني احنا فين؟ لا احنا بطوله افريقيا دي دايما عند جمهور النادي الاهلي يعني دي البطوله، لا طبعا خاص طبعا طبعا بنقول عليها بطوله الاهلاويه. فانا شايف طبعا يعني الفتره اللي فاتت دي كنا يعني الدوري واقف عشان موضوع كورونا وكده، لكن مع الوقت والاهلي اكيد هيلعب مباريات كتيره قبل افريقيا، فده هيبقى اعداد كويس طبعا للعيبه. وانا شايف ما شاء الله يعني من خلال المباراه اللي فاتت، لا يعني تحس ان هم واقفين على رجليهم، والراجل عامل يعني شغل كويس ومجهود كبير مع اللعيبه، واللعيبه يعني كلهم نجوم دلوقتي ما شاء الله، فحاسين بقيمه افريقيا وعارفين ان البطوله دي بتبقى مهمه جدا عند جمهور النادي الاهلي. فاعتقد ان محدش هيأثر، وبعدين احنا كمان وصلنا خلاص، انت بتلعب قبل النهائي فالموقف ما فيش تهاون. فلا لعيبه النادي الاهلي دايما على مر التاريخ بتبقى في المواقف الصعبه بتسد طب قبل المواقف الصعبه كان في المواقف الكوميديه برضه حضرتك لا احنا معانا واحد من المجموعه ديت على ربنا التليفون. يستر بقى ربنا. قول الو. الو يا اينو. ايوه مش هعرفك. مش هعرفني طبعا، ده هو بنت يعني واحد فلسطيني كده، واحد ده رمزي. يا رمزي. حبيبي يا اينو، طبعا مساء الخير يا استاذ اتهام، ومساء الخير كابتن هاني. ويعني فرصه ان انا ابارك لكم على البرنامج والتطور اللي حصل في قناه الاهلي، حاجه بصراحه جميله تليق بالنادي الاهلي. لا منورنا واهلا بيك في البيت الكبير يا رمزي. رمزي من حراس المرمى، رمزي صالح. طبعا اللي عندهم بصمه على مستوى انديه كتير في مصر، كان بيجي يقعد في الاوضه برضه. انت بقى اللي هتقول لنا ايه اللي كان بيحصل في الاوضه يا كابتن رمز، عشان هو مش عايز يقول موضوع الكله واللي كان بيلزقها بجزمه زمايله. الكله ايوه هي الكله وهي الكله. انت بقى تحكي الموقف ده لو كنت حضرته يا كابتن رمز. لا احنا هنسيبك مواقف ثانيه. لا هو ايه يعني مبدئيا هو بيحب الاكل قوي. ما هو قال
ايه ده ايه ده؟ بحب الاكل. وبعدين في جمله قالها الوائل الجمعه انا عمري ما انساها الصراحه. قال ايه؟ قال له ايه؟ قال له انا نفسي اخد منك حاجتين. قال له بلتك اللي بزايد وسمنت رجلك. لا معروفه. بص وائل جمعه معروف يعني ما شاء الله. لا ما شاء الله كان يعني يقعد يقول لي كان بيلبس بنطلون على طول عشان بيخاف مننا من الحسد. لا وبعدين اينو مره في الانجليزي بسم الله ما شاء الله يعني مره بتخانق مع واحده بالانجليزي قال لا بتعلي صوتها فبيقول لها فوليوم نو فوليوم. ما تعليش صوتك. طب صوتها اصلا عالي ليه وهي اصلا صوتها يعلى ليه والله وهو يقول لها كده ليه؟ لا ده احنا كنا مسافرين كنا في كينيا تقريبا. ايه انه من الناس مش فاكر والله العظيم بالظبط. هو بيحب ينكش. ايوه هو بيحب النكش صراحه هو مؤذي. وكان على طول هو يعني بصي هو من اخف دم الناس في الفرقه بصراحه والواحد بيتشرف انه كان موجود مع مجموعه زي دي زي الجيل اللي كان موجود على قد ما كان في جدية في التعامل مع الماتشات والتعامل مع البطولات لكن على قد ما كان في ناس يعني ايه احيانا مش كل وقت الشدة لازم بتبقى موجودة في ناس كده لازم يبقى دمهم خفيف يعني تنشر الابتسامة. وهو تقريبا كان بيعمل الحالة دي في المعسكرات وما بينكم يا كابتن. طبعا طبعا انسان جميل ودم خفيف وما فيش مثلا حد ما بيحبش اينو بصراحه. ربنا يخليك يا رمز. ايه رايك اينو؟ لا رمزي طبعا كان جون كبير وانا اتشرفت يعني اللي انا لعبت معاه طبعا ومن الشخصيات المحترمه جدا واحنا كنا بنعتبره يعني مصري زينا يعني هو ده حقيقي ده هو عارف حاجات احنا ما نعرفهاش كمان من كتر ما لف في البلد وعايش في البلد. فرمزي انسان محترم ومهذب كمان بعيد عن وحارس مرمى كبير مستوى وحارس مرمى كبير طبعا وحقق بطولات كتير مع منتخب فلسطين. ايه كان اهمها يا كابتن رمزي؟ انا واخد 2 دوري مصري واخد وكان الموسم الاصعب بالنسبه لي كان موسم 2008 2009 يعني يمكن ده الموسم اللي هو وصلنا ماتش فاصل مع الاسماعيلي ما حصلتش من مده كبيره كانت في الدوري المصري. فالموسم ده كان بالنسبه لي صعب قوي واخد برضو دوري ابطال افريقيا والسوبر الافريقي والسوبر ما في اي حد بيعدي من جنب النادي الاهلي بياخد بطولات وهو ماشي ياخد يعدي ياخد بطوله ويمشي. فاكر فاكر سفرية مجرد وجودي كان في النادي الاهلي كان شرف عظيم ونقل يعني كانت نقله نوعيه في حياتي 90 درجه بصراحه غيرت لي حياتي. النادي الاهلي بيضيف لاي اسم يرتبط اسمه بالنادي صحيح. الاهلي صحيح. وخليني فرصه ابارك لاينو انه انا سمعت ان هو بقى مدرب عام ناشئين مظبوط اكيد الفرقه كلها هتطلع طبعا دمها خفيف. ماشي. لا غير دي كمان اينو من المدربين ان شاء الله الواعدين ويمكن بقاله 3 سنين في قطاع الناشئين دلوقتي كمان خطوه بالنسبه له خطوه مهمه جدا لفريق 19 سنه مع الكابتن ياسر رضوان. لكن ايدو كان بيقول لك سفريه سمعت كلمه سفريه فاكر سفريات القطن الكاميروني؟ اه فاكر البطوله فاكر اللي حصل في المطار؟ ايه اللي حصل؟ لا قول لي لا ايه اللي حصل في المطار؟ ده ناسي على فكره. انت ناسي انت نايم؟ قول لي قول لي فكرني بس اللعب في المطار والهزار والنوم في الارض ده كان سفريه ده اصلا النوم في الاوض هناك تحس ان انت نايم في الشارع. والطياره لما ضربنا بعض بالمخدات واشتكونا حاجه صعبه قوي. والطياره فاكر الطياره والضرب اللي في الطياره؟ اه لا لا بس الحمد لله رجعنا مبسوطين يعني. الحمد لله رجعنا عدت المواقف الصعبه دي عدت ما هي مواقف يعني بتخليك بتبقى فيها ذكرى حلوه كده يعني المعاناه احيانا بتلاقيها جميله يعني. لا وانا رمزي كمان بتكلم ان هو الروح الحلوه دي وان بيكون في روح دعابه وهزار ده ما بيخرجوش عن اطار التركيز والبطولات وان ده جزء مهم كمان جدا انه بيقرب اللعيبه من بعض بشكل كبير جدا وبيبقى فيه حب ما بينهم. فالامور ديت دايما النادي الاهلي معروف ودايما نجومنا الكبار لما بيجوا معانا الكواليس اللي بيحكوها والناس يعني بتسمع الكلام ده اينو الناس يعني بتتخض. لا ده الكلام ده بيحصل الناس فاكره ان كل 2 في اوضه والموضوع لا 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 لكن وبعدين يا كابتن بالنسبه للسفر كمان لازم نعمل كده. انت عارف حضرتك المعسكرات دي بتبقى يعني فيها سنه ملل شويه طبيعي. فاحنا لازم نعمل كده عشان نضيع الوقت. بالنسبه للسفر مثلا لما بنسافر 13 و14 ساعه يعني انا فاكر لو احنا رايحين كاس العالم الانديه في اليابان
اكتر من 20 ساعه صحيح. ناكل ونقوم وننام واحنا في الجو، ناكل ونصحى ونقوم واحنا في الجو يعني. لا ده كمان ده لما سافرت قبل كده بطياره حربيه سافرت، بس وانا في حرس الحدود الطيارة الحربيه مره سافرنا بطياره حربيه صعبه جدا يا رمزي. احنا كنت بقول لك مره سافرنا بطياره حربيه ما فيهاش كراسي طبعا، جنب الطياره ما فيش كراسي وفردين فردين يعني بطاطين ومخدات على الارض ونايمين، وفجاه وانت نايم تلاقي رجل حسام حسن على وشك ولا ابراهيم عزم، فالموضوع بيبقى صعب جدا. انت كنت عايز تقول حاجه اتفضل. طبعا شوف حته الهزار دي بالالفه اللي موجوده في الفرقه دي مهمه جدا، يعني رغم ان انت بيكون عندك مشدود وعندك ماتشات، بس كل ما بتبقى مثلا بتسافر بتبقى بتسافر قبل الماتش ب 48 ساعه طبعا، كل ما بيقرب الماتش كل ما التركيز بيعلى شويه. لكن كانت ميزه الجيل اللي موجود في النادي الاهلي انه كان بيفصل يعني بره الملعب حاجه وفي الملعب او وقت الماتش او وانت رايح على الماتش بيبقى تركيز وتبقى مود تاني خالص. فالحاجه دي اللي اتعودنا عليها في النادي الاهلي بصراحه، واللي انا اتعلمتها وقدرت انقلها في منتخب فلسطين الكلام ده، يعني بره الملعب حاجه وقبل الماتش ووقت الماتش وفي التمرين بتاعك حاجه تانية خالص، استعدادك يعني للماتش حاجه تانية. طبعا الهزار ده في مسؤوليه يعني لانه الهزار لان انت برضو اللاعب بيكون عليه ضغوط كبيره، فما ينفعش تفضل على طول مضغوط في وقت، يبقى لازم يبقى اللي هو جو الهزار ده يبقى موجود عشان انت نفسك الضغط العصبي يقل عليك. لكن الوقت بقى ما يبدا وانت في يعني حتى لما احنا بنهزر او بيبقى في مود لطيف ده بيشحنك او بيخليك مستعد ونفسيا افضل افتكر يعني. طبعا بيبقى الموضوع بيفك التنشن يعني، بس يعني انا فاكر مره كابتن رحت يعني كنا عندنا مباراه وانا في الاتوبيس، فحاولت بس حاولت ان انا اركز يعني جامد شويه، ما هزرش اتغيرت بعد في الدقيقه 27 لعبت وحش عشان ما هزرتش، حاولت بقى اللي انا بقى اقعد كده لغايه ما اروح الاستاد وما بتكلمش وما هزرش وما حاولت، بس اتغيرت في الدقيقه 27. امال عملت ايه في كورونا بقى؟ لازم نعرف بس بعد ما نختم مع كابتن رمزي صالح اللي بنشكره جدا رمزي. شكرا ليك شكرا ليك شرفت بيك والف مبروك على البرنامج وسعيد بمداخلتي معاك. شكرا الله يبارك فيك. شكرا. كنت بتعمل ايه بقى وانت واحد ما بتقعدش المعسكرات؟ لا في المعسكرات وغير المعسكرات شخصيتك معروفه يعني. لا بس انا ما بحبش كنت اللف. بتعمل ايه بحب اللي انا كنت بجد مقضي في المعسكرات اخش الاوضه دي اطلع الاوضه دي اخش هنا انكف في ده شويه اهزر مع ده شويه. طب لما جت جائحه الكورونا كنت بتعمل ايه بامانه؟ نحط حاجات في الجل عشان ما يحطها في شعره، قعد 3 ايام يحطها في شعره لغايه ما اتحرق. مين ده كان ايه؟ ده كان ايه كنا في المعسكر مره وشهاب شهاب الدين فهو اللي ايه يعني اداني السكه كده، فقال لي تعالى. فهو كان شهاب قاعد في اوضه ثانيه وانا وحسام عاشور، فخلينا عاشور بره ورحت داخل ايه جبت الجيل بتاع عاشور كان بيحب يحط جيل على طول كده ولازم يبقى شعره مبلول. فجبت انا الجيل بتاعه وقعدت حطيت عملت له ايه خلطه كده، بس خلطه بقى ايه حاجات يعني اللي هي ايه بقى عملت ايه حاجة. حطيت ايه على الجيل؟ بتكلم جد والله عايز بلاش نقول لا حطيت كل الاصناف بس في صنف ما ينفعش يتقال. طب حطيت ايه يعني ايه عارف عارف الحاجات يا كابتن في الفندق اللي بيبقوا حاطينها في الحمامات كده كل حاجه حطيتها له، وفضينا زيت برفيوم كده حطيناها له، ولقيت شويه سكر رحت حاطته له، وشاي باكيت الشاي رحت فاكك باكيت الشاي ورحت حاطه. طب هو كل ده ما خدش وبعد كده رحت حاطط له بقى شويه ميه ورحت قافل غطا ورحت نرجنها عشان ايه كله بقى ايه يعمل في بعضه بقى يتخلط. انت كنت بتعرف تخطط بقى والمقالب على كبير ويعني بتعرف والله كنا ماشيين بالالكتريك ده ونقعد نكهرب بعض فالمهم قعدنا نعمل الجل ده عاشور قعد يحط منه 3 ايام وما حسش ومش حس وينزل بقى التمرين بقى ايه لدرجه في مره يعني شم الريحه بيفتح القلب شم الريحه كده فلقى اللعيبه كلها بتضحك وهو جاي عمال انت كمان انت قلت طبعا للعيبه كلها اللعيبه كلها إيه؟ عرفت يعني كله بقى كان عارف فهو جاي فالناس عماله تضحك في وشه في ايه فقالوا له بقى اللي انه ايه عمل لك الكمين ده وانت بقالك 3 ايام عمال تحط منه قال انا مش واخد بالي طب ما بيحرقكش طب ما بيوجعلكش الشعر هو كل ده مش حاسس بيه
خلاني انا في التمرين بقى بمناسبه الكله، ومحمد شوقي راح قال له تعالى نحط لينو حاجه، طلعت حطوا لي في الجزمه كله اللي بتلزق دي. فانا بقى ايه سايق العربيه، انا لبست انت لبست الجزمه وعايش بقى وماشي إيه بقى. خدت شاور وبتاع وبعد التمرين وخدت العربيه وماشي. عقبال ما رحت حلوان انا طول ما انا ماشي ادوس على الفرامل في حاجه، في حرق في رجلي، لا رجلي في يعني في حرق، انا عمال اقول سخونه سخونه، يمكن اتخبطت في التمرين، حد دخل في الانكل، بس الحرقان تحت في بطن الرجل، في بطن الرجل، بطن الرجل. فالمهم ايه، لغايه ما روحت بقلع الشوز، مش راضي يتقلع لازق زي فيلم احمد حلمي. مش راضي يتقلع، فببص حطوا لي لازق اللي هو كل كان مقلبه. ما هو عايز يرد بقى. فكان الحاجات دي بقى كتير بقى، الهزار بس كانت كلها طبعا بحب، يعني احنا كلنا اخوات. كل ده حب طبعا، ده موقف من ضمن المواقف ده كتير عندك. انا شايفه يعني، بس احنا كان لازم نعمل كده عشان نضيع الوقت يعني. بس انا عايز اخد من كلامك برضو معتز، ان في طقوس لعيبه الكوره، الطقوس اللي قبل المباراه ديت، يعني الطقوس دي على كل اللعيبه على مستوى العالم. في لعيب يبقى هادي جدا وقاعد ساكت، في لعيب تاني تحس انه بيحط مزيكا وبيرقص في الاتوبيس، وفي واحد يحط جل على سكر او يعني حد لا لا كان بتكلم على النقطه اللي هو ال 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 كل واحد وليه تركيزه. أكيد طبعا. وانت لو عملت حاجه غير اللي انت متعود عليها قبل الماتش عشان اتغيرت، والله ده اكيد اتغيرت في الدقيقه 27، ما كملتش الشوط الاول عشان كنت متنشن وعامل بقى فيها اللي انا رايح مركز دلوقتي غيرت. انت اتغيرت يعني دلوقتي يعني بقى اينه بقى شوية. ايه عقلت شويه اصل انا خدت يعني كل الحاجات دي من كابتن محمد بركات. محمد بركات عارف يعني. ما كانش برده كان عامل زي كده، هم حتى مره بيسالوه في التلفزيون قالوا له مين اللي زيك يعني، قال لهم الواد اينو ده هو اللي ده الفكه بتاعه الفرقه. هم جابوه مره في التلفزيون في حوار بعد المباراه، قال لهم مين اللي شايف يعني ملك الحركات، قال لهم بركات اينو يعني. بعدين بركات برده كان في الاوتوبيس. ايه ما بهزرش. طب قبل ما نتكلم على بركات، احمد صديق كان اخباره معاك ايه من ضمن الشله يعني؟ صديق كان بيضحك بس، يعني خبيث، يقعد يعمل وبعدين ما يظهرش ويلبسني انا ويديني السن ويقف وهو يقعد يضحك. يعني بيضحك معاكوا اول ما كابتن يبص او ده هو لسه ماسك معانا، جه في التشكيل الجديد والله. ماسك 2006 وكمان معانا دلوقتي على التليفون كمان. احمد مساء الخير يا كابتن، ازي حضرتك عامل ايه؟ ازيك يا احمد، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله يا كابتن. هنا اخبارك انت ايه؟ الحمد لله حبيبي. سمعت طبعا الاله معتز؟ سمعت، بس احب ابارك لحضرتك طبعا وبالتوفيق كده ان شاء الله، وتبقى دايما موفقه يا كابتن باذن ان شاء الله، وجود لك انت كمان ان شاء الله في الفتره اللي جايه مع قطاع الناشئين عندنا في النادي بالتوفيق يا رب يا كابتن ان شاء الله باذن الله. ازيك يا اينو؟ ازيك يا صدق؟ ايه بس في ايه؟ قول لي انا معاك اهو. مفيش حاجه، ما احنا لسه كنا قاعدين امبارح جنب بعض في الاجتماع. في ايه؟ لا صح جدا. لا صدق، من الناس المحترمه جدا يا كابتن، بتحب بجد انك تتعامل معاه في اي حاجه سواء في الملعب او بره الملعب بجد يعني. لا وكان بيقول ان انت يعني من ضمن الشله بس بتلبسه يعني بمعنى اصح ان انت بتضحك وتعمله اول ما الكابتن يبص كده او المدير الفني يبص قاعد ومركز وكانك ما عملتش حاجه. لا مش قوي كده يا كابتن بالظبط. امال ازاي قول لنا. لا طبعا يا كابتن، كلهم كانوا ناس محترمه جدا، وزي ما حضرتك عارف يا كابتن احنا طبعا في نص كويس جدا 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 بين قبل المباراه ووقت المباراه يعني، وده كان المهم. يمكن هو لسه سامع كمان بيضرب مثل محمد بركات، صحيح اكتر الناس اللي بتهزر ممكن يهزر قبل الماتش ما يبدا بدقيقه، ومع ذلك مع صفاره الحكم بتلاقي حد تاني خالص يعني شخص تاني خالص. ده حقيقي يعني. انا برضو بركات كان معانا في المنتخب، شخصيه طبعاً محترمه جدا، وكلنا يعني تحس ان كله خلاص، انت الهزار ليه وقته والجد ليه وقته، واحنا فعلا كنا بنفصل زي ما انتوا بتقولوا كده عشان برضو الناس ما تفتكرش ان العمليه كلها كانت تهريج. لا، وقت الجد جد ووقت الهزار. وخلي بالك احنا كلعيبه وانت عارف يا معتز كنا بنقعد مع في معسكراتنا اكتر ما بنقعد في البيوت، يعني خلاص احنا بقينا عيله، اذا كان على مستوى النادي في معسكرات وفي النادي او من خلال منتخب مصر، فالفتره اللي بنقضيها فتره طويله جدا جدا بينا على البيت، وخلاص بقينا كلنا اخوات فبنتعامل كاسره، ولكن بيبقى في اوقات فعلا خلاص احنا مركزين عندنا حاجه مهمه بنركز فيها، فده طبيعي جدا. و طمنا بقى على قطاع الناشئين كمان، انت نقول لك مبروك ماسك فرقه كام؟ 2006 2006 يا كابتن. ده اول سنه في القطاع يا احمد ولا كنت شغال؟ انا كنت بقالي سنتين مدير الاكاديميه في الامارات الحمد لله. الحمد لله قدمنا يعني بشكل كويس جدا في المباراه بفضل الله يعني، لكن في القطاع دي اول موسم ليا، وان شاء الله يبقى موسم موفق كده طبعا، وبقى عند حسن ظن الجهاز اللي موجود معانا بقياده كابتن خالد ديبو طبعا، وعند حسن ظن مجلس الاداره،
واتمنى ان شاء الله نبقى اضافه قويه او اضافه كويسه في القطاع كابتن باذن الله يعني. لا ان شاء الله بالتوفيق يعني. لسه بنتكلم على قطاع الناشئين ان شاء الله تطلع لنا ولاد على مستوى عالي جدا. وانت كمان بدايه فتره جديده بعد لاعب دلوقتي خلاص مجال التدريب. طبعا يا كابتن دي خطوه جديده بالنسبه لي وتحدي جديد. يمكن الحمد لله الواحد خد الخطوه بدري شويه بفضل الله ودي بتبقى ميزه. ان شاء الله ان شاء الله كابتن ان الواحد من بدايه المشوار شايف ان الموضوع السنه دي مختلف جدا جدا في القطاع. يبقى الامور مختلفة جدا باذن الله ان شاء الله من افضل لافضل، خصوصا كمان ان مع كابتن خالد بيبو موجود مدرب اجنبي للقطاع او مدير فني للقطاع. ده بيدي انطباع ان شاء الله الدنيا السنة دي تبقى افضل وافضل، ان احنا نقدر نعمل حاجة كويسة نخلي النادي الاهلي مكانته الطبيعية في القطاع الناشئين، ونقدر كمان ان شاء الله احنا ندعم الفريق الاول بلعيبة كويسة يا كابتن باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله يا احمد بالتوفيق دايما، وان شاء الله نشوفك على خير، ونستنى ان شاء الله مشروع مدرب واعد، وكمان ولادنا ان شاء الله باذن الله دايما يكون موجودين في الفريق الاول. شكرا ليك يا احمد. شكرا ليك. باذن الله. شكرا كابتن. شكرا ليك يا احمد. صديق الناس المحترمه جدا يا كابتن، يعني بره الملعب وجوه الملعب، وبتمنى له طبعا التوفيق. هو يمكن اول سنه يجي معانا في القطاع، فان شاء الله يكون مش يعني مشروع مدرب ان شاء الله كبير يعني ان شاء الله. احنا هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل مكملين مع كابتن معتز اينو في البيت الكبير. اتفضل. إينو لاعب تقيل ولاعب متأسس، رياضي ابن رياضي، أبوه كابتن إينو غني عن التعريف. فمعتز إينو كان لعيب كويس أوي. كابتن معتز لعيب مهاري جدا، وإحنا بنتعلم منه تمام، ومهارات ورياضة ورشاقة، ولعيب بنفتخر بيه وبنفتخر بالنادي الأهلي طبعا. كابتن معتز إينو لعيب كبير طبعا، الناس كلها عارفاه، لعيب مهم في وقته، وكان خط وسط عالمي يعني. طبعا هو من افضل اللعيبه اللي دخلت النادي الاهلي، وحد ليه كل التقدير والاحترام، وكورته كانت جميله جدا طبعا. معتز زينو كان نجم خط وسط النادي الاهلي طبعا، وكان شويط يعني، ليه جوان كتير قوي. هو من احسن اللعيبه اللي جم النادي الاهلي، في قبل منه لعيبه كتير، بس هو في الوقت الحالي اللي انا فيه صراحه عمل حاجات جميله قوي. العرضيه بالفعل لاحمد حسن، الله على التسليحه، اينو ممكن يسدد، اينو كابتن معتز اينو من الناس من اللي على خلق، واللي ايام ما كان في الملاعب وايام ما طلع واعتزل، ويكفي ان هو بيحب الاهلي. من احرف الناس اللي لعبت في النادي الاهلي، وكمان هو مركزه في الخط النص ما شاء الله عليه، واجوانه اللي بتيجي من نص الملعب ومن الملعب عن بعد، دي حاجه برده مكسب كبير للنادي الاهلي. لعيب كبير جدا، واخد بطولات كتيره مع النادي الاهلي، وكل جمهور الاهلي بيحبه جدا، احنا كمان بنحبه جدا. من اللعيبه الحريفه اللي كان لها دور في النادي الاهلي في حصد البطولات بتاعه النادي الاهلي. هو بجد حاجه كويسه قوي، كان بيلعب كويس قوي، وكان من الحاجات اللي محترمه قوي في النادي الاهلي. اخلاقه كانت الناس كلها بتشهد بيها يعني. من الناس اللي قدمت حاجات كتير قوي للنادي الاهلي، وكفايه قوي الجون اللي جابه في نادي الزمالك في الماتش بتاعنا الشهير معاهم. ده مدفعك النادي الاهلي طبعا، اكيد طبعا، ده ما فيش اختلاف عليه. ده كان احسن خط نص جه يعتبر الاهلي طبعا بعد ناس كتير، بس في جيله. زي ما كنا بنقول قبل الفاصل، ان بالرغم من اعتزال كابتن معتز اينو بدري عن النادي الاهلي، الا انه لسه يعني في قلب الاهلاويه او في قلب جمهور الاهلي لسه يعني حب للكابتن معتز اينو يعني. لسه الجماهير بص فاكره لك يعني حاجات بالتفاصيل بتتكلم عنها. اصل انا لسه مبطل يعني بقى لي سنتين بس ونص، انت بس انا بتربطني حاجه يعني مع جمهور النادي الاهلي حاجه كبيره جدا يعني. حتى من وانا بلعب كابتن كان عمري الحمد لله ما عملت مشكله، عمري ما اتخانقت مع حد، عمري ما طلعت لفظ. فالناس كلها ده لعيب يعني مش مشاكس، فبيحبوني وبحبهم وبقابلهم في الشارع، فتربطني بيهم علاقه كبيره جدا يعني. واي حد يتمنى اللي هو ينتمي لجمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي ده يعني جمهور عظيم، وفي ميزه اللي هو بيقف جنب اللعيبه يعني لغايه لو الماتش 120 دقيقه بيقف معاهم لغايه ال 120 دقيقه، فدايما بيدونا يعني بيدونا دافع، وبيدوا دايما اللعيبه دافع في كل البطولات. ولما كنا بنسافر بره حضرتك عارف بتلاقيهم ورانا في كل حته،
فيعني ما بيبخلوش علينا لا بتشجيع ولا بيبقوا تعبانين جدا. وكانوا كنا بنشوفهم في المطار، كنا يعني احنا بنعدي مثلا من مكان وهم بنشوفهم كانوا تلاقيهم يعني مستنيين وبيقطعوا سفر طويل جدا عشان يشجعونا بره مصر. فلا جمهور النادي الاهلي ده حاجه كبيره جدا، ويعني وانا زعلان طبعا، بس دي يعني احداث بلد وكده، اللي هو مفيش جمهور دلوقتي في المباريات، لكن اللي لعب في وسط جمهور النادي الاهلي لا حاجه في الاستاد كمان جميله جدا، غير الناس يعني اللي بتتفرج في التلفزيون. لا في الملعب كمان بيديك روح يعني جامده جدا، بيخليك حتى لو انت تعبان او مش قادر ما تحسش بده، تدوس على نفسك وبجري وبتعب عشان الناس دي، ما ينفعش اللي هي تروح زعلانه. فبشكرهم طبعا على الكلام اللي قالوه في التقرير، وهفضل طول عمري بكن لهم كل احترام جمهور النادي الاهلي، وانا بحبهم جدا طبعا يعني. وانا حتى دلوقتي في النادي بخدم النادي الاهلي وبشتغل في النادي الاهلي عشان خاطر الكيان الكبير وعشان خاطر طبعا جمهور النادي الاهلي. لا ان شاء الله تعمل حاجه كويسه معتز، لكن من خلال التقرير انت لاعب وسط ملعب، ما جربتش في خلال مشوارك الطويل دوت حتى اديني فرصه بس اكمل عشان الناس دي ما قول لي لعبت فين؟ لعبت مركز ايه؟ سرد باك. انا لعبت كابتن فاروق جعفر وانا في الزمالك، لعبني في ماتش القمه مع الاهلي بتاع السوبر، كسبنا اتغلبنا 2-0 لبركات جاب الجونين. بدات سرد باك. كنت بلعب على عماد متعب وابراهيم سعيد جنبي، كنا بنلعب 2 سرد باكات وابراهيم ماسك ابو تريكا. يمكن انا لما رحت النادي الاهلي عماد متعب قال لي الماتش ده هو اللي جابك النادي الاهلي، بيهزر معايا. عملت احسن ماتش في حياتي فعلا وانا مساك. طب انت ما استغربتش ان الكابتن فاروق فجاه كده؟ ولعبت شويه في الناشئين برضو مساك. يعني لا يعني كان عندك خبرات في الجزئيه دي. فهو لما كان في ساعتها عندنا نقص ورا، كان في كابتن مشير التابع تقريبا كان مصاب، وكابتن وائل قباني مش يعني تقريبا برضو كان في حاجه جاهز. فكان في نقص في الحته دي، فكابتن فاروق جعفر ساعتها وكابتن جمال عبد الحميد كانوا ماسكني وكلفوني بلعب على عماد متعب. وعملت ساعتها ماتش جامد جدا، خسرنا بس عملت يعني مستوى كويس في المباراه، وعماد متعب ساعتها حتى كمان اتغير يعني، كنت انا بلعب عليه جامد بقى ساعتها، مع اننا كنا اصحاب في المنتخب الشباب كمان بس في الكوره ما لا طبعا في الملعب حاجه تانية. اتغير بقى لما انا رحت الاهلي، بقى قال لي ده الماتش ده اللي جابك النادي الاهلي عليا من كتر ما انا كنت ماسك. انت مين اللي ليه الفضل عليك بعد ربنا وبعد والدك الله يرحمه طبعا، بس مين من الاسماء الكبيره في النادي الاهلي اللي ليهم فضل على كابتن معتز في النادي الاهلي ولا عامه؟ لا في النادي الاهلي اكيد طبعا، انا اتمرنت تحت غير جوزيه كمان. طب ما هو كده في مين تاني؟ مين تاني قول انت. هو كان عشان لما جيت طبعا النادي الاهلي كان مستر مانويل جوزيه وكابتن حسام بدري وكابتن علاء ميهوب، وبعد كده اتمرنت مع كابتن محمد يوسف، كابتن فتحي مبروك طلع فتره من فترات من الشخصيات المحترمه جدا يعني، دول اللي انا اتمرنت معاهم في النادي الاهلي. لكن كمان المهم ان الواحد لما بيبص كده، المهم كمان اللي وقفوا معاك قبل ما تبقى لعيب كبير وقبل ما تبقى موجود في نادي كبير زي النادي الاهلي، مين شايف ان هو ده المدرب اللي اكتشف يعني. او اللي هو لا اللي اكتشفني واللي حطني على الطريق وعرف الناس بيا مستر فنجاده برتغالي ده، كنت انا لسه طالع من الناشئين في نادي الزمالك ورحنا معسكر البرتغال، وكان ساعتها اللعيبه الدوليه كلها في المنتخب. كابتن حازم بقى وكابتن عبد الحليم والناس الكبيره دي كلها وكابتن طارق سعيد، فاحنا كنا رايحين شباب صغيرين يعني كماله عدد زي ما بيقولوا في البعثه، فانا رايح ناشئ وكان معايا عامر صبري وكم واحد يعني من اللعيبه الصغيرين، فاحنا رايحين فالخواجه طبعا ما يعرفش بقى ده مين وده مين، راجل لسه جاي جديد فحضرتك عارف طبعا الاجانب ما يعرفش ده مين، فانا قالي اللي انا ولد صغير بيجري وبيتحرك من خلال التدريب، فبيسال قالوا له كان ساعتها كابتن محمود الخواجه وكابتن هشام كان مساعدين فقالوا له فبيقول لهم مين ده؟ فقالوا له ده ولد صغير لسه اول مره يطلع اول مره يسافر، قال لهم يعني ده من الناشئين؟ قالوا له من الناشئين. الراجل عشان انا مستوايا كان لفت انتباهه يعني ابتدى يركز معايا بقى، فلقيته بيحطني دايما يعني في التشكيل وبيحطني دايما في التدريبات ويحطني في التكتيك، يجيبني يحطني مع اللعيبه الكبار. ده اثناء المعسكر. اثناء المعسكر كل ده احنا في البرتغال. في البرتغال اثناء معسكر. اول مباراه وديه هناك يعني الاستعداد بتاعنا مع بنفيكا، بس كانوا بيلعبونا بالسكند تيم. فكان ساعتها اللعيبه الدوليه بقى كلهم راجعين، فكانوا لسه مراكين فما ادهمش المباراه من الاول، فلعب الناس المحليه اللي هي كانت اصلا معانا في المعسكر الشوط الاول وانا لعبت معاهم، فظهرت بمستوى كويس
فاللعيبه الكبار بقى النجوم كلهم هينزلوا الشوط الثاني. طلع كل الناس بتوع الشوط الاول وخلاني انا بس انت الوحيد اللي عايز بقى يشوفني مع اللعيبه بقى بتاعه المنتخب الكبار بقى كلهم، كابتن عبد الواحد السيد بقى وكل الناس النجوم، فحطني برضو معاهم. عادة اكتشاف يعني. فهو عايز يعني يشوف ده يشوف عنده رهبه في وسط الناس دي كبيره ولا لا. هيسد في وسط النجوم الكبار دول. فحطني جنب الكابتن تامر عبد الحميد، فعايز بقى يشوفني هل بقى ده مستواه هيبقى ولا هيخاف ولا الرهبه موجوده ولا مش موجوده، الشخصيه موجوده ولا لا. الشخصيه ولا لا. خدت احسن لعيب في المباراه ما شاء الله، يعني خدت مع احترامي لكل الناس، خدت انا احسن لعيب في المباراه، ادوني هديه كده ساعتها. فمن ساعتها بقى ابتدت بقى ساعتها الصحف والجرايد تكتب في مفاجاه، كنا نازلين على مباراه الاهلي السوبر. فابتدى بقى الصحف هنا في مصر، كنت انا بقى بكلم بقى ابويا بقى في تليفونه وبيطمن، فبيقولوا لي بقى شد حيلك، ده هنا الصحافه كلها بتتكلم اللي فيه مفاجاه لمباراه القمه، وفنجاده بيحضر مفاجاه وناشئ جديد وطالع، الكلام بقى اللي بيتكتب ده. فابتديت بقى اشتغل على نفسي، ولقيته حطتني اول ما رجعنا حطتني في المباراه دي بتاعت الاهلي. دي كانت بدايه يعني الناس تعرف مين معتز، يعني ولد صغير لسه. فنجاده يعتبر هو اللي اكتشفني، يعني هو اللي طلعني، هو اللي حطني على الطريق. والسنه دي لعبتها كلها، وخدنا ساعتها فيها الدوري 2002، ودي كانت بدايتي بقى من هنا. فضلت بقى خلاص في الفريق الاول على طول. كلمه اخيره تحب توجهها في البيت الكبير يا كابتن معتز، تحب تقول ايه للجمهور للبيت الكبير اللي جاي على بالك يعني ما تفكرش فيه؟ لا انا في البدايه طبعا انا سعيد جدا ان انا موجود بالحوار الشيق ده، وسعيد ان انا موجود مع حضرتك وكابتن مصر طبعا. حبيب حبيب شرف ليا، واي حد اللي هو يقعد مع كابتن مصر ده حاجه. كنت بتفرج على كابتن هاني من وانا صغير، كان نفسي ابقى اوصل للنجوميه بتاعت كابتن هاني طبعا. فشرف ليا ان انا موجود معاكم وفي قناه النادي الاهلي، وبتمنى ان انا اكون ضيف خفيف عليكم وعلى الناس. بشكر جمهور النادي الاهلي كله اللي دايما بيشوفوني في الشارع يعني بيساندوني وبيحبوني، وبشكر كل القائمين طبعا على العمل، بشكر كل الناس اللي ساندتني على مدار حياتي، بشكر والدي الله يرحمه تعب معايا كتير، والدتي ربنا يديها الصحه، بتتفرج عليا دلوقتي دي. ربنا يديها الصحه طبعا، بتدعي لي كتير. بشكر طبعا عيلتي وزوجتي. ولادك ما بيتفرجوش برضه؟ بيتفرجوا. ما بتتفرجش؟ بس هتلاقي محمد بيلعب ببجي دلوقتي عشان بيحب ما بيشوفش باباه. لا بس اكيد بيتفرج طبعا. عندي محمد وعندي كارما وعندي سيف ما شاء الله، عندي ثلاثه في الحمد لله. في حد برضه عنده مواهب كرويه حتى كارما؟ سيف الصغير. لا كارما بتلعب سباحه ومحمد بيلعب سباحه، بس سيف ان شاء الله. في بنات دلوقتي طالعين ما شاء الله بيحبوا كره القدم. وفي سيف كام سنه؟ 5 سنين. ده بقى الصغير خالص ده بقى، يعني ممكن عنده موهبه ده بقى. يعني ده الناس اللي يعني الناس هي اللي بتتنبأ له دايما، الصغير هو اللي. وباباه مش بيتنبأ له يعني، الناس بتتنبأ له والده. ايه احنا عايزين بس يعني ايه يبقى العيله ماشيه زي ما هي، كان اينو الكبير وبعدين اينو الوسط وبعدين وسيف اينو. وسيف اينو بقى وسيف اينو ان شاء الله. فبشكركم طبعا. ميرسي. بشكركم طبعا، وكل سنه وانتم طيبين، وبتمنى لكم دايما التوفيق، وما شاء الله على المجهود الكبير اللي في القناه والتغيير اللي في القناه، بتمنى لكم كل التوفيق. احنا بنشكرك، انت نورتنا النهارده كابتن معتز. ميرسي يا كابتن، وان شاء الله بالتوفيق ليك كده في قطاع الناشئين، ونشوف برضو مدرب واعد باذن الله. ان شاء الله. بعد الفاصل البيت الكبير ومع نجم جديد. اتفضل. رجعنا مع حضراتكم. الفقره اللي فاتت كان معانا نجم وسط نادي الاهلي، دلوقتي معانا نجم اخر في خط اخر طبعا، في خط الدفاع. منورنا ومشرفنا الكابتن الكبير احمد السيد. احمد منور يا احمد. اهلا بحضرتك يا كابتن. اهلا بيك في طبعا بيتك طبعا، وسعيد ان وجودي مع حضرتك النهارده مع استاذه سهام. أهلا طبعا بيك. والف مبروك على الشكل الجديد للقناه، ده طبعا ده اللي احنا مستنينه من اداره النادي الاهلي، يعني تطوير القناه، والحمد لله ظهرت بشكل كويس جدا يليق باسم النادي الاهلي. كابتن صوتك واطي قوي، مع ان انت يعني برضو ما شاء الله لا تختلف عن كابتن معتز. وبعدين قاعد سامع الحوار بتاع كابتن معتز وبيقول لك تحت لو لا ده في بقى، انا هقول لكم بقى على ايه الحاجات والفضائح الكابتن. طبعا يعني من الشخصيات لان انا بحبها طبعا، هو شخص طيب جدا ودمه خفيف جدا وعلى سجيته زي ما بيقول كده. صحيح. هو بس ما بيحاول يجود بس ويتكلم انجليش بس، بيقعد يقرفنا شويه زي ما رمزي قال كده. ده فوليوم نو ده كانت قدامي انا. فوليوم نو دي في الطياره مع الاجنبيه. هو كان هناك كان في فرح، كنا في زامبيا، كان في فرح وكان في بنت عامله هي معرفش دماغها بايظه ولا ايه، عماله تزعق.
فهو اينو بقى نزل هو متطوع عشان احنا كان عندنا ماتش, فهو بيتكلم معاها عمال يتكلم معاها, ولا هي فاهماه ولا هو فاهمها, هي بيتكلموا عربي وهي بيتكلموا باللغه بتاعتهم. فهو هي فالبنت هي كمان بتتكلمش انجليزي يعني. مش فاهمين حاجه, والحوار كله داير ان ما حدش فاهم حاجه. بس هي متعصبه عليه وباين, هي متعصبه لان هو يعني عمال يقول لها ايه, عمال يعمل لها, عمال يشاور لها ويقول لها يعني بالراحه عشان تتفق, فهي ايه, فالبنت انفعلت راح مزعقه, فهو عايز يقول لها بقى ايه مش بالصوت يعني. فبيقول لها لا فوليوم يعني بيعملها كده يعني. مش بالصوت يعني انا ما بخافش. بيقول لها فوليوم بقى, بيقول لها فوليوم لا ما بخافش منه. لا نورتنا يا احمد بجد. وزي ما احنا كنا اتكلمنا مع معتز, الناس اللي دايما بتقول دمهم خفيف وكان ليهم كواليس ظريفه جدا جدا جدا, لكن على المستوى البساط الاخضر زي ما بنتكلم, اول ما بيحطوا رجلهم في الملعب بتظهر شخصيه لعيبه النادي الاهلي وبتظهر الجديه والبطوله. فكلمنا برضو يا احمد, عايزين بداياتك. احنا دايما بناخد البدايات عشان الناس تعرف طبعا نجمنا الكبير كانت بداياته عامله ازاي. كلمنا عن بداياتك عامه مع كره القدم كانت عامله ازاي. انا يعني مش كنت ناشئين الاهلي الاول, كنت ناشئين نادي النيل, وانتقلت النادي الاهلي سنه 94 وانا عندي 14 سنه من نادي النيل. كان كابتن فتحي حماشه وداني الكابتن خالد جد الله, وتدرجت من 14 سنه لسن 19 سنه, تصعدت فريق اول, وكان طبعا ليا الشرف ان انا رحت المنتخب مع كابتن جواري, كنت مع حضرتك في البطوله بتاعه ايران. بطوله ايران كنت مع حضرتك هناك البطوله, فكنت موجود طبعا, ما لعبتش بس موجود طبعا, وكان لي الشرف وجودي مع مجموعه طبعا نجوم استفدت منهم كتير, زي حضرتك كابتن حسام, كابتن ابراهيم, كابتن محمد يوسف. كان طبعا دي فرق جدا معايا في حياتي طبعا, ان انا شفتكم على الحقيقه, كنت بتفرج عليكم بس شفتكم على الحقيقه, شفت تعاملاتكم, شفت الخبرات بتاعتكم, شفت قد ايه انتم ممكن تحتووا ناشئ صغير ممكن تدوا له خبراتكم, فدي فرقت معايا جدا في حياتي. وانت كمان واحد من عناصر الجيل الذهبي زي ما بنقول. بس في تقرير عاملينه عنك بشكل تفصيلي اكتر, بيتكلم عن مين احمد السيد, نشوفه من البدايه ونرجع تاني. أحد أعظم المدافعين في تاريخ القلعة الحمراء وواحد من أكثر اللاعبين حصداً للألقاب في تاريخ المارد الأحمر, نجم النادي الأهلي السابق أحمد السيد. وأحمد السيد في الدقيقة يعني في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة. ولد أحمد السيد في 30 من أكتوبر عام 1980, وقضى معظم مسيرته الكروية في النادي الأهلي والتي بدأت في العام 2000 حين ظهر لأول مرة في صفوف الفريق الأول كوريث شرعي للنجم السابق سمير كمونة, حتى أنه حصل على الرقم 5 الذي ميز كمونة خلال مسيرته. أحمد السيد أحد خريجي مدرسة الناشئين في النادي الأهلي, تألق في مركز قلب الدفاع والمساك نظراً لامتلاكه مقومات هذا المركز من حيث القوة والسرعة والجدية والتركيز وإجادة ألعاب الهواء, وهو ما جعله خياراً لا غنى عنه في الخط الخلفي منذ ظهوره وحتى رحيله عن النادي. آمن البرتغالي مانويل جوزي المدير الفني الأسطوري للمارد الأحمر بقدراته بشكل كبير, ومنحه شارة قيادة الفريق ليصبح أحد أكثر كباتن الأهلي تحقيقاً للبطولات والإنجازات, إلى أن رحل عن الأهلي في مايو 2012 بعد نهاية عقده, ومع تولي حسام البدري مسؤولية تدريب الفريق في ولايته الثانية مع النادي. خلال مشواره مع الفريق حصد أحمد السيد 24 بطولة من خلال الفوز بـ7 ألقاب للدوري الممتاز وكأس مصر 4 مرات وكأس السوبر المصري 5 مرات ودوري أبطال إفريقيا 4 مرات أعوام 2001، 2005، 2006 و2008, كما فاز ببطولة السوبر الإفريقية 4 مرات أيضا. وبعد الرحيل عن القلعة الحمراء انضم أحمد السيد لصفوف تليفونات بني سويف في أغسطس عام 2012, وظل معهم لمدة موسم خاض خلاله 5 مباريات, ثم انضم لصفوف مصر المقصة من 2013 إلى 2015. كانت محطته الأخيرة رفقة الاتحاد السكندري الذي لعب له من 2015 وحتى 2017, حيث قرر اللاعب تعليق حذائه بعد خروجه من حسابات الإسباني ماكيدا المدير الفني للاتحاد السكندري بالإضافة لتكرار الإصابة,
وهو ما دفعه لاتخاذ القرار الصعب باعتزال معشوقته الساحرة المستديرة في سن 36. على الصعيد الدولي توج السيد مع المنتخب بلقب كأس الأمم الإفريقية 2006 والتي احتضنتها مصر. وفي النهاية يبقى أحمد السيد نجما لامعا وحدوتة من الألقاب والإنجازات في كتاب أمجاد القلعة الحمراء. تقرير يمكن بيحكي عن البدايات عن كابتن أحمد السيد، بس أكتر حاجة ممكن تكون جذبت انتباهك وانت بتسمع التقرير في خلال مسيرتك الكروية دي يا كابتن؟ يعني أكتر حاجة جذبت انتباهي في التقرير ولا أكتر حاجة في التقرير وانت بتسمعه دلوقتي كنت منتبه؟ بشكر طبعا على التقرير، بس طبعا هي أكتر حاجة في التقرير لما مشيت من النادي، يعني هي دي كانت مع تكرار الإصابة. لما مشيت من النادي الأهلي عارف 2012. كان تكرار الإصابة سبب اعتزالك وانت عندك 36 طبعًا سنة؟ طبعا انا عندي إصابة من صغري، يمكن كابتن هاني يبقى عارف موضوع القرحة اللي في الركبة دي بتبقى صعبة شوية على اللعيب. جت لي وانا عندي 21 سنه وقعدت استمريت لعبت عليها لحد 15 سنه. فكانت بتاثر شويه خصوصا بعد ما سبت النادي الاهلي. الملاعب اللي بتمرن عليها بتبقى صلبه شويه ناشفه، فدي بتاثر في الركبه. فكانت الموضوع ان العضله تقبل الجيم دي كانت تبقى صعبه جدا، فقررت ان اعتزل. لا مشوار طويل يا احمد وبطولات كتيره جدا جدا مع النادي الاهلي، واعتقد في كواليس كمان على المستوى الفني بالنسبه لمانويل جوزيه هنتكلم عليه، لان اعتقد علاقتك بمانويل جوزيه علاقه خاصه شويه وكان بيؤمن بيك بشكل كبير جدا. لكن خلينا قبل ما نوصل لمانويل جوزيه عايز اكلمك، انت لعبت على طول في مركز السردباك ولا يمكن انا سالت كان موجود اينو قبليك فقال لك كان بيلعب سردباك وبعدين في وسط الملعب. انت من اللعيبه من وانت صغير او في نادي النيل كان البوزيشن بتاعك ايه؟ انا اول ما لعبت في نادي النيل وانا صغير كان عندي 10 سنين، كان كابتن عماشه كنت بلعب باك رايت، يعني كان وانا صغير كنت طويل وكان عندي برجلي واسع، فكان بالنسبه لي ده حاجه كويسه. يعني انت في سن 10 سنين كان كنت طويل بالنسبه للسن، لدرجه ان انا حتى اما جيت اختبر في نادي النيل هم كانوا فاكرين ان انا مزور سني، لان انا طويل وش صغير بس طويل يعني. فبداوا طب شهاده ميلادك، فانا كده كده من سكان المانيا اللي قدام النادي، فجبت لهم شهاده الميلاد لقوا السن كويس وتاكدوا خلاص وكملت. فكابتن عماشه جه في وقت كده قال لا انا عايز اوظفك تلعب ليبرو مش مساك، ليبرو. قلت له ماشي، فقعد يعلمني مهام الليبرو يمرني في الملعب، يعني فرق معايا شويه في التمرين بس لحد ما رحت النادي الاهلي. كابتن خالد رحمه الله قال لي انت يعني انت استايلك مش ليبرو انت مساك. كابتن خالد جلاله؟ كابتن خالد جلاله. اول سنه رحت الاهلي 14 سنه كنت رايح مفروض ليبرو ولعبت مساك. مين بقى اللي وداك النادي الاهلي؟ كابتن فتحي عماشه. انا كنت في نادي النيل الحمد لله كنت مسمع كويس، لان يعني اما كنا في الناشئين كان في كل نادي كده بيبقى في لعيب مسمع، في اثنين لعيب زي دلوقتي مثلا، في لعيب مثلا في نادي مثلا النيل مسمع ملفت يعني هنلعب مع بعض يبدا الكلام يكتر ان مثلا في لعيب كويس في نادي النيل. فانا نادي الاتحاد العثماني اللي هو نادي مزارع دينا كلموا نادي النيل قالوا احنا عايزين يقعد معانا زي فتره معايشه كده ونشوفه. فمرنت معاهم بالظبط اسبوع، طلبوا ان هم يتعاقدوا معايا. نظام التعاقد زمان كان مقايضه ما كانش فلوس. يعني مثلا ادوات بالظبط، يعني الظاهر اختلاف مثلا كان على كورتين او حاجه كده مثلا او كان كده لا صحيح يعني كور ادوات بالذات في قطاع الناشئين يعني الولاد الصغير مثلا الصفقه تبقى اوكي عندكم 50 كوره او طقمين لبس هو بتبقى ما كانش فيه فلوس كدا. ما كانش فيه فلوس خالص يعني. فطبعا كان هم مختلفين شويه، النيل كان طالب حاجات كتير ودي فرقت الحمد لله، يعني كان من عند ربنا كده ان النادي الاهلي كابتن حماشه كلم كابتن خالد جد الله. كنت انا الفتره دي بقعد اختبر كتير في الاهلي، بس نظام الاختبارات زمان كان الملعب في ملعب اللي كان في الجزيره اللي هو اللي اتنقل جنينه دلوقتي لا مش التيتش اللي اتعمل جنينه الفرق الورا اللي هو اتعمل جنينه دلوقتي كان بيبقى بيقسموا الملعب ممكن 10 ملاعب يعني 4/4 الملعب والربع ملعبين كمان. فاختبارات بقى بيجي من ناس من الشرقيه وناس من هنا، فطبعا كله بيبقى فكر الناس ان انا لما اخد الكره واقعد اجري بيها يبقى هو ده الصح. فكل واحد ياخد مثلا يبقى زميلي معايا في الكره زيني واخدها مني اللي هو عايز ابين ان انا كده، فما كانش بيبين اي حاجه ما حدش بيبين صعب يعني. كان في ناس كتيره تبقى معايا بشوفها في الملعب انا ما اعرفهمش بس كويسين وبيمشوا مش عارفين يبينوا يعني انت كنت قبل كابتن عماشه كنت بتحاول انك تدخل النادي الاهلي بس طبعًا. يعني ما توفقتش طبعا. هو النادي الاهلي نادي النيل يعتبر اسمه الاهلي بيه زمان. ايوه صح كان في توأمة كده ما بين النادي الاهلي يعني في سن كان اللي هو بتاع كابتن سيد عبد الحفيظ السن ده اتلغى
الفرقه كلها ودوها نادي النيل عشان ما تروحش انديه ثانيه. وهم السن السنه الجايه بتاعهم رجع راحوا مرجعينهم ثاني. ايوه هو النادي بيتعامل معاهم كده. فكابتن عماشه قال لي كابتن خالد جد الله، قال له اللعيب اللي انا قلت لك عليه ده رايح مزارع دينا. قال له خلاص احنا ممكن نشوفه الملعب. رحت اول تمرينه اتمرنت مع كابتن خالد وكابتن ضياء السيد، قال لي هات الورق بتاعك من اول تمرين. اول تمرين على طول، لان نزلت الملعب يعني نزلت تقسيمات تقسيمه كبيره ووقفت في مكاني عادي ولعبت. وقعدت هو قال لي انت يعني انت هتخش معانا بسرعه يعني انت كويس. ساعتها لعبت ليبرو، لعبت اول ما لعبت ليبرو هو بعدها يعني كذا تمرينه كده. لا فانا بتكلم على اول تمرين. اول لعبت ليبرو كنت لعبت ليبرو اللي هو المركز اللي الكابتن لعبت عماشه هو اللي وظفك فيه. كنت كويس فيه، بس هو طبعا في واحد كان موجود في المركز ده استحاله حد يلعب عليه في مصر، هاني سعيد. هاني سعيد فاستحاله يعني. هاني طبعا كان في المركز ده كان اشهر واحد في مصر يعني. طبعا. فقال لي لا كابتن خالد، قال لي لا انا محتاجك في مركز المساك، انا عندي نقص في المركز ده. فاول ماتش كان عندنا مركز شباب امبابه، ثاني ماتش المقاولين لعبت اساسي، كان ماتش صعب جدا وعملت ماتش كويس جدا. كمساك طبعا كمساك يعني. انا كنت عندي طموح ان انا العب في نادي الاهلي، فدي فرقت معايا ان انا الغل اللي كان جوايا ان انا عايز العب في النادي اطلعه في الملعب. خلاني ان انا لا يعني لازم اسبق خلاص، دي فرصه مش ممكن ما تجيليش تاني. صحيح. ففرقت معايا جدا يعني. ده مشوارك على مستوى الناشئين. خلينا نتكلم عن النقله الاكبر يعني. انت طبعا كنت بتروح تختبر في النادي الاهلي، وكنت بتلعب في نادي النيل، وبعدين كان دور كبير جدا كابتن خالد موجود انت في الناشئين. لكن النقله الاكبر من الناشئين للفريق الاول، واعتقد كان مانويل جوزيه كان ليه دور في الموضوع. لا ما كانش مانويل، كان كابتن مختار. كان مانويل جمه لما انا طلعت. انا ما اعرفش بيبقى كانش ليه حظ في الفريق الاول شويه، مش عارف ليه حظ ان انا اتصعد يعني. عارف حضرتك كان بيبقى في اتنين مساكين موجودين في الفريق 19 سنه، الفريق الاول يطلب المساك الثاني مش انا، مع ان انا كنت اميز واحد في الناشئين. كابتن مختار كان على طول لما بيطلبه حد احمد السيد. ما اعرفش كان يعني هم ما كانش فيه اعمار بيني وبين صوبل شويه، مش عارف ما كانش حابب كان صوبل ساعتها. مع ان لعبت يعني بعدها بشهر طلبني بالاسم ولعبت معاه ماتش، اول ماتش ليا في كاس مصر معاه. هو كان سكت حديث سؤال يعني ما كانش حطك في دماغه يعني، لانه طلبك في الاخر. بس يمكن دي بتبقى توازنات يعني. مش توازنات، هو انت ما تعرفش حاجه في وقتها يعني. او لا خبرتك ممكن قناعات. هي بص حضرتك، هي ممكن وكابتن هاني عارف، ممكن مدرب يبقى يقتنع بستايل لعيب او طريقه لعبه، ويجي مدرب تاني يقول لك لا انا اللعيب ده مش عاجبني. زي مثلا كابتن ايهاب جلال مثلا. ايهاب جلال ليه نوعيه لعيبه معينه لازم تلعب معاه في الدفاع بالذات، لازم يكون كورته كويسه يبدا الهجمه من ورا. ممكن يكون في حد كويس قوي لكن هو مش مناسب للكابتن ايهاب. انا كنت خلاص يعني انا فقدت الامل، وكان نادي ام بي ساعتها كان لسه عايز يصعد ممتاز، وكلمه الله يرحمه كابتن صالح سليم وكابتن حسن حمدي، قالوا له عايزين احمد السيد يلعب معانا، يلعب عشان عايزين نصعد. وانت كنت 19 سنه؟ 19 سنه. وانا خلاص بقى كان راي كابتن صالح سليم ايه؟ ما هو ما كانش عايز، بس انا اللي اصريت. كابتن صالح وكابتن طارق سليم من كابتن هاني يعرف، ولاد النادي بيبقوا عزاز جدا 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 عند كابتن طارق وعند الله يرحمه وعند كابتن صالح الله يرحمه. وانت كان قرارك ان انت من زهقت خلاص يعني. ممكن يعني هي الحياه فرص، ممكن فرصه ما تجيش تاني. نادي انبي نادي كبير، وكانوا عارضين فلوس كويسه جدا وقتها، انا عندي 19 سنه، فعارضين فلوس كويسه جدا. وكان قعدت مع الناس، الطموح عندهم كانت عاليه. انا بحب اروح نادي يبقى عنده طموح، مش عايز اروح العب في نادي لمجرد ان العب وخلاص. فخلاص فكابتن مختار قال لي خلاص انت كمل الموسم لحد اخره مع الناشئين وبعدين روح انبي. فاحنا كنا في اسكندريه في معسكر اسكندريه، و يعني فطرنا ونازلين على الغدا، لقينا كابتن مختار مش موجود، وكابتن على عبد الصادق وكابتن طارق سليم مش موجودين. بنسال، قال لك ده مسكوا الفريق الاول. صعدوا الفريق الاول. صوبل مشي ساعتها، كان ماتش القطن الكاميروني بعد ماتش البن الاثيوبي وخسرنا. فمشوا الجهاز الفني. فانت ابتدى تاني يعني احياء الامل يعني. انا طلعت الاوضه، طلعت اوضه مريح شويه، لقيت الاداري بيكلمني. انت ومحمد فضل وياسر علي وامير عبد الحميد انزلوا سافروا القاهره عشان تنضموا للمعسكر، عشان مسافرين رومانيا. فطبعا فرحه رهيبه بقى، الواحد ماشي الدنيا بقى فرقت معايا. فرجعت القاهره اتمرنت، وكابتن مختار قال لي انا اصريت ان انت تيجي، وكلمت الناس، وكابتن طارق سليم اصر ان انت تكون موجود، واحنا عندنا ماتشات في رومانيا، انا هبدا احطك على الطريق وماليش دعوه بيك بعد كده. خلاص انت بقى، وانت هتلعب كويس هتكمل، مش هتلعب مش هتكمل.
طبعا انت بقى كنت ساعتها متضايق او يعني جات لك حاله شويه من الخمول كده او الاحباط، وبعدين زي كابتن مختار يعني رد لك الروح طبعاً تاني طبعاً يعني. عملت ايه بقى يعني؟ كان بقى اللحظه دي وهو بيقول لك كده الميزه ان المدرب اللي هم صعدني مقتنع بيا، يعني المدرب اللي بيحارب عشان طلعنا الفريق اول، فهو مسك فريق اول ده يعني برضو اما كابتن هاني عارف اما يكون بيتمرن مع مدرب مقتنع بامكانياته فبيحاول يطلع كل عنده، غير لما يكون واحد مش مقتنع بيا وبيلعبني بس غصب عنه. فطبعا فرقت معايا، لعبت اول ماتش في رومانيا كنا بنلعب فرقه اسمها ستيوا بوخارست، وبعد كده لعبنا الاسماعيلي ماتش هناك. فطبعا انا عملت الماتشين كويسين جدا وبدات بقى الناس تتكلم عليها كويس. جينا اول ماتش لعبناه مع اتحاد عثمان في الدوري، انا فاكر الكلمه دي كابتن ياسر ريان، كان دفاع الاهلي بقاله فتره ما كانش كويس، فالماتش ده كنا كويسين، كنت بلعب انا وحسام غالي وشادي. قال لك حاجه؟ قال لي انا اول مره من فتره احس ان انا عندي دفاع. كابتن ياسر ريان كان بيلعب في الماتش ده، قال لي اول مره احس ان انا في دفاع عندنا. كان مين بيلعب جنبك يا احمد؟ انا وحسام غالي ليبرو وانا وشادي. يعني حسام كان بيلعب ساعتها، كان بقى تقريبا قبل يعني قبل ما يحترف. حسام احترف في 2004 رجع بيلعب ليبرو ليبرو، وكان كابتن هادي طلع في نص الملعب، كابتن هادي خشبه في نص الملعب، وانت وشادي وانا وشادي مساكين مساكين. كان عندهم مهاجمين كويسين جدا، فريق اتحاد عثمان كان فريق قوي وكان عندهم مهاجمين فعلا مميزين جدا. عملت ماتش كويس جدا، كان اول ماتش ليا، وبدات الناس تتكلم عليا، وبعدها بخمس ماتشات انضميت مع كابتن الجواري، كنت حضرتك موجود فيها، انضميت وسافرت السفريه بتاعت ايران الدوره الدوليه الوديه الوديه دي، كنت مع حضرتك هناك موجود فيها، فدي فرقت معايا جدا يعني. وكملت اول سنه كابتن مختار، وبعد كده في نص السنه جابوا ديكسي، وبعد كده ديكسي مشي وجيت مستر. كان علاقتك ايه بديكسي؟ كويسه جدا، بيحبني جدا يعني برده فرق كابتن مختار، فرق معايا يعني. هو كابتن مختار طبعا اداك السبورت واداك الثقه ودخلك يعني وتقريره يعني اكيد الراجل مسك في وسط الموسم، فما عندوش درايه كافيه بالفرقه، فطبعا الراجل من التعامل بتاعه انا فهمت ان كابتن مختار اتكلم عليها كويس. وانا كنت الحمد لله ماشي كويس ولعيب منتخب يعني. واخد نصيحته قدامك يعني؟ لا طبعا كابتن مختار هو طيب. يعني الحمد لله فرق معايا في حياتي. وبعد ديكسي كان في بقى مرحله جوزي، وحققت بطولات كتيره جدا جدا معاه يعني في الفتره ديت، ولك معاه علاقه خاصه برضو زي معتز ايه؟ طبعا هو مستر مانويل. هو اول ما جه مستر مانويل هو صداقته للمصريين، عنده اصحاب مصريين، فهم شخصيه المصري يعني 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 ممكن كابتن هاني فاهم القصه دي، المدرب الاجنبي ما بيجي بيبقى بالنسبه له الموضوع مبهم شويه، هو مش فاهم هو الشخصيه اللي قدامي دي يعني. كابتن هاني محترف مثلا في المانيا، اكيد اول ما راح مش عارف شخصيه الالمان، طبيعه الانسان، طريقه التعامل. اللي كنت بسمعه ان مانويل جوزيه دخل بسرعه وفهم التركيبه بالظبط بتاعت اللاعب المصري طبعا، وفهم كل حاجه، فهم اللعيبه ايه، بقى يتعامل معانا ان هو مصري، حتى بقى يتعلم الكلام المصري، بقى حد مثلا هو كان ما يحبش ابدا اما يجي يتكلم عشان يقول له مثلا اعمل كذا كذا، او مدرب بيقول كذا حد يقول له ان شاء الله، هو يقول لك ايه ان شاء الله لكن بدو يعني إيه يعني ان شاء الله بس بشتغل بقى. هو بس ايه بيقول ايه؟ بس اشتغل عليها يعني. كلمه ايه؟ ان شاء الله بس دو يعني افعل يعني دوت يعني دوت لا دو يعني اشتغل افعلها يعني. ماشي يعني. بعدين ما يحبش اللي هو الناس يقول لك ايه كل حاجه، يقول لك المصريين حد مفهمه ان لما حد يقول ان شاء الله كتير، المصريين بيحبوا يعني ان شاء الله كتير، انه يعني كانوا بيتهيطنش يعني بياخدها ليه، ما حد يقول لك مثلا انت كذا قلت طب ان شاء الله يعني، بياخدها حد فهمه ان دي طبعا حاجه غلط يعني. ان شاء الله احنا بنقولها في كل حاجه، بس طبعا هو خدها ان هي قدم المشيئه يعني، هو خدها ان هي حاجه ان هو ايه المصريين عامه يقولوا ايه ماشي هقابلك بكره طب ان شاء الله يعني بيهرب من السؤال من ان هو يعني يقابله يعني. فبدا يفهم المصريين كويس، بدا يفهم شخصيتنا، بدا حتى في التمرين اي لعيب بيبدا يميز هو بقى فاهمه، والناس مفهمته ان اللعيب الكويس مين اللي بيتمرن مين اللي بيعمل، فبدا فاهم كل واحد يعني يميز اللي هو يعني برضه عشان الناس تفهم الناس يميز اللي هو يعني بيحسس ان هو بيعمل مجهود كبير، بس هو ما بيعملش مجهود يعني كبير في التمرين، فبيميز على المدرب ان هو المدرب يبص له يحس يعني ان هو بيشتغل يعني مثلا ايه يعني مثلا يبقى هو عامل تمرين معين مان تو مان، بيعمل تمرين مان تو مان كده كل اثنين بطول الملعب، ففي اثنين بيلعبوا مع بعض، هم الاثنين مع بعض ويروحوا مظبطين مع بعض، فهو يروح منادي عليهم هو بيقول لهم انا فاهمكم، بيشوف معدل الجري يعني هو التمرين بتاعه كان حرب، فهو يعني تمرين قوي جدا، حرب تمرين قوي حرب يعني، هو يعني بجد التمرين احنا كنا بنكسر بعض في التمرين، وهو بيقول لنا كده اللي مش هيتمرن كويس مش هيلعب
لدرجه ان يعني ابو تريكا انا كان بيعمل تاكلينج قدامي اقول له ابو تريكا انت مش محتاج كده هتلعب انت احسن لعيب في مصر يقول لك لا هو انا لازم اتمرن كويس. هو كان عنده ميزه كمان يا احمد ان هو لعيب كبير باسمه بامكانياته لكن ساعات كتير جدا جدا كان بيوبخ اللعيبه الكبار بالذات علشان كمان اللعيب الصغير يخاف يعني كان ممكن يجي على ابو تريكا شويه يجي على بركات شويه طبعًا. عشان كمان يلم المجموعه بشكل كبير ده اسلوبه اصلا ده اسلوبه ان هو بيبقى عامل جايب في كل مكان اثنين كويسين والاثنين المستوى بتاعهم متقارب يعني مثلا هتلاقي في الدفاع احمد كل السيد. مركز اثنين لعيبه كويسين رامي عادل عماد النحاس فتلاقي كل اللي موجودين اي حد يلعب بيبقى كويس فهو اللي بيلعب بيبقى عارف ان اللي بره ده مستنيه هو يقعد يقول لنا يقول لك انت هتلعب وحش واللي بره مستنيك هياخد فرصته هتبدا انت بره لحد ما ايه يجي دورك فانت على طول بتلعب غير اما يكون الاحتياطي بتاع الكابتن مستوى قليل وانت عارف ان هو قليل فكده كده بقى انا هلعب مفيش مشكله يعني هو يعني حصل في حاجات كتير في حراسه المرمى وحضرتك فاكر لما جه كابتن نادر السيد نفس عشان الفكره عشان كان الحضري بدا يتدلع شويه ف نفس الفكره نفس الفكره اللي هو ان انا اجيب اثنين نجوم فاللي بيلعب بيشد حلو واللي بره مستني دوره يعني هو كان دي سياسته وانت لعبت في الفتره دي وحققت بطولات وصلت لكام 20-24 بطوله تقريبا لا 26 26 بطوله غلط مش عارف يعني في بطوله 2012 لافريقيا وفي دوري انا قعدت فيه ماتشين احتياطي في الاول وانا صغير فاتحسبت لي وبطوله 2012 دي انا لعبت في التصفيات فاتحسبت لي 26 وبطوله مع المنتخب ف 27 وال 27 بطوله مع النادي الاهلي لا 26 مع الاهلي بطولة مع المنتخب تمام رقم خمسة طبعا قول لي ايه اخبار رقم خمسة كان لها كمونة طبعا انا بحبه يعني الرقم ده انا من صغري انا بحبه من زمان ده يعني اول ما تصعد كان كابتن سمير كان لسه بيلعب وده طبعا ده كابتن سمير ده انا راجل حد محترم جدا وانا بحبه يعني استفدت منه كتير فكنت بقى اول ما طلعت كنت لابس رقم اثنين فطبعا اول ما كابتن سمير مشي انا قلت له حتى قلت له كابتن انت لو احترفت او مشيت انا هاخد رقم خمسة هو حتى اول ما مشي حتى كان قال الكابتن عماد اليماني قال له رقم خمسة ده محمود لحمة 98 اعتقد سنه لما طلع من لما تركيا لما طلع من تركيا 2000 من تركيا 2000 فقال له دي لاحمد يعني هو حتى كابتن سمير كنت على طول وانا صغير اقول له مثل الاعلى على طول يعني قول الو الو حد من جيلك وبيحبك جدا ها مين امير عبد الحميد صوته برافو عليك صوت انا عارف صوت امير برافو عليك امير ازيك اهلا بيك ومنورنا حبيبي امير ومسا على حضرتك وعلى التهام طبعا يعني الضيف الجميل اللي انا بحبه زي اخويا ومتربيين مع بعض كنا في سيرته النهارده والله مع كابتن محمود صالح فاول حاجه ببارك لحضرتك طبعا على البرنامج يا كابتن والقناه الله يخليك ميرسي يا امير دايما متالقين كده ان شاء الله ويا رب دايما النادي الاهلي دايما على طول فوق فأنا سعيد جدا بالمداخلة دي يا كابتن صراحة بتلعبوا ماتشات يا كابتن دلوقتي صح؟ ساعات كده لما كتير قوي بنلعب مع بعض في نادي الأهلي لما ساعات بنروح نلعب مع نجوم طبعا الفن وكده أحمد السقا أو حماقي أو ساعات مع بعض كلنا بنلعب مع بعض بنجمع بعض الكتب الكبار كابتن أحمد حسن وأحمد سيد وبلال وناس كتير نجوم الحاجات دي بتبقى بتفرق معانا ان الواحد بيبقى خلاص بعيد عن الكوره فالحاجات دي بيبقى مبسوطين واحنا متجمعين وفي الحاجات زي دي المناسبات اللي زي دي التجمعات مهمه بس جدا بس الفتره اللي فاتت دي كانت فتره صعبه كنتوا بتعملوا ايه يعني كنتوا فعلا بتتقابلوا كان ولا كنتوا بقى مشددين على نفسكم عشان اسركم ايه مش في لعب خالص لا ما كانش لا انا مش قصدي لعب انا قصدي كان في مثلا تجمعات كنتوا الملل بيخليكم ان انتوا تنزلوا تشوفوا بعض يعني تلعبوا خماسي اي حاجه لا ايام الكورونا طبعا كان في اجراءات وكان بيحافظوا على نفسهم بس عايز اسالك بقى طبعا الخماسي ميسي بيظهر في الخماسي طبعا ها لا احمد ما انا بقول لك انا بقول لا كويس خمس جيت ركبت مسمينه ميسي انا عارف ميسي معناها ايه بس احمد يعني كمان من اللعيبه المجتهده بس قول لي في الخماسي اخبار ايه في الخماسي يعني الملعب الكبير عارفينه بس الخماسي اخباره ايه في الخماسي هو احمد السيد كابتن موهوب اصلا حريف يعني والله في الخماسي كويس بيقابل اي حد يقابل اي حد اساله والله في الخماسي كويس جدا واحمد ما شاء الله يعني ليه قول له طيب انت لا قول انا قول له لا امير انا في الخماسي يا امير يقول لي كابتن هاني بقول لك يا كابتن هاني حضرتك احنا كنا رحنا ماتش الاهلي السوبر اللي كانت الامارات وبعدين احمد لعب معانا شويه ولعب مع نادي الزمالك شويه فلقيناه ارتاح جدا ان هو راح لعب مع نادي الزمالك فبقول له بنقول له احمد طب انت ليه يعني ليه مع نادي الزمالك ماشي وتجيب جوال وبتاع معانا قال لي بس انتوا عندكم ناس نجوم كبيره
وضغطيني ولازم نكسب. الزمالك عادي الدنيا ماشيه كويسه بالهزر، ضغطيني ضغط رهيب وانا بلعب فيها ضغط وكده، او عايز يبقى الدنيا يا كابتن. واكيد هو كمان عايز يحكي لكم على الموقف بتاع كابتن خالد بيبو لما غير الجزمه، اكيد حكايه او هيحكيه. لا لا اتفضل يا كابتن احمد. الاول الموقف ده كان هو سبب تسميه ميسي دي. ايوه عايزين نعرف السبب. كان كابتن خالد بيبو كان لما يجيب ستارز جديد كنت انا على طول هو بيدينا لينه يعني، ففي التمرينه دي كان هو اللي اتمرن بيه شويه، وبعد كده الدهني قال لي اخد لينه شويه عشان وجع رجلي. فجوزيه في التمرين ده بيعمل تمرين فينش على الجول اللي هو جوزيه تملي بيحب، ما بيحبش الشوت، بيحب اللي هي الار 2 بليسنج على طول. ما شاء الله احمد مميز فيها كمان. فانا بالخارجي كمان والله يا كابتن بعملها كويس بالخارجي والداخلي وجول امير واقف امير واقف والحضره يا كابتن. فانا بشمالي ويميني الكوره تجيلي ما اعرفش في ايه، زي ما يكون مثلا في حاجه فيها غريبه في المقصات كله والله. اميري واميري بص كده. فجوزيه عمال يقول ايه ده وفي الواد ده ماله في. فالمهم راح جوزيه قال لي تعالى تعالى في انت مالك النهارده في. قلت له لا ده انا بس لابس جزمه خالد بيبو، وخالد بيبو لابس جزمتي. كل بقى كور خالد كان بيشوط ازاي كلها في مستشفى المعلمين كلها في مستشفى المعلمين يا كابتن خالد بيبو. الشوط كلها بره عند المسجد وفي مستشفى المعلمين. فطبعا بدا يا كابتن الميزه في احمد في الماتشات اللي هي لما بنلعب ماتشات بقى في ابطال افريقيا او في الدوري الماتشات المميزه برضو من اللي اكدت بقى ان احمد يبقى اسمه ميسي ان هو بيجي من ورا كابتن هاني. حضرتك عارف طبعا البوزيشن ده جاي من ورا بيرقص الواحد اولاني والثاني، فبلاقي الامور ماشيه معاه يقعد يرقص بيكمل ومش مصدق. لا ده عايز اقول لك حاجه، ده عايز اقول لك حاجه كمان يا امير. ده هو داخل على الاستوديو لقيته عمال يجي كده ويجي كده. قلت له ايه انت ميسي من هنا ولا ايه؟ لا احمد من اللعيبه المجتهده جدا مميزه جدا، وكان عنده ديت كانت عندك دي يا احمد انك بتلاقي مساحات فبتحاول تمشي بيها. هو بيقول لي على طول مسمر انا بص انا مش سريع بس برجلي واسع. فالستارت بتاعي كويس يعني، لما بقرب من حد وابدا اعدي منه فانا برجلي عشان واسع فبفرق في الخطوه. ممكن هو يجيبني بعدين بس يعني بفرق معاه. فهو جوزيه كان على طول حتى يقول للمهاجمين يقول لهم ما تلاقوه ما تلاقوه جاي سيبوه، هو عارف هيعمل ايه وانا مش عارف اصلا هعمل ايه. يعني انا مش عارف انت لمس انا مش عارف انا مش عارف اعمل يعني. في مره الافلام لما المخرج يقول للبطل سيبوه يرقص واعوله وهو يرقص كده انت اقع كده اهو ما حدش يجي جنبه. باللعب الزمالك مره كابتن كان امير بيلعب باللعب الزمالك مره فانا طالع من الكوره من ناحيه الشمال كده فمتعب بيظل احنا على طول كنا متعب بياخد يعني بيقرب عشان يظهر. فانا عملت ان انا هباصي فحسيت انها اتقفلت فانا عملت كده فلقيت الاربعه بيجروا كده وانا رايح انا والجون فعديت اربعه في طريقه واحده بحطها بيميني كده راحت طلعت فوق يعني. حتى هي في ماتش يلا الزمالك كسبنا 3 فيه فهي كانت ساعات بتمشي معايا كده عدي ولعبت باك ليفت وكنت بعدي وبعمل كورسات فمشيت يعني. بتمشي هو يا امير بتمشي الموضوع بيمشي الحمد لله بتمشي معايا يا كابتن. انا عايز بس اجاوب على السؤال اللي هو سهام قالته اللي هو بتاع اللي احنا كنا بنتجمع او بنلعب. احنا ما كناش بنتجمع خالص في وقت الكورونا كتير غير لما الدنيا فتحت شويه. وماتش السوبر ده لما كنا لعبنا قدام الاهلي مع قدام الزمالك ده كان موجود قبل الكورونا مفيش اسبوع او 10 ايام قبل ماتش السوبر. بعد كده طبعا كل واحد واحنا مسؤولين يا كابتن هاني حضرتك عارف كناس معروفه ومشهوره ان هم لازم مثال وقدوه للناس. فكنا مهتمين جدا ان احنا ولادنا وكل الناس اللي موجودين كل الاسر يحافظوا على كل الحاجات دي كلها وعلى الحاجات اللي هم طبعا وزاره الصحه والاجراءات الاحترازيه كل ده كنا لازم اول ناس ملتزمين. لكن بعد كده الحمد لله يعني ابتدينا نتجمع شويه ما الدنيا فتحت شويه ابتدينا نقعد شويه مع بعض بس برضه كنا بنضام وكنا خايفين برضه طبعا على نفسنا وعلى اهالينا وكل طبعًا حاجه طبعا. فالحمد لله ولحد دلوقتي يا كابتن لازم الاجراءات دي تكون موجوده ولازم يعني لحد دلوقتي ما بنقولش ان الكورونا اختفت يعني بس لازم الناس تخلي بالها ولازم مش عشان الدنيا او الحياه ابتدت ترجع لطبيعتها واحده واحده فالناس يعني تفتكر انه خلاص الامور عادت الى طبيعتها. لا الموضوع مش كده خالص مظبوط. وكمان احنا كمان النهارده يمكن كان اخر يوم لينا في نهايه السيزون بتاع الاكاديميه في النادي الاهلي. الحمد لله كنا يعني الناس كلها في اهتمام كبير جدا بالولاد واهتمام بأولياء الامور ومسؤولين اللي موجودين والكباتن الحمد لله عاملين اجراءات كويسه جدا. والنهارده كان اخر يوم في السيزون وان شاء الله عندنا بكره كمان يعني ان شاء الله بكره عندنا يوم مهم جدا افتتاح الاستاد الجديد بالنادي الاهلي وان شاء الله كل الناس موجوده وانا ان شاء الله اول الناس اللي موجوده وكل النجوم اللي موجوده حضرتك وكابتن احمد السيد وكل الناس اللي هم مثلوا النادي الاهلي كلهم موجودين ان شاء الله يكون يوم كويس
ويا رب كده ان شاء الله يكون وش حلو على النادي الاهلي باذن الله في البطولات اللي جايه. ومش عايز اطول عليكم يا كابتن، انا سعيد جدا بالمداخله وان شاء الله ابقى معاكم في الاستوديو بقى المره الجايه ان شاء الله. اجي بكره يا امير، اجي في جون فيك ان شاء الله يا امير. لا بكره هتلعبوا ماتش؟ بكره في ماتش؟ انا هلعب ماتش، هلعب معاه كابتن عشان ما يبهدلنيش بكره. ايوه عشان ما يجيلكش ويقعد يرقص فينا. انا شكرا يا امير، شكرا يا امير، نورتنا 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 امير. طبعا من من الناس اللي برضو يعني على المستوى الفني طبعا يعني كان هايل، وعلى المستوى الاخلاقي كمان كان قريب منك جدا. طبعا صديق امير، امير وهاني سعيد كنا احنا الثلاثه ما بنسيبش بعض واحنا صغيرين. امير من الناس اللي يعني زي الكابتن شوبير كده، يعتبر ايوب برضه امير صبر كبير كتير جدا، قعد قبل ما بدا ويبقى اساسي قعد كتير جدا، شخص محترم كان بيتمرن بهدوء، ما عمره ما عمل مشاكل. امير شخصيته طول عمرها متزنه، وفعلا يعني انا من الاجوان المحترمه جدا اللي عرفتها في حياتي امير عبد الحميد يعني. يعني امير وكابتن عصام الحضري واحمد فوزي من الناس اللي كان الاجوان الموجوده في الاهلي، وكابتن مصطفى كمال، انا فعلا لعبت معاهم وكنت بتشرف ان انا لعبت معاهم. امال تجربه مصر المقاصه والاتحاد السكندري دي كانت امتى؟ بعد الاهلي. بعد الاهلي اه، بس كانت يعني تجارب كانت عامله ازاي؟ فارقين ايه عن الاهلي؟ هو بيفرق بس في الدوافع يعني. الدوافع بتاعت النادي الاهلي، يمكن احنا في الناشئين النادي الاهلي، وكابتن هاني كان موجود في الناشئين، احنا بيعودونا على المكسب. فالناشئ اللي بيطلع الفريق الاول بيبقى هو خلاص واخد عنده دوافع، واخد على المكسب على طول. عكس الانديه، في واحد بيلعب في انديه الوسط بيبقى بالنسبه له الموضوع ان انا مهمتي ان انا اقعد في الدوري احقق مركز كويس، فدي طبعا الدوافع بتختلف يعني. لكن النادي الاهلي طبعا دوافع كبير. والضغوط كمان يا احمد يعني، انت بتتكلم انت رحت نادي، رحت المقصه الاول، المقصه وبعد كده المقصه. طبعا المقصه من الفرق المحترمه مع الكابتن طارق يحيى وكابتن ايهاب جلال. بتحس طبعا بالضغوط مختلفه، ان نادي المقصه نادي محترم كل حاجه، لكن ما فيش ضغوط الجماهير اللي هو لو لعبت ماتش انت وانت ماشي في الشارع اللي هي كابتن كده مش موجوده ديت. فدي بتبقى سلاح ذو حدين، يا اما بتأدي بشكل افضل لان ما فيش عليك ضغوط، يا اما بتاخد العمليه ما هو يعني كده كده ما حدش هيكلمني يعني. قول لي تجربتك مع المقصه كانت عامله ازاي؟ سؤالك هو يمكن اداره المقصه عامه هي اللي عامله الضغط ده، موصله اللعيبه ان هي لازم يبقى نادي كبير يعني. يمكن نادي المقصه نادي كبير طبعا، من ساعه ما صعد وهو بتملي بيكسب بيكسب مره تعادل مع الاهلي وكسب الزمالك، فهو نادي كبير. اكيد نادي المقصه نادي كبير، وكان عامل نتائج جيده جدا ودايما في المربع الذهبي، خصوصا السنه بتاع كابتن ايهاب جلال. كابتن ايهاب عامه من المدربين اللي بيلعبوا على طول على الدوري يعني. صحيح. يعني حتى لو يعني بيبدا الدوري بيقول لنا يا كابتن انا بلعب على الدوري، اللي عايز يبقى معايا اهلا وسهلا، مش عايز يبقى معايا يمشي. فاحنا كل طموحنا، يمكن اول سنه مع كابتن ايهاب خدنا رابع. اول سنه خدنا رابع مع كابتن ايهاب جلال، ده حقيقي. طبعا يعني هي اداره كويسه. نفس الكلام لنادي الاتحاد السكندري، انا اتشرفت لعب طبعا نادي كبير زي نادي الاتحاد السكندري، طموح برضو كبيره جدا. انا اشتغلت طبعا نادي الاتحاد، طبعًا نادي طبعًا. دايما طموح الجماهير طبعًا. عايزه تشوف سيد البلد طبعًا. في افضل حاله. المشكله بتبقى في الامكانيات شويه يعني، الامكانيات يعني تملي الطموح بيبقى يعني الطموح او انت عايز توصل لمركز معين بيرتبط بالامكانيات. الامكانيات بتاعت النادي يعني، النادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي بيراميدز ليه تملي بيبقى هم التوب عشان امكانيات كويسه جدا، امكانيات ماديه، بتعرف تجيب لعيبه كويسه. نادي الاتحاد نادي كويس جدا ومحترم جدا، والجماهير هناك عاشقه للكره، بس بيصطدم تملي بالامكانيات، ان انت بيبقى فيه امكانيات سواء ماديه للعيبه واللعيبه ما تاخدش مستحقاتها. لكن طبعا دلوقتي مع استاذ محمد مصرحي الحمد لله الدنيا اتظبطت كويس قوي. طبعا استاذ محمد مصرحي من احسن رؤساء الانديه اللي مسكوا يمكن في مصر، محترم بمحب للنادي، بيصرف كويس قوي. فرق دلوقتي مع نادي الاتحاد شايفين. مين كان مدربك ساعتها؟ انا اتمرنت اول حاجه مع مالدينوف. مالدينوف ده مدرب كويس جدا، عمل شغل كويس مع انبي تقريبا. كان طالع كان بيمرن انبي وبعدين راح مرن انبي وبعد كده مش هو جابوه، عمل شغل كويس جدا. بس يعني اتغلبنا مره من ماتش كده من الاسماعيلي، كان سوء حظ غريب، اتغلبنا 5 في استاد اسكندريه، وكان ماتش غريب جدا يعني ما اتغلبوش خالص. فالاداره طبعا اقلته، جه بعدها مدرب اسمه بونتش، ده مدرب كويس جدا بس، وبعد كده برضو عمل نتائج وحشه ومسك كابتن مختار، فضلت مع كابتن مختار بقى لحد ما اعتزلت. طب انت ما حسيتش وانت بتتكلم عن الامكانيات من شويه انك يعني غمرت لما رحت تليفونات بني سويف بعد الاهلي؟
هو كان كانتش مغامره بالنسبه لك يا كابتن؟ كان احسن عرض، وانا رحت عشان انا في مدرب انا بحبه كان بيمرن التيم بس كابتن طلعت يوسف. فكابتن طلعت من المدربين اللي عندها طموح وعايز ده حقيقي. عايز برضو عايز يكسب على طول. فبرضو دي انا لما مشيت ركزت في دي ان انا ماشي من النادي الاهلي لازم اروح مع مدرب عنده طموح نفس طموح النادي الاهلي. والنادي تليفونات هو تابع لمصريه اتصالات وكان عنده نفس الدوافع برضو ان هو عايز يعمل حاجه، امكانيات كويسه جدا، جايب لعيبه كويسه جدا، كانت فرقه فعلا قويه جدا. بس مشكلتنا الموسم ده اللي احنا لعبنا الدوري اللي هو المجموعتين. فالدوري ده كان صعب يعني. انا كان في سوء توفيق كل الماتشات يعني. كانت 13 14 ماتش يعني. انا مش فاكر الدوري خلص في شهرين تقريبا. فكانت صعوبات شويه في الدوري، كان وقت برضو بعد ثوره. قعدت قد ايه في تليفونات بين سنه واحده؟ سنه. سنه. هم حتى بعدها اما كنت ماضي 3 سنين تتكلموا معانا ان هم عايزين يقللوا العقود او اللي عايز يمشي يمشي يعني. فانا قلت لهم لا. فانت اخترت انك ترحل يعني. كان المقص مكلمني يعني. المقص كان اتصل بيا كابتن طارق يحيى وقال لي انا عايزك معايا السنه الجايه، فرحلت على طول يعني. طيب عايزين نعرف بقى بعض الكواليس وخاصه في النادي الاهلي. ايه الماتشات اللي كان مانويل جوزيه انت تفتكرها كويس قوي، حاجه ما بين الشوطين حصلت او موقف عمله مانويل جوزيه ما بين الشوطين، تفتكر ماتش ايه كنتوا مثلا بتدلعوا او مش ماشيين كويس؟ عايز اعرف لما مانويل جوزيه بيتضايق او بيزعل من اداء الفرقه ردود افعاله تبقى عامله ازاي؟ هو بيلعب على طول على النفسيه مع اللاعب يعني. هو بيلعب على طول معاك نفسي يعني. هو دخل مره كنا بنلعب الكروم في استاد السكه، فابو تريكه ما كانش موفق الشوط الاولاني والماتش فرقه الكروم كانت فرقه كويسه يعني. الشوط الاولاني كان هم يعتبر متسيدين الماتش يعني. كانوا افضل يعني. افضل هم كانوا يعني. احنا كان المفروض ان احنا كنا المفروض نكسب، بس احنا كنا نازلين ماتش يعني كان وحش ضامنينه يعني. ضامنينه الماتش. ابو تريكه ما كانش موفق الماتش ده، فهو دخل بين الشوطين بالظبط كده. راح دخل جاب المترجم وقال كلام، راح المترجم ترجم الكلام بالظبط. كان يا مكان كان عندنا لعيب كويس اسمه ابو تريكه. كان هو قال كده. كان يا مكان كان عندنا لعيب كويس اسمه ابو تريكه. ده بين الشوطين من الاهلي والكروم. بس قال الكلمتين دول طبعا ابو تريكه طبعا العروق نفرت ووشه احمر. نزل الشوط الثاني كسبنا 4 جاب 3 اجوان. الشوط الثاني ابو تريكه جاب 3 اجوان. هو ده نوع من انواع التحفيز. ان هو يعني عمل ماتش عمره يعني. عمل ماتش عمره يعني. هو جاب 3 اجوان والجون الرابع بنالتي هو اللي عامله برضه. نزل كان خارج. بس هو كانت ممكن الكلمه دي تقضي عليه يعني. كانت ممكن تقضي على احلام اي حد. او تقوم هو عارف شخصيه ابو تريكه. هو يعني انا وعماد متعب كان بيقول لنا كده، بيعاملنا زي الاطفال. انا ما بحبش حد يكلمني. انا ايه، هو ممكن ما بحبش حد يكلمني قدام حد يعني. انا ممكن ياخدني لوحدي كده مثلا يقول لي احمد انت عملت كذا كذا، بس ما تقوليش قدام حد. ايوه انا قصدي بقى لو مش الشخصيه دي يعني كان هيبقى واقعها على اي حد. ما ده اللي احمد قال عليه فعلا. احمد قال ان هو عارف شخصيه كل واحد يعني. هو عارف ان احمد ما يزعلوش قدام حد، متعب ما يتكلموش قدام حد، ابو تريكه قول له قدام الناس استفزه. بركات لا بركات ده بركات ده لا بركات ده اسكى لعيب في الدنيا يعني. ما يطلعش شكله وحش. قول لي على بركات شويه. لا بركات ده لا بركات على طول في الماتش في الملعب يعني. ماتش مشدود وجماهير وشماريخ، وتلاقيه جاي يروح مثلا جاي يقول لي مثلا ايه بيهزر. شفت الوقعه اللي وقع متعب يا عم انت احنا مشدودين احنا في ايه ولا في ايه. هو كده، هو على طول كده يعني. هو شخصيته كده يعني. احنا كنا على طول بنقابل الموضوع ده في اوضه اللبس انا وهو. مستر مانويل مش عايزنا نتشد يعني. مستر مانويل لما يلاقي واحد قاعد كده متوتر يجي يتكلم معاه يقول له انت في ايه، هزر واضحك. كابتن حسام البدري العكس بقى، المساعد لكابتن مستر مانويل يقول لك لا انت بتهزر ليه، ما تهزرش، اقعد تنشن. وانا ما بعرفش تنشن والعب يعني، لازم اقعد اهزر وانزل. اول ما ابدا الملعب بقى انزل انا اول جمعه تلاقي الحواجب اتقلبت وخلاص ضرب بقى. يعني اول جمعه بيضرب فينا وفيهم يعني، في الاثنين عادي مفيش مشكله. وبركات كان تركيزه ازاي قبل الماتش؟ بركات برده بركات على طول بيهزر. بركات هو انسان على طول بيهزر. بس في الملعب طبعا. في الملعب بيلعب بس يعني. مثلا ايه، احنا كنا على طول بنعمل كل مره عاملين حاجه اسمها لقطه المباراه. اي لاعب يعمل حاجه مثلا قلشه لقطه المباراه واحد وقع فهو يروح جاي مثلا ايه في وسط الماتش شغال كده يقول لي لقطه المباراه، اقول له يقول لي متى بما وقع متى بما قلش مش عارف ابو تريكه ما عمل ايه كل الماتش كده. فطبعا هو بيخرجنا عن تركيزنا. بس دمه خفيف. حصل برده موقف معايا وهو في المنتخب. هو اللي حكى لي عليه حد كان قاعد جنب بركات. فكنت في معسكر منتخب، كنت نازل في الاسانسير انا وياسر رضوان ومحمد عمر. فبركات قاعد كده بيقول له بص الاسانسير النازل ده
كله فلوس قد ايه؟ ما عشان كنا كلنا هو على طول الموضوع لا بهزار طبعا. بص الاسانسير ده ربنا يستر ما يقعش، ويبص له كده ربنا يستر معاه. هاني رمزي وعماره وياسر رضوان كلهم في المانيا. بس عسل دمه زي العسل، دمه خفيف جدا. بس جوزيه كان بيعرف، يعني بيعرف مفتاح كل واحد ازاي، هو دي كانت مهمه يعني. بص هو مستر مانويل بيتعامل نفسيا اكتر معانا من فنيا. هو عارف يعني، هو عارف يعني انا في فتره ما كنتش بلعب فيها هو محتاجني، فهو يجي جنبي يقعد يقول لي كلمات انا فاهمه هو عايز ايه، يعني يقعد يحفزك بس بس بطريقه غير مباشره، بطريقته هو يعني بطريقه غير مباشره، يقعد يتكلم معاك مثلا في احمد بفاكرين احمد اما عمل ايه، انا بفهم من طريقته ان هو عايز ايه، يدعمك عايز اكتر، يساعدك يعني. احمد السيد مش عارف ماتش ايه اللي كان جامد قوي فيه، عايز يرجعني تاني. يعني في فتره انا كنت مصاب وهو محتاجني قبل ماتش الصفاقس اللي هو بتاع ابو تريكه، هو محتاجني عشان انا كنت مش مينفعش العب، خدني معاه وقال لي احطك معايا لو احتاجتك تلعب باك ليفت في الاخر، كان جلبرتو مصاب واحمد شديد بيلعب، فقلت له ماشي بس انا مش قادر، انا بقالي اربع شهور مصاب ما نزلتش تمرين، قال لي لا اتصرف ان شاء الله تعور تاني مش فارقه معايا. فقعد شغال معايا يخش لي جوه وانا بعمل جلسات، يروح داخل الدكتور هاب علي يقول لي احمد السيد ده احسن لعيب عندي، ده راجل بيقعد يسخن فيا يعني بيساعدك يعني نفسيا عشان هو محتاجني. فطبعا انا بالنسبه لي اقول له لا طبعا خلاص، انا بالنسبه لي انا بحبه فهسافر معاه، لان يعني الدكتور مانعني ان انا العب قبل شهر. بس سافرت الحمد لله ما منزلتش يعني، بس عملت له عايزه ده الماتش الصفاقسي بتاع ابو تريكه في الدرع الاخيره. قال لي هناخد، قال لي الماتش ده كنت احتياطي في الماتش اللي هنا، فدخل فرقه الصفاقس بعد الماتش اما تعادل 1-1 دخلوا جوه، فاحنا اوضه اللبس في اللي تحت المقصوره مش اللي تحت الدرجه الثالثه في القديم، في القاهره في القديم، فالاوضه اتحرك قريبه قعدوا قعدوا يهيصوا بعد الماتش. فدخل راح مسلم عليهم، راح بص لهم كده قال لهم ميعادنا هناك، انا هاخد منكم كاس هناك. ده مانويل جوزيه دخل انا وهو انت وهو دخلت اوضه اللبس سلم عليهم كده قال لهم مبروك بس انا هاخد منكم كاس هناك. كان بيتوعد يعني دي لا هو 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 يعني احسن واحد، احسن واحد بيلعب على حته النفسيه على الفرقه الثانيه. يعني اما جه في 2012 الولايه الثالثه بتاعته اخر ولايه بيستضيفينه، كانت مستضيفينه مع كابتن شوبير، فهو بيقول له كان الزمالك فارق 12 نقطه كان مع كابتن حسام حسن، فقال لهم قال انا عادي جدا انا هاجي هاخد الدوري بس انا بنصح الفرق لو عايزين تكسبوا الزمالك امسكوا شيكابالا، امسكوا شيكابالا كل الماتشات اللي بعدها كل الفرق مان تو مان مع شيكابالا. قاعد يلعب نفسي على الزمالك نفسي لحد ما خدنا الدوري، ده كان اصعب دوري اتاخد في تاريخ الاهلي في ولايته الثالثه. ولايته الثالثه كان كان راجع هو مسك بعد كابتن حسام البدري، والزمالك كان متفوق جدا كان عامل اداء كويس مع كابتن حسام البدري مع كابتن حسام حسن. وهو رجع قال لك انا فرق 12 نقطه او 13 نقطه بس انا هاخد الدوري، فعلا قعد التقرب الزمالك اتعادل هو فعلا هو صدر الضغط لنادي الزمالك. كان دايما بسمع من اللعيبه برضو يا سام ان هو في ماتش من الماتشات تقريبا كسبنا 4-0 وزعق لهم وليه ترجي هنا دخل الترجي، هو قبل الماتش كان طريقته معانا ان فرقه الترجي فرقه قويه جدا، فقال لنا لازم نكسب الماتش ده بس ما حددش كام، فنزلنا لقينا فرقه الترجي يا كابتن في اسوأ حالتها. فرقه الترجي كانت فرقه ثقيله، فدخل بعد الماتش كسبنا، ثاني يوم عمل اجتماع قلنا بقى هي هي هاي كسبتوا كام؟ 3-0 نتيجه كبيره. قلت ثاني يوم هيشكركم ابو تريكه جونين واسامة حسن. فدخل بين دخل ثاني يوم عمل اجتماع مسك الفرقه اكننا مثلا اتغلبنا. ليه؟ هو ده اداء، ده انت لازم كنت تكسبوهم 6. هو مستر مانويل في المكاسب الكبيره تملي ما بيقولش كويس، هو يقول لك اللعيب المصري قلت له كويس الماتش اللي بعده مش هلاقيه. هو ده هو فعلا اللعيب المصري الحقيقه كده، هي على فكره في لعيبه مصريه كده يعني غير الكابتن هاني لعب طبعا في المانيا وعارف في الاجانب الطموح عندهم والدافع بتبقى على طول لعب ماتش لازم اللي بعده يبقى كويس. في لعيب مصري يلعب انا جايب جونين يفضل عايش على الجونين دول ممكن 3-4-5 ماتشات فالناس مش هتستحمله. فمستر مانويل على طول يبدا يحط الضغوط من ثاني يوم في التمرين من اول لحظه حتى الجماهير نفس الكلام، كانت نفس الحاجه يعني الجماهير مثلا كنا نخلص ماتش خارج انا واصحابي مثلا متعشى في مكان الاقي الجماهير الماتش الجاي بقى يا كابتن، فابدا انا افكر في ايه في الماتش الجاي هعمل ايه. بمناسبه الجماهير طبعا انت بتتكلم عن تاريخ طويل وذكريات اكتر، بس هنروح نشوف الجمهور بيتكلم ازاي عن كابتن احمد السيد بيقول له ايه. اتفضل. I
احمد السيد من ناشئين النادي الاهلي وراح للاتحاد السكندري، هو مدافع قوي جدا. لا هو كمدافع بصراحه كويس، من المدافعين اللي حسبوا على النادي الاهلي من الاجيال يعني بصراحه، زي حسن حمدي، مصطفى يونس، النحاس. هو يعني بصراحه كان مدافع في الحته دي بالذات براجل. كابتن احمد السيد ده كابتن من ابناء النادي الاهلي ولعب فتره جامده في النادي الاهلي، وهو لاعب حضرتك يعني انا مش عارف اقول لسيادتك ايه، هو لاعب ممتاز يعني وجميل. ده يعني احسن، كان احسن باك في مصر معروف يعني، واحسن مساك كان بيبقى بينزل الملعب بتطمني ان مفيش حد مش هيتغرب. ده على طول يعني مش 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 مجامله للكابتن احمد، ده احنا يعني عشنا يعني الناس دي، التراث القديم بتاع النادي الاهلي او الناس اللعيبه القديمه ديت مش هتتعوض. كابتن احمد السيد ما يختلفش عليه اتنين حضرتك، ده من احسن المدافعين اللي جات الاهلي، وشخصيه محترمه جدا وانسان كويس، وله باع طويل مع النادي الاهلي في الدفاع يعني، من الصخره فعلا زي وائل جمعه، زي ناس كتير جدا في الدفاع في النادي الاهلي، لهم حسنات في الدفاع ولهم بصمه في دفاع الاهلي. كان في الدفاع كان كويس جدا، وكان يعني بيعرف ان هو يتميز على المهاجمين بكتير قوي، تمام، وكان الله اكبر عليه يعني، كان بسم الله ما شاء الله اكبر يعني، كان مدافع من المدافعين زي ما بيقولوا كده بلغه الكوره الرخمين في الكوره قوي يعني، ان هو لا مش هسيب المهاجم غير اما هجيب منه الكوره، الله اكبر عليه يعني، بسم الله ما شاء الله الله اكبر. هو لعيب كويس ومن ابناء النادي الاهلي، وانا بحبه قوي جدا، وهو لعيب مميز. كابتن احمد سيد الكلام فيه، الكلام فيه كتير وعشر اجيال كتير، وطلع بعد مدافعين كتير وقبل مدافعين كتير، لكن هو مدافع من الطراز الرفيع وحاجه كويسه يعني في دفاع النادي الاهلي. كابتن احمد والله هو جه في جيل كويس، كان من احسن الناس اللي بتدافع، بالاضافه لان هو كان من ناشئين النادي الاهلي وطلع مع النادي الاهلي لحد ما وصل للفيرست تيم، وبعد ما وصل للفيرست تيم ادى اداء كويس وحقق انجازات مع النادي الاهلي. والله كابتن احمد السيد ده من اللعيبه اللي عملت اسم كويس في النادي الاهلي، وكان بيلعب في جيل ابو تريكه وخد بطولات كتير، ويعتبر من اللعيبه اللي جت من احسن المدافعين في النادي الاهلي، وحفر اسمه في النادي يعني لحد دلوقتي الناس فاكراه وعارفاه. احمد من خلال التقرير بتقول ان هم يعني المهاجمين كانوا بيعانوا معاك، كنت فارمهم بلغه كلمه المدافعين الرخم دي، من المدافعين الرخمه. حاجه حلوه، دي حاجه حلوه مش طبعا. مين من اللعيبه كان بيقول لك كده؟ لا كان على طول عمرو زكي. عمرو زكي على طول كان بيقول، او جمال حمزه كان يقول لك انت من المدافعين الرخمين. انا وائل يعني يعني كان جمال حمزه طول الوقت انا مش عارف اعمل ايه، اروح اجي ناحيتك تضربني، اروح ناحيه وائل تضربني، اعمل ايه مش عارف. يعني كنا فعلا ان هو مستر مانو على طول كان بيحملنا مسؤوليه الدفاع بالذات، هو كان عنده سياسه كده يقول لك انا كده كده معايا نقطه، كسبت ما اخسرش، فانتوا اللي تشيلوا الماتش ده. كل ماتشات افريقيا بالنسبه لنا المدافعين، لان يعني طبعا عارف حضرتك ماتشات افريقيا والحكام والتحكيم فبالنسبه لنا احنا كنا يعني الناس اللي بتقول لك التحكيم واللي بيقف مع الناس ده احنا شفنا بلاوي في افريقيا. يعني مره كنا بنلعب فرقه اسمها انيمبا كسبانين 1-0، والحكم كان كيم لي شونج، الحكم الرابع بره عشان يرفع الوقت الضايع، مش لاقيين الحكم، الجماهير بنبص على الجماهير خطفان مع دمعه فوق عشان ما يطلعش عشان ما يرفعش الوقت، الحكم حسب كده وقته وراح ماشي بزافي كده. الجماهير الحكام معانا بيبقى صعبه جدا. فاحنا بالنسبه لنا طبعا يعني الماتشات في افريقيا كمدافع بيبقى العيب عليك انت، لان الفرق الافريقيه انت عارف حضرتك بتبقى هجوم مع حماس الجماهير. طب مين المهاجم اللي انت تحس او عدى عليك كم مهاجم تحس يا ده كان ماتش غلس قوي وده تعبني فعلا، تفتكر مين المهاجمين دول؟ كان في مهاجم بيلعب في انيمبا اسمه ستيفن وارجو، كان الاهلي بيفاوضه فتره. ستيفن وارجو كان عامل زي ميسي كده، رجليهم قواصه كده بس لعيب جامد جدا. ميسي على ميسي لا لا هو كان صراحه كان ماسكنا هناك، كان هارينا كان ماسكنا هناك، بس كنا قافلين عليه كويس. الولد لعيب كويس وبياخد الكوره من نص الملعب بيعدي من اي حد. ده تعبك فعلا، تعبنا كلنا. او ما حدش ترقص منه، كل الفرقه ترقصت منه، بس كنا بنقفل يعني كنا بنضيق عليه المساحات كويس. هو كان راس حربه ولا 10؟ كان بيلعب بيلعب ايه يعني شادو سترايكر كده. هما بيلعبوا 9.5 بيجي يعني بيجي من تحت على طول، بينزل يستلم فيرود بس ينزل يستلم الكره من تحت. بس احنا كنا يعني كابتن مستر مالو كان مفهمنا كويس، لان احنا كنا بنلعب بطريقه يعني احنا كان الناس فاكره ان احنا بنلعب 5-3-2، وكان بنلعب 3 كان على طول الباكين طايرين سواء جلبرتو او احمد فتحي. صحيح طايرين، انا بلعب
سيرد باك ناحيه الشمال وعماد النحاس في النص ووائل جمعه ناحيه اليمين والباكين طايرين انا على طول ناس انا بغطي على جيلبرتو ناحيه اليمين جيلبرتو او سيد ووائل بيغطي على احمد فتحي او بركات السنه اللي بيلعب كان مستر مانويل عنده الاسلوب ده في التمرين وبيعرف يوقفنا صح وبيعرف يخلينا نقفل صح يعرف يخلي الكره فعلا نميل كلنا ناحيه الكره واحنا بندافع وبيفتح الملعب كويس واحنا بنهاجم فدي فعلا كان لا مستر مانويل ذكي جدا في التعامل مع الماتشات وبيذاكر كويس جدا يعني فرجنا على الماتشات ونذاكر الفرقه كويس جدا انا كنت بنزل الماتش انا عارف المهاجم ده بيعمل ايه بيذاكر خصمه كويس بيذاكر يعني مبارياتهم ايه هو كان جايب معاه واحد اسمه اوسكار بيحلل الماتشات حتى ادائنا بيصور بكاميرا غير كاميرا التلفزيون يعني مثلا بيصور الماتش من كاميرا التلفزيون خاصة. يعني كاميرا خاصه لا كاميرا خاصه بيقعد في المدرج نفسه بيقعد في استاد القاهره بيصورها له مخصوص يطلع يقعد في ابعد حته فوق ويجيب من فوق بيعمل ايه مثلا الهجمه مثلا قدام مع متعب بيصورنا انا ورا وقال جمعه وعماد النحاس بنعمل ايه انا بطلع ورا الهجمه بقى بضايق المساحات ولا لا يبدا تيجي تاني يوم مستر مانويل يروح مفرجني يقول لك احمد ده الكره دي لازم كنت تطلع ورا الكره ما ينفعش تسيب المساحه بين نص الملعب كبيره مانويل جوزيه مؤثر فيك قوي وفاكر له حاجات بالتفصيل طبعا ليه ما فكرتش تدرب بس انا يعني مش حابب التدريب قوي مش عارف انا بتضغط بسرعه مع ان ده يعني بتضغط بسرعه حل معظم اللعيبه بس كابتن هاني عارف التدريب بتضغط بسرعه ولا التدريب يعني طبعا انسان العصبي في اللعب بالظبط عصبي في اللعب انا كنت عصبي جدا في اللعب اللي عنده حميه بيتضغط بسرعه يعني الواحد لما كان ماسك كابتن لما كنت كابتن النادي الاهلي كان الواحد حمل هم فرقه يعني فرقه ده لبس الاكل امتى لكن الواحد متخيل نفسه ان هو مسؤول عن 30 لعيب وال 30 لعيب وكابتن هاني عارف كل واحد بمشكله ومسؤول عن كل حاجه وكل يوم مشكله فطبعا دي ده حمل كبير شد عصبي طبعا لا الموضوع صعب كابتن هاني عارف طبعا ان المدرب كبير لا انا زي ما بقول هي عمليه التدريب اولا لازم تكون دي مهنه صعبه ولازم تكون يحباها يعني مهنه ديت لازم تكون حابه مهنه التدريب لانها مهنه صعبه جدا وفي نفس الوقت يعني في متعه يعني متعه الواحد وهو بيدرب في متعه لكن طبعا. لازم تكون حاببها طب يعني اتجاهك بقى فين يا احمد عشان برضو نعرف انا ممكن اتجاهي بقى اداري يعني اللي جاي اداري اداري يعني بتفكر في في الاداري احسن انا شايف نفسي في الاداري احسن وان شاء الله يبقى ليا دور في اكاديميه الاهلي ان شاء الله انا يعني مكلم مع كابتن شطه وان شاء الله اكون موجود كنت من قبلها مع خالد بيبو انا حابب الاداري لان انا بحب جو الاكاديميات انا بحس ان انا اكتشف حد يمكن انا اشتغلت في التسويق فتره طب كويس اشتغلت مع كابتن تامر النحاس فتره في التسويق وعندي درايه بالحاجات دي يعني في ان انا عيني كويسه على لعيب اشوف لعيب لان انا وكابتن تامر كنا بنكتشف لعيبه فانا بالنسبه لي في الاكاديميات اعرف ممكن اكتشف من خلالها لعيبه ان اطلع لعيبه كويسه للنادي الاهلي ده دور مهم جدا طبعا دي كويسه جدا يعني محمد صلاح جاي منين المقاولين جابوا منين من نجريج يعني محمد صلاح شوفي وصل بقى من اعظم اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر فهي اكيد في الـ في الـ في الـ في الـ في المدن في طبعا في ناس كتيره في الاف يعني في ناس كتيره كابتن بيكلموني يقول لي مثلا احنا عايزين نيجي نختبر بس انا مش معايا فلوس المواصلات اجي فالناس دي لازم الناس دي تروح لها هناك وتتفرج عليها هناك سواء تعمل هناك تعمل دورات تعمل ماتشات هناك دي حاجه كويسه جدا لازم يبقى الفكر ده موجود عند النادي الاهلي هيفرق جدا انت ما بين 100 لو ما بين 100 واحد طلعت 2 كويسين النجاح ده موجود يا كابتن احمد انتوا دوركم بقى ان انتوا تعملوا كده دوركم ان انتم تروحوا للناس دي طبعاً. وتبصوا بعينيكم على الموهوبين فيهم ده حصل يعني ده سامي السنه اللي فاتت النادي الاهلي كان عامل اختبارات في الصعيد وكان عامل اختبارات في قطاع بحري فالنادي الاهلي بدا فعلا الحته دي لان في معاناه الناس ما بتقدرش توصل للنادي احنا عندنا كتير يا كابتن يعني عندنا نزود ان شاء الله يعني نزود. مصر ما بتخلصش والمهم كمان ان كمان انت احمد عندك عينك كويسه وعندك كمان انت قلت اشتغلت في التسويق فالعمليه هتبقى كمان مفيده انك على المستقبل ان شاء الله يكون وعندي كونكشن بالناس الكتير يعني عندي كونكشن باللي هم الايجنت اللي موجودين في مصر اللي هم بيكتشفوا الناشئين طب ده كويس دي حاجه كويسه يعني انا بيكلمني ناس كتير وجبت ناس كتير للنادي الاهلي شافوهم ولعيبه كويسه وفي ناس خدوهم يعني في لعيب في 2000 اسمه اسماعيل الليسي انا شفته اتفرجت عليه كنت بتفرج على ابن خالتي كان بيلعب في الاتصالات شفته رحت مكلم على طول النادي الاهلي وشافوه خلصوه على طول لعيب كويس جدا مواليد 2000 يعني حاجه عبد الله السعيد كده في نص الملعب لعيب كويس 10 لعيب كبير انا شفته وكلمت كابتن علاء ميوب ساعتها قلت له يا كابتن في لعيب كويس جدا تعالى اتفرج عليه بعت كابتن حمدي برادي اتفرج عليه قال له لعيب ممتاز حلو. خلصوه على طول فدي حاجه كويسه لان حضرتك لو شفت كل الناس اللي بتستضيفهم النادي الاهلي اللي هم الناس اللي هم الكبار سواء كابتن مختار سواء كابتن اي كابتن من الكبار
يقول لك انا حد اكتشفني. كان في ناس زمان كابتن عدوا البقال والناس الكشافين زمان طبعا كشافين بيعدوا بيعدوا في الشارع ممكن يلاقي حد بيلعب تعالى يا ابني انت طبعا بمستوى 40% بتاخده النادي انت بتبدا تشتغل بقى عليه توصله لمستوى 70 80% 90% هتبقى حاجه كويسه فدي حاجه تفيد النادي لان انا شايف ان الاعتماد على القطاع الناشئين احسن من اي حاجه. انا الاولى طبعا بس كابتن هاني كان موجود في الناشئين وعارف اما انا ببقى طالع من الناشئين الاهلي عندي دوافع البطوله هلعب بيها في الفريق الاول غير اما اكون جاي من بره هاخد لي على الاقل سنتين ثلاثه عقبال ما ابدا اخد على الجو. في لعيبه ممكن ما ياخدش كمان ممكن ما في لعيبه كتير بتبقى فنديتها متالقه بيروح النادي الاهلي او الزمالك بيقدروش عشان كده يقول لك نادي الاهلي تقيله تقيله فعلا هي كلمه تقيله مش تقيله في اللبس لا تقيله ان فعلا الواحد بيبقى حايل حمل هم ناس كتير جماهير في الشارع بتقابلك انت لازم تكسب الماتش الجاي غير اما اكون في نادي تاني دوافعه ان انا اقعد استمر في الدوري فبالنسبه له عادي ممكن يكسب ماتش ويقعد خمس ماتشات ما يكسبش عادي ما حدش بمناسبه بقى الدوري وعوده الدوري مره تانية واستئنافه وكانت اول مباراه يوم 9 شفت مستوى الاهلي ازاي مع فايلر وشايف يعني بطولة الدوري ازاي يعني هل لسه في الملعب هل اتحسمت انت طبعا اتحسمت طبعا محسوم من قبل احنا لازم نسال السؤال كده لا بص حضرتك هو فايلر انا شايف فيه مانويل جوزيه الثاني هو عنده طموح اداؤه كويس الفرقه ماشيه معاه باداء كويس جدا بيدي كل اللعيبه دي ميزه وكابتن هاني عارفها ان انا مخلي كل اللعيبه في حاله فنيه كويسه دي بتفرق جدا غير ان في مدرب يعتمد على 11 لعيب و3 4 تاني يبدا يلعب في 15 16 لعيب وخلاص والموضوع انتهى هو بيدي كل اللعيبه يعني هتلاقي كل اللعيبه اللي موجوده لعبت بس جوزيه جه وقت برضه بيعتمد على 15 بس لعيب ما كانتش الدنيا مفتوحه قوي ما كانتش مفتوحه بس هم يعني كان بيعتمد على اعتقد من 14 ل 15 لعيب بس الباقيين جاهزين يا كابتن يعني الباقيين على طول في ماتشات وديه يعني مستر مانويل بيخلص الماتش تاني يوم في ماتش ودي اللي ما لعبش الماتش اللي الرسمي يلعب ماتش يلعب ماتش على طول او ينزل يلعب مع الناشئين لو في حاجه كان هو يكلم اللعيب يقول له انزل العب ماتشات مع الناشئين عشان انا ممكن احتاجك بعد كده يخش فورمه المباراه فورمه هو كان بيعامل ال 30 لعيب او ال 25 اللي موجودين بيعملهم معامله هو كده يقول له انت بالنسبه لي لعيب اساسي فاللعيب على طول انت مستعد انت دورك جاي هو على طول محفز كل اللعيبه فهو فرقت معانا ان اي حد كان بيلعب احنا في ماتش اهلي وزمالك لعبنا من غير بركات لعبنا من غير ابو تريكه وكسبنا 1-0 الجون بتاع فلافيو واحنا بنسخن بلعب انا وشادي ومحمد سمير شادي جاله كرامب في السمانه خرج احمد فتحي كان الباك رايت لعب سيرد باك واحمد صديق لعب باك رايت ثلاثه اول مره لعبوا مع بعض وعملنا ماتش كويس جدا وكسبنا ده لو هو مش موصل اللعيبه الحاله الفنيه كويسه هنتغلب بمناسبه شادي برده كان في موقف بين شادي ومحمد بركات ومش هنسيبها غير لما تحكي لا ده بره الهوا لا لازم يتحكي الكابتن هاني الحاجات ديت بره الهوا مش كابتن هاني كابتن هاني اتعامل مع شادي وعارف شادي دمه خفيف جدا وعارف شادي بس هو شادي برده وبركات طبعا لا بركات ده ما يتوصاش يعني بركات هو كان جوزيه على طول لنا الاثنين المهرجين بتوع الفرقه احمد السيد وبركات اول ما نخش لازم 10 دقايق قبل التمرين ربع ساعه نقعد نهزر يعني هو بس كان بيحبك مانويل جوزيه هو قال كلمه مره كابتن قال كلمه انا كنت اول ما رجع انا كنتش بلعب مع كابتن صالح بدري فهو رجع هو عايز يرجعني فبيتعامل معايا نفسيا فقال لهم اللعيبه عامل كلها مداخلات قال لي كابتن شوبير قال له هات احمد السيد على التليفون فاتصلت قعد يتكلم كده وقعد يتكلم قال لك قال كلمه انا فعلا دمعت وقال له احمد السيد ده شريك ليا في كل نجاحاتي وانا مدين ليه بالفضل الله فانا اللعيب الوحيد يا كابتن اللي موجود معايا من 2001 لحد 2012 ان انا في كل النجاحات معايا يعني كل الناس حسام غالي سافر 12 سنه انت 12 سنه حسام غالي سافر من المجموعه بتاعه 2001 وشادي كان مشي والجمعه كان لسه ما جاش فانا موجود معاه من ساعه ما جه لحد ما هو مشي من الاهلي وانا موجود مع جوزي ما خرجتش هو الكلمه دي طبعا اثرت فيها جدا يعني كلمه طبعا حتى كابتن ساعتها هزر قال لي انا رايي بقى تاخد الكلمتين دول وتخش تنام قلت له لا انا اخد الكلمتين دول واعتزل خلاص كفايه كده مش عايز العب تاني خلاص لا صحيح وخاصه من مدرب كبير مانويل جوزيه طبعا عاشق وجماهير النادي الاهلي بتعشقه وكمان على مستوى اي لعيب تكلمه يقول له بالرغم ان هو كان في سنه عصبيه شويه لكن كان كل اللعيبه بتحبه ودي المعادله الصعبه اعتقد وانت شايف ان فايلر ماشي على نفس خطوات مانويل جوزيه طبعا اهم حاجه اللعيب وحضرتك كنت مدرب اللعيب يقتنع بالمدرب ويحبه طول ما هو مقتنع بيه هو هينفذ له كل اللي هو عايزه يعني هو مانويل جوزيه عمل المعادله الصعبه ان هو ايه يخلي اللعيبه تحبه ويقنع الجماهير ويقنع الاداره مثلث يقنع الثلاثه بشغله بقى اي حاجه بيعملها مانويل جوزيه الناس موافقه عليه
اي حاجه بيعملها. برغم كان في انا فاكر كان في بعض الماتشات او التغييرات بتبقى تغييرات يعني واحنا قاعدين تغييرات غريبه جدا بقى بخمسه ساعات مهاجمين ما مثلا في مباراه لعب بخمسه مهاجمين. لا لا طب في اكتر من لعبنا انا اول جمعه فراوده ده ماتش ايه ده ماتش الهلال السوداني لعبنا الفراوده احنا الاثنين هنا انت وائل انا وائل ده في اخر ماتش يعني قال لك اخر الماتش خلاص الماتش لازم نكسبه كان في البطوله العربيه ولعبنا وائل ماتش الهلال السعودي في البطوله العربيه بدا مهاجم مش يعني بدا مهاجم بدا فيرود صريح في اكتر من كده الواحد ياخد الريسك ده لا ده انا ما سمعتهاش ان وائل جمعه بدا راس حربه ماتش الهلال السوداني الماتش ده خلص كام ساعه تعادلنا ماتش الهلال السعودي تعادلنا 0-0 كان لازم نكسب وماتش الهلال السوداني تعادلنا برده 0-0 في السودان اخر ربع ساعه انا وائل جمعه مهاجمين وعاملين شغل جامد بقى يعني مين نتحرك كده ومره بقى نتحرك وعاملين نجري هنا وهنا مبوظين لعب بس كويسين يعني هو بيلعب عليه يعمل ايه بيخلي بيعمل طرفين ويشتغل على الكرسي الكرات العرضيه سيادة كابتن سيادة عبد الحفيظ والناحيه الثانيه اي حد موجود ساب لا كان ساعتها محمد عبد الوهاب لا كان سعيد عبد العزيز سعيد عبد العزيز كان ده في 2001 ويشتغل وبيعتمد ان هو يطلعوا كروسات وانت وائل بتلعبوا كويس بدماغكوا فممكن محطه نحضر ويلعب كروسات وكسبنا ماتش كنا بنلعب نصر حسين داي كنت انا وائل فراوده من كتر ما احنا بقينا شغالين المدافعين بتوعهم اسامه جاب جون وكسبنا اسامه حسني جبنا جون في الدقيقه 94 المهاجمين المدافعين ماسكيننا احنا وسايبين اسامه لوحده لا كان ذكي جدا كان ذكي جدا ذكي بيعرف يضغط كويس على المنافس يعني نفسيا يخلي المنافس نازل فعلا خايف منك يعني كان يقول لنا كلمه على طول يقول لك الفرقه دي عامله زي الملاكم اول ما تدي له ضربه لو سبت فوق هيضربك تاني اديله الثاني على طول النوك اوت اول ما نجيب الجون يقوم من بره شايط يقعد يهيص ويزعق عشان يجيب الجون الثاني يعني هو كده على طول على طول على طول ضغطنا من بره الفقره دي لازم تتسجل وتترجم وتروح لجوزيه طبعا لازم. يا رب يكون بيتفرج علينا هو بيحبني حتى هو يعني كان بيقول لي على طول تملي انا طول عمري بعد نفسي على الاعلام مش عارف هو كابتن هاني اكيد عارف كده سمعت ليه الكلمه الافتتاحيه اللي عملها بمناسبه طبعا انا متابع على طول طبعا مستر مانو اللي عمل معايا حركه كنت بلعب في الاتحاد وهو كان في اسكندريه بيزور حاجه اسكندريه جزء من تاريخ النادي الاهلي طبعًا. ده مش هيتعوض لا طبعا مش هتعوض يعني كل المدربين اللي عملوا انجازات النادي الاهلي صحيح. طبعا حاجه كويسه جدا بس هو راح اسكندريه لقيت حد بيتصل بيا بيقول لي حد عايزك فمستر مانو لقيته هو بيكلمني وانا بلعب في الاتحاد قال لي تعالى انا عازمك انا عايز اشوفك بيقول لي اللاعب الوحيد اللي جه مصر هو كان في البرتغال الوحيد اللي كلمه جه ورحنا اكلنا سمك مع بعض وقعد يتكلم معايا وعمال يتخانق مع الناس يقول لهم اتصوروا معايا ده تاريخ وعمال يقول لهم كده فاهم يعني حد اتصور معايا بس كان اتصور معايا تحت هو ما خدش باله فقال لها انت ما صورتيش مع احمد ليه بنت كده قال لا ده كان احسن واحد عندي في الفرقه وبيتكلم كده يعني هو كلمه معايا كده فانا علاقه جميله وانت كمان جميل يا احمد بصراحه وتستاهل كل خير طبعا بنشكرك على الفقرة الجميلة اللي قضيتها معانا ومنور البيت الكبير وان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله زي ما انت قلت أكاديمية النادي الاهلي ان شاء الله تطلع لنا مواهب وتكون على قدر المسؤولية دايما ان شاء الله طبعا ده انا يعني واجب عليا طبعا انا النادي الاهلي ده من وانا صغير خيره عليا وخيره على ناس كتير استفدت منه شهرة وماديا ومعنويا وكل حاجة فدوري ان انا دلوقتي ارد الجميل للنادي الاهلي حتى لو بدون مقابل ده حاجة اعملها وانا مبسوط يعني شرفتنا بكرة إن شاء الله حلقة جديدة في البيت الكبير تصبحوا على ألف خير تصبحوا على خير